مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. قضيتان في غاية الأهمية هنعيشهم معاكم بعد قليل. القضية الأولى متعلقة بحملات الهجوم على الأزهر ومشروع القانون المقدم، خاصة إن احنا كنا نوهنا قبل كده إنه مجلس النواب دخل في صدامات متعددة ومختلفة، لكن مع الأزهر تحديدا شفتوا القطاع الأوسع من الناس، يعني ربما غضب بسبب حملات الهجوم. هنناقشها معاكم بعد قليل من خلال مجموعة من النواب والمتخصصين. كمان بعد قليل هيبقى معانا الدكتور أحمد سيد نجار رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام السابق، اللي قدم استقالته ربما في أول حوار تلفزيوني له. هيتكلم عن كل القضايا والملابسات التي أثيرت حول الاستقالة وما قبلها وما بعدها من قضايا مختلفة أقيمت ضده. هنشوف الموضوعات المتنوعة اللي هنبدأ بيها. احنا كنا نوهنا قبل كده انه لما يكون في حد هدفه هو أكل العيش، تعالوا نقنن له أوضاعه، تعالوا نجد حلا له، إنما الإزالة ونرمي الناس في الشارع ده بيؤدي إلى إغلاق البيوت وبيؤدي كمان إلى تحطيم النفوس. هو واحد عاوز يشتغل أو واحدة ست عايزة تشتغل، فعلى الأقل المنهج اللي أرساه في المؤتمر الأخير للشباب الرئيس السيسي حينما وجه للمسؤولين وللمحافظين بعد قضية ياسمين وشيماء اللي كنا انفردنا بيها أيضا في البرنامج، انه مش الهدف هو انه انك تشيل البضاعة والعربية وتحطها على سيارة الحي أو المحافظة. يعني النتيجة لكده ايه؟ النتيجة ان احنا بنقتل طموح بنتين او الكثير من الشباب والبنات اللي عاوزين يشتغلوا، خاصة ان في حالة بطالة، تضاؤل فرص العمل، احباطات معيشية واقتصادية. فتعالوا نساعد الناس، نقول لهم والله وضعك مش قانوني، تعال ساعدك في التقنين، تعال ساعدك في انك تقعد في مكان قانوني والدولة تستفيد وهو يستفيد والمجتمع يستفيد. هو ده المنهج اللي يجب أن يسود. لكن المشهد اللي هنشوفه في بورسعيد لسيدة أزالوا الكشك بتاعها، مع أنه كان ممكن أنه نستخدم نفس الأسلوب ونفس القاعدة التي أرساها الرئيس السيسي، تعالوا نجد ترخيصا للناس، تصريحا لهم، تعالوا نقنن لهم أوضاعهم، تعالوا بدل ما يكون هدفك هو العقاب والإزالة ما تيجوا نبني. أصلها يعني هي مش عايزة تاخد قطعة أرض تستولي عليها، يعني ده هي عايزة كشك عشان تشتغل وتبيع من خلاله. طيب لو المكان مش مناسب، مش ملائم، في مشكلة، تعالوا نقنن لها وضعها، تعالوا نجد مكانا آخر، زي ما حصل مع ياسمين وشيماء. ياسمين بالمناسبة وشيماء خدوا الرخصة من محافظة القاهرة، خدوها خلاص وحيبتدوا يشتغلوا وفقا للمكان الجديد اللي تم تحديده. هل يمكن أن يسود هذا المنهج بدلا من أسلوب الإزالة والتحطيم وتكسير النفوس وقفل الأبواب وتحطيم العائلات؟ تعالوا نجد فرصا للناس. ده اللي هنشوفه في الحالة بتاعة الكشك اللي احنا هنشوفها، وهي حالات متعددة ومختلفة. كشك مرخص بمدينة بورسعيد عمره يقرب من 60 عاما، توفي صاحبه منذ 5 سنوات تاركا أسرة تعتمد على ذلك الكشك كمصدر رزق وحيد، حتى فوجئت الأسرة منذ أيام بإزالة الكشك من قبل المحافظة. أنا بنت صاحب الكشك هنا هون، أنا وأخويا، تمام، أخويا لسه في التعليم وأنا متجوزة، وهو الكشك دوت بيصرف على بيتين،
تمام. هو الكشك كان محطوط هنا هون، الكشك بقاله أكتر من 60 سنة ويعتبر من أثار بورسعيد. أنا ست أرملة ومعايا بنت وولد وليا كشك في شارع الجمهورية، ماليش باب رزق إلا هو. السبت بالظبط ابني كان واقف فيه، مفيش يعني ابني مسافة ما اتصل بيا ماما الحي ده عايزين يشيلوا الكشك خالص، ما فيش 10 دقايق مسافة ما لبست بس ونزلت أجري لقيت المنظر الكشك فضوه خالص وهيشيلوه هيشيلوه. طب ادونا انذار، ادونا فرصة نتكلم، طب مفيش الكلام ده خالص. اللي حصل أنا كنت في الشغل جالي تليفون اللي الحق الكشك بيتكسر ومطلعين الحاجة طبعا ورمينها والكلام دون، سبت الشغل جاري ورحت على الكشك. هو الوحيد اللي وقف جنبنا وخلى الكشك ما يتكسرش خالص هو رئيس مباحث اسم الشرق اللي اسمه محمد زكريا، هو ده اللي خلى الكشك ما يتكسرش. يعني هو لولا كان زمانهم اصلا دغدغوا الكشك خالص، الكشك كله ديون، حتى كان معايا قرشين محوشاهم لابني عشان اكمل تعليمه، لقيته الكشك بيقع رحت حبيت اطلع معايا فلوس اليتيم حطيتها تاني برضه في الكشك، قلت علشان نسترزق منه بكان ما يقع خالص. جينا نبص من كتر التكسير وخساير خساير خساير ما نفتحوش شهر يتقفل شهرين. ما هو سيادة محافظ لو قالوا الكشك ده مبني بقاله أكتر من 50 سنة المفروض ما يتشالش، المفروض ما يتشالش، كان المفروض سيادة المحافظ كان يجي في سندنا احنا في صفنا احنا عشان احنا غلابة يدسوا علينا. والله حسب الله ونعم الوكيل. هي كانت صعبانة عليا بس والله يا حاج، وهي صعبانة عليا هي واخوك. هم قالوا في التلفزيون اللي هم هي يعني هيرخص حاجات زي دي بدل ما هي يعني هو هيعمل ايه صاحب الكشك ده؟ هو ما فيش اصلا شغل في البلد والبلد حالها واقف. طبعا يا جماعه يعني هي الست طلبت اخفاء وجهها على اعتبار ان يعني قالوا اهلنا من الصعيده يعني مش عايزين يشوفوا الست وهي بتبكي بهذا الشكل، مع ان اللي يبكي اللي يجب انه يخجل هو المسؤول اللي يشوف يتعامل مع هذه القضيه ازاي. مفيش مانع لو في مشكله في المكان ما تخلونا يا جماعه نرسي قاعده يعني نفتح ابوابا بدلا من اغلاقها، وبدلا من تكسير النفوس وتحطيم العائلات خاصة هي بتنفق على ولادها. يعني خلونا ناخد ده منهج، ماشي نشوف مكان تاني لهذه السيدة ونرخص لها ونصرح لها ونشوف أماكن متعلقة بكده. السيدة أمال رمضان صاحبة الكشك معانا. يا مدام أمال أهلا بيكي. أهلا بيك يا أستاذ وائل. أنت بقالك كام سنة بالكشك ده كده؟ 50 سنة وي كمان يا أستاذ وائل. يعني 50 سنة الكشك ده كده زي ما هو في مكانه؟ مكان موجود مكانه وما اتحركش ولا سنتي، الأول مرة يتشال الشيلة ديت يا أستاذ وائل. طب إيه اللي جد جديد بعد 50 سنة؟ أقول لحضرتك في فندق ورانا، هو صاحب الفندق اللي هو اللي عايز يمشينا من المكان، هو الرخصة متجددة وكل ورقه تمام يا أستاذ وائل، هو صاحب الفندق هو بقاله أكتر من يعني أنت مرخصة وكل حاجة يعني؟ كل حاجه مترخصه يا استاذ وائل، وورق كله مظبوط وكله تمام، مفيش اي حاجه مخالفه. هو صاحب الفندق شايف ان المكان ان الكشك شكله مش ملائم يعني لفندق يعني زي ما حضرتك شايف يا استاذ وائل، الكشك برضو يعني احنا مجددينه برضو عشان المكان، وعلشان المكان العام برضو احنا مجددينه ومظبطينه ويعني مفيش اي مشاكل. هو ما عرفش ليه هو اللي صاحب الفندق هو اللي تعبنا وعلى طول مشاكل 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 يا استاذ وائل. انا شايفك مجدده يعني والكشك شكله كويس. ما انا بقول لحضرتك احنا جددناه علشان المكان العام يبقى شكله حلو، ما يبقاش كشك قديم عشان المنظر العام، احنا جددناه برضه عشان نرضيه. طيب فالناس شالوا الكشك زي ما احنا شايفين كده وقفلوا بيتك يعني؟ حضرتك زي ما انت شايف الصور بالظبط يا استاذ وائل، ولا في انذار يا استاذ وائل، ولا هنشيل ولا هنحط ولا اي حاجه يا استاذ وائل، ولا بيهمهم البشر، ولا بيهمهم البشر ولا بيهمه لما يعمل ده. طب اديها مهله يا سيدي، هقول لها بعد شهر هنعمل لك ازاله. والله يا استاذ وائل ولا ساعه
ولا ساعه. مسافه مبني اتصل بيا وقال لي يا ماما الحق الكشك، مسافه لو البس ما فيش 10 دقايق وصلت الكشك. انا جالي انهيار على المنظر اللي انا شفته يا استاذ وائل، انا جالي انهيار هناك. انا ماليش رزق الا الكشك دوت يا استاذ وائل، وغير كده وكده يا استاذ وائل صاحب الفندق تعبنا تعبني تعبني تعبني. طيب قولي لي بقى انت عندك اولاد ايه يا مدام امال؟ معايا محمد اولى الدره ومعايا اميره بنت متجوزه. طب والكشك ده الكشك ده اللي بينفق عليكم كلكم؟ مفيش الا باب رزق هو باب الكشك بس. طيب هنا طبعا رئيس الحي ولا هو هنا، وهل وصلتوا صوتكم للمحافظ يا مدام امال؟ احنا رحنا لسياده المحافظ. هو اصلا القرار جاي من سياده المحافظ مش من الحي، القرار نفسه جاي من سياده المحافظ. طيب يعني انا يا جماعه بعد القاعده التي ارساها الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب، تعالوا نجد قال البنتين شطار، الست دي كمان ست شاطره 50 سنه بتنفق على عيلتها، ما نقفلش الابواب والبيوت نشوف بديل يعني. طب خليكي معايا عشان معايا الدكتوره رغده اللي هي صاحبة العمارة وبنت صاحب الفندق. دكتورة رغدة اهلا بيكي. بحضرتك، حضرتك سامعني؟ انا سامعك، اتفضلي يا دكتورة. اهلا بحضرتك يا استاذ وائل. طبعا انا سمعت وهي بتتكلم الكلام اللي هي قالته ده كله. مبدئيا بس انا هدي حاجة بسيطة هنت بسيط لحضرتك عن ان هي الكشك ما اتشالش واترمى، هو الكشك اتنقل مسافة 50 متر بس، سالوه ونقلوه مسافة 50 متر بس. ليه السبب؟ أولا أنا دكتورة في كلية سياحة فنادق قسم إرشاد، تخصصي آثار. العمارة اللي تحتها الكشك دي عمارة أثرية اتبنت من سنة 1000. طب هي بقالها 50 سنة، هي بقالها 50 سنة كده. كان كشك جرايد حضرتك، كان كشك جرايد، غيروا النشاط وقلبوه سوبر ماركت. أولا الواجهة رخام بأونكس أثرية داخلة تحت كوردون آثار، يعني بي متصنف بي. ما ينفعش احنا نلعب في الواجهة او نكسر في الرخام او ندخل اي حاجة فيه. عاملة الكشك فرفورجي مكسرين في الواجهة. انا عندي صور لحضرتك عن منظر المهزلة بالمخلفات بالقاذورات اللي مرمية حوالين الكشك، قلبته سوبر ماركت، عاملة تند، مبهدلة العمارة الاثرية اللي والدي اللي هي عمالة تقول صاحب الفندق اللي تعبها بيعمل لها صيانة سنوية لانها اثار قبل ما يركب. طيب خلينا بس نقلل حدتنا مع الناس يا دكتوره رغده، يعني مش يعني ما يعني هتقولي وجهه نظرك بدون اهانتها يعني. لا انا من غير اي اهانه، انا ما اهنتش خالص، انا بقول لحضرتك ان احنا بنحافظ على الاثار وكل اللي حصل ان المسؤولين. طب ما انا بقول لك يا بقى لها 50 سنه في الكشك ده موجود، كان كشك جرايد. ما هو اختلف ايه يعني؟ اختلف ايه؟ لا ده بقى سوبر ماركت حضرتك دلوقتي. هل هي واخداه انه ترخيص كشك جرايد بس؟ ازاي بقى سوبر ماركت هو كشك؟ بنت رصيف، بنت رصيف حضرتك، دي عامله رصيف. يا مدام امال، هل كلام دكتوره رغده ده صحيح؟ اتفضلي. استاذ وائل حضرتك انت شايف مساحه الكشك قد ايه يا استاذ وائل؟ يا مدام امال، انا شايفه كشك. هي بتقول انت حولتيه لسوبر ماركت. يا استاذ وائل يبقى ازاي عاملاه سوبر ماركت؟ انت حضرتك شايف مساحه الكشك قد ايه لما انا اعمله سوبر ماركت؟ وده شارع عمومي ما ينفعش اعمل فيه سوبر ماركت. والرخام انا ماليش دعوه بالرخام اصلا يا استاذ وائل. يعني طيب انت دلوقتي هل نقلوكي هل نقلوكي فين يا مدام امال؟ نقلوكي فين؟ نعم. هل نقلوكي فين؟ نقلوكي فين؟ نقلوني في حته يا استاذ وائل مخبوره، مهجورة زي ما بقول لحضرتك. ودلوقتي انت هتشوف المنظر قدام حضرتك، الحتة مهجورة ويوم من الايام هتتباع لاي شركة. هو فعلا في شارع الجمهورية. طب انت واخدة رخصة عن المكان اللي انت فيه ده؟ نعم. انت واخدة رخصة وتصريح عن المكان اللي انت فيه، اللي انت واقفة فيه؟ ايوه معايا الرخصة ومعايا الورق كل اللي يثبت.
طب هي معاها رخصه يا دكتوره رغده؟ هي معاها رخصه يا فندم. هو انا ما مجي... احنا ما جيناش جنبها، هو المسؤولين شافوا المنظر في الشارع بعماره اثريه ما ينفعش. كل اللي اتعملت انها اتحركت ناصيه عشان حفاظا على العماره الاثريه، اتحركت ناصيه اقل من 50 متر على شارع الجمهوريه اللي هو اكبر واعرق شارع في بورسعيد. حصل ازاله في الارصفه في يعني هي الناس لتوسيعه لغرض توسيع الشارع، فشالوا الارصفه ووسعوها. هي بنت الرصيف وجات لها ازاله كذا مره بانها تتنقل عند السكه الحديد او عند المبنى اللي هي عنده دلوقتي التوكيلات الملاحيه اللي هو مش مهجور خالص ده على شارع الجمهوريه. لا انا عايز اعرف ايه الجديد اللي جد، يعني لو هي واقفه بقالها 50 سنه ايه الجديد اللي جد يا استاذ؟ ما هي العماره اثريه من 50 سنه بقى. الشارع اتشالت الارصفه لتوسيع الشارع، هي بقت في نص الشارع وبنيه رصيف مسلح، بنيه رصيف مسلح منزله عليه الكشك. الرصيف نفسه اتشال. بورسعيد كان بتنفذ قبل كده بان الرصيف عريض وفي بواب. طيب يا مدام امال تعليق اخير منك. اتفضلي مدام امال تعليق اخير. اتفضلي يا استاذ وائل. اللي هي بتقوله دوت يا استاذ وائل ما حصلش، لان الحي هو اللي نقلنا واحنا معانا ترخيص واحنا ما جيناش جنب العماره الاثريه نهائيا. ده احنا كان الكشك متسمع يا استاذ وائل ولقينا الارضيه بتاعت الكشك بتتكسر. انا بس يا جماعه بشكركم جميعا، انا بوصل رساله يا جماعه تعالوا نشوف ازاي ما نقفلش البيوت بس، وخاصة هي واخدة تصريح يعني اتضح كمان انها هي معاها تصريح من 50 سنة يعني خلونا في كل الاحوال نأمل من المحافظ انه يشوف ازاي يعالج هذه القضايا، ويبقى ده منهج يا جماعة انه ما نزلش اكشاك ولا نحطم اي حد بيبيع اي حاجة، تعالوا نساعده ونقول له تعالى قنن او ده اوضاعك. نشوف بسرعة كمان الحادث المأساوي اللي هنشوفه ده. الشاب صغير وبيزق العربيه، فجت عربيه من الخلف، يعني مشهد مأساوي للاسف الشديد، او زي ما انتم شايفين يعني لا يمكن. ده واحد اما اللي جاي من الخلف ده يعني اما انه يعني نايم شارب ضايع، لانه العربيه اللي قدامه ماشيه بطيء، والولد اقعدوا تخيلوا المشهد ده كده، الواد اتزنق بين العربيتين بشكل يعني لما بتخيله شايفين ما كانش فيه ما يدعو ابدا لده، يعني ما فيش ما يدعو ابدا لده، في مساحه ومسافه من بعيد انه الناس تتفادى ده. ايه الجنون اللي حصل ده؟ اسلام اللي توفى ده عنده 19 سنه، واسلام المصاب ربنا يقومه بالسلامه هو عنده 19 سنه. استاذ يحيى الخضر مرسي والده، يا استاذ يحيى اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ربنا يقوم لك اسلام ان شاء الله بالسلامه. ربنا يخليك يا استاذ. وقول لي اسلام حالته ايه دلوقتي؟ والله اسلام حضرتك دلوقتي يعني يا ريت اي حد بيسمعنا يدعي له بس ان هو ربنا يقومه بالسلامه، ودلوقتي في العنايه المركزه. يعني عايز اقول لحضرتك اللي هو يعتبر ميت. يعتبر ميت. يعتبر ميت. الاطباء قالوا لك ايه حالته ايه؟ حضرتك انا احكي لحضرتك من الاول خالص. اسلام حصلت له هو بيشتغل على العربيه دي ولا ايه؟ لا حضرتك هو شغال امن في الجراج، العربيه ديت كانت متفرقه من الجراج، هو شغال امن في الجراج. يعني هو كان بيزقها بس يعني. السواق جاله قال له العربيه ما بتدورش بس نزقها مع بعض، عدى في شاب اللي هو متصاب معاه دوت. شايفين يا جماعه في مسافه وهو لازم يبقى شايف لانه الراجل طلع خلاص على الطريق. طلع اهو خلاص. وحضرتك الطريق مقفول قدامه يمين وشمال، الطريق مقفول. يعني انت حضرتك لو تاخد بالك في عربيه خضراء جايه في الوش وعربيه بيضاء راكنه على اليمين، انا عايز اعرف هو كان رايح فين. انا الحقيقه مذهول زيك كده يعني مندهش يعني جدا من انه الناس كان في امكانها الحادثة حصلت شيش. بالتاريخ بالوقت شيش. متحدد في الفيديو، انت فاهم ازاي؟ ده الكاميرا دي بتاعت الجراج اللي هو شغال فيه. تمام، حصلت الحادثه ديت، جت الاسعاف شالته
راحت بيه كذا مستشفى ما رضوش يقبلوه. ماشي. الكلام ده كان يوم الجمعة قبل الصلاة. ليه كذا مستشفى ما رضوش؟ عشان حالته خطيرة؟ عشان حالته خطيرة، فقال لك ودوه مستشفى الأميري اللي هي مستشفى الميري عندنا في اسكندرية. تمام. احنا وديناه مشهد تاني وتالت. ما انا بقعد اتخيل اسلام. اسلام 19 سنة مش كده؟ 19 سنة. يعني حضرتك المهم احنا الاسعاف وديته على مستشفى المير، وبعد كده اتصلوا بينا قالوا لنا طلعنا نجري، رحنا على المستشفى قالوا يا جدعان ده خلونا نشوف ابننا. طبعا اخر قله ادب الامن عشان تخش يعني لازم اللي تطلعه قبل ما تخش. انت فاهم حضرتك ازاي؟ عبال ما وصلنا جوه الولا بينزف نزيف من كل حته، يعني اي حته في جسم اسلام بتنزف. ماشي. طب يا جدعان كل جسمه بينزف؟ بقول لحضرتك كل حته في جسم اسلام بتنزف. اسلام جاله تسمم في الدم، اسلام جاله تسمم في الدم، اسلام عنده نزيف داخلي. انت فاهم حضرتك؟ طب يا جدعان الحقونا الولد، طب حد يشوفه، حد يعمله. يقول لك ماشي احنا اتصلنا بالدكاتره وهنعمله اتصال بمستشفى نريمان وهنحوله نريمان. الكلام ده حضرتك من الساعه 11:30 قبل. اتمنى يا جماعه كل اللي يقدر يساعده صحيا وزاره الصحه، لانه اقعدوا تخيلوا يعني شاب بيشتغل عامل في جراج علشان ياكل عيش، عنده 19 سنه بيزق العربيه بامان شديد، يعني لانه اي حد هيجي من خلفه يعني شايف، والعربيه ماشيه ببطء وطلعت خلاص على الطريق وكان امام اللي جاي من الخلف ده مسافات على انه يتفادى المشهد يعني، انما واضح اما انه نايم متخدر في اي حاجه يعني. قول لي تم القبض على السائق الخلفي ده يا عم يحيى؟ انا بس خليني احكي لحضرتك الحكايه بس يعني من اولها، عشان يعني انا عايز اوصل رساله بس. انا يعني مداخلتي مع حضرتك طبعا انا بشكرك لاهتمامك. انت فاهم ازاي؟ حضرتك طبعا الولد رمى في مستشفى الاميري ديت اللي هي مستشفى الميري من الساعه 11:30 يوم الجمعه، ما حدش عمل له اي حاجه، كل اللي عملوه له ان هم جبسوا له ايده، كان فيه في دقنه خيطوها له، وعلى الكشاف بتاع موبايل انا قالوا لي معلش تنور لنا الكشاف عشان نعرف نخيطوها له. انت فاهمني ازاي؟ طب الولا رجله بتاع مش عارف ايه، يقول لك ماشي احنا اتسلمنا. الكلام دوت من يوم الجمعه 11:30 كان في المستشفى لغايه ثاني يوم يوم السبت انا رايح مستلمه من المستشفى الساعه 10 الصبح، مش عاملين له اي حاجه اي حاجه، يعني هو كل اللي ربطينه له على رجله رباط بس، والولا نزيف يعني انا ناقل له زياده عن 8 كيس دم. فاهمني ازاي؟ ومفيش اي اهتمام، مفيش اي حاجه. طبعا خدنا الولد جرينا بيه، رحنا بيه مستشفى خاصه، مستشفى دار الاطباء. ماشي. اتصلنا بدكاتره في نريمان، بعتنا لهم الصور على النت، جه الدكتور قال لك انا هعمل له العمليه، جه الدكتور عمل له العمليه. فاهم حضرتك؟ حصلت طبعا. طيب ان شاء الله ان شاء الله ربنا يشفيه ويقومه بالسلامه، ونحاول نشوف يا جماعه. انا هتابع معاك يا استاذ يحيى هنشوف مين اللي ممكن يساعده صحيح. لكن انا سالتك هو تم السائق اللي هو الخلفي ده النيابه حققت معاه يا ريت اتمسك. ده كان شاب عنده 15 سنه اللي كان سايق العربيه، واول ما حصلت الحادثه في الزحمه عمه ظهر قال انا اللي كنت سايق، جه الضابط خد عمه راح بيه الاسم، قعد مفيش 24 ساعة وطلع وخلاص على كده، ولا تقوم سألوا فينا ولا بتاع. قال لك يا عم خلي المحضر شغال، خدوا حقكم عن طريق الحكومة. أنت يعني إحنا لغاية دلوقتي من يوم الجمعة لغاية لا يعني أنتوا لا 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 لم يتم العثور على السائق ده لغاية دلوقتي؟ ما هو حضرتك عمه قال أنا اللي كنت سايق. أنت فاهم إزاي؟ عمه اللي قال أنا كنت سايق يعني. عمه اللي قال كنت سايق وهو اللي راح بداله النيابه وهو اللي راح حط اقواله. طبعا احنا ما حدش جالنا خالص فخد اقوالنا ولا حد جه عمل لنا اي حاجه. طب وعمه تم القبض عليه؟ ايوه وطلع من النيابه، طلع افرجوا عنه. لا لكن انتوا شايفين ان مش عمه اللي كان سايق يعني؟ لا مش عمه، ده بشهاده اللي حضرتك جميع السواقين اللي شغاله على الخط كل الناس ما مش عمه. قالوا لك الولا يعني انت فاهم ازاي؟ عنده 16 سنه. عملنا محضر احنا في مستشفى الاميري للاطباء اللي هم محضر اهمال رقم 2 احوال بتاريخ 28/4/2017. اه
طيب انا بشكرك الف شكر. خلونا نشوف يعني اعضاء في اعضاء من مجلس النواب اقتراحات بتجريم دخول الطلاب والشباب تحت سن 18 سنة المقاهي والكافيهات بدون مرافق، وتجريم كمان تناول الشيشة دون سن 21 عاما. النائبة الأستاذة سوزي ناشد معانا. يا أستاذة سوزي أهلا بيكي. أهلا بيكي يا فندم. أهلا بيكي. قولي لي المقترح بوضوح، يعني أي حد تحت سن 18 سنة ما يدخلش القهوة، ما يقعدش على القهوة. لا، بداية المقترح ده مش خاص بي أنا، أنا لم أتقدم به ولكن أنا سئلت عنه. فطبعا كان رأيي بأنه أنا ضد أن هو اللي تقدم به الأستاذ محمد فؤاد مش كده؟ نعم نعم يا فندم. أنا بالنسبة لي أنا طبعا هنشوف يا جماعة الأستاذ محمد فؤاد كمان. اتفضلي. أنا برفض طبعا أن المسألة شرب الشيشة وليست جلوس الشباب على المقاهي، يعني شرب الشيشة لغاية سن 21، يعني لغاية سن 21 سنة. وعلى فكرة ده كان متبع عندنا في فترة طويلة في اسكندرية، وبتمنى يعني أن يعاد مرة أخرى، لأنه القانون الحقيقة هو اللي بينظم السلوك داخل المجتمع، ولما يكون الشباب بيروحوا يقعدوا في المقاهي ويتم شرب الشيشة يضيعوا صحتهم ويضيعوا فلوسهم ويضيعوا كل مجهودهم في مثل هذا الأمر وتبعيات ذلك وأثاره على المجتمع، الحقيقة ده أمر يعني يحتاج لتقنين إن لم يتدخل المحافظ أو المحليات في منع هذا الأمر. طيب خليني كمان أسأل الأستاذ محمد إسماعيل عضو مجلس النواب. يا أستاذ محمد أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ وائل، وبرحب بحضرتك وبالنائبة سوزي ناشد. يعني أهلا بيك أستاذ. أستاذ محمد، أنت موافق على حكاية أنه الشباب تحت سن 18 ما يقعدش على القهوة، تحت سن 21 ما يطلبش شيشة؟ أستاذ وائل، هو اللي لفت نظري أنا في الموضوع ده أن في بعض الكافيهات اللي موجودة في أماكن كتيرة جدا في أكتوبر وفي أكتر من مكان أن عاملة خصم 20% للطلبة، نفس اللافتة مكتوبة كده خصم 20% للطلبة يعني لدخولهم الكافيه. فلما سألت على الموضوع ايه الفكرة يعني كده، فقال لك ان الطلبة الصغيرة كده، فبدل ما هم يدفعوا تكلفة كبيرة جدا بنحاول نخفض لهم التكلفة. اصبح يعني من الرؤية ان في يعني شباب يعني كده، وفي عدد كبير جدا من التسرب داخل المدارس، والبديل للهروب الطلبة من المدارس هو الكافيهات. فبالتالي كان اول كلمات انا لما جيت يعني صرحت بتلك الكلمات، كان اول حاجة لابد من مراجعة الغياب والحضور في المدارس بشكل كبير، ولابد النهاردة يكون في عقاب وثواب لتلك الظاهرة. معنى الكافيهات مع بعضها البعض، ده يقدم خصم 20 وده يقدم خصم 25%، اصبح النهارده ان الشباب سوء رائج بالنسبه لاصحاب الكافيهات. فده يعني انت لفت انتباهك حكايه خصم 20% للطلبه دي. ايوه، خصم 20% للطلبه، وكان انا مستهدف الطلبه انهم يجوا يقعدوا، يعني فبعمل لك اهو محفزات. يعني هو الطلبه بيجوا كتير، فبس ربما الطلبه بيسال اسعار الكافيه ايه، لان مصروفه ربما لا يستطيع بيه الجلوس على الكافيه ده، فيدور على كافيه ارخص شويه. فالكافيهات نفسها بتتبارى مع بعضها البعض لتقديم خصومات للطلبه، والطلبه دول صغيرين. لذلك انا لما كان طرحي مع الصحفي اللي كلمني ومع مجلس النواب، ان الطالب ما بعد السن التعليم الاساسي ده خلاص اصبح عنده حريه، اللي هو تجاوز سن ال 21 سنه بيقدر يتحرك، ده بيكون خلص التعليم الجامعي او في السنه النهائيه، فبالتالي ما تقدرش تحاسبه. لكن تحت ال 21 سنه تقدر تعاقب صاحب الكافيه نفسه، على الاقل يكون في غرامه الاول ماليه. لو هو قدم الشيشه للطلبه دون ال 21 سنه يبقى في غرامه ماليه في الاول، وبعديها فيها غلق، وخصوصا انه في طرح لترخيص الكافيهات في الفتره المقبله ويقنن اوضاعهم. يبقى انا بقنن لك وضعك، في نفس الوقت انا محتاج منك يعني تساند الاخلاق، تساند الطلبه النهارده، ان الطلبه ما تهربش المدارس، ما تجيش انت تكافئهم تعمل لهم خصم، فبالتالي بتساعد على هروبهم من داخل المدارس. بس اسمعني يعني هنا استاذ محمد، البعض كان يعني هيقول لك كنت اهتموا اكتر بانه والله طب ما تيجوا، يبقى النواب عندهم، ما تيجوا يا جماعه نشوف كيف نعيد الاعتبار للمدرسه، مشروعات قوانين بكده، تعالوا نشوف كمان ازاي نعالج مشاكل البطاله وعدم استيعاب الشباب، لما ركز على انه ما هو الشاب هتمنعه تحت 21 سنه من الشيشه، هو اللي هيشرب شيشه هياخدها سواء تحت السلم، هياخدها في اي مكان. يعني هل شايف دي القضايا اللي يجب ان يهتم بها مجلس النواب؟ بص يا قلبي، الفكره اللي انت بتتكلم عليها، في نفس الوقت احنا بنتكلم على البطاله، بنتكلم على الظروف الماليه والاقتصاديه. حضرتك اي طالب صغير قاعد على الكافيه، تكلفه الكافيه لا تقل باي حال من الاحوال عن 15 ل 20 جنيه للطالب.
فلما نيجي نقول في الظرف الاقتصادي الصعب اللي بنعاني منه من ازمات بطاله ومن ازمات دي كلها، في نفس الوقت الطلبه الصغيره بتقعد يبقى احنا بنتكلم ازاي على بطاله واحنا بنساعد على تدمير صحه الشباب اللي هو لسه شباب صغير، واحنا بنقول مصر عامره بالشباب. فبالتالي لابد النهارده صحه الشباب وانتقال امراض السل وانتشارها الناتج عن الشيشه لازم يكون في رؤيه ليه، لان منتشره جدا على فكره الشيشه، منتشره حتى بين الاسر الكبيره مش فقط الشباب. ربما يعني ده الشيشه هونه، يعني ده المخدرات نفسها منتشره يعني ويجب ان نحاربها ونحارب. بس هي القضيه انه يعني هنا البعض عايز من اعضاء مجلس النواب التفكير فيما هو اكبر واهم، يعني ايه اللي خلى الناس تقبل على المقاهي وعلى الشيشه كده، مجايز حاله الضياع، مدارس ضايعه، وتعالوا نعيد الاعتبار للمدارس عشان نخلي الطلبه اللي هي سنها صغير دي ما تقعدش على الكافيهات. يعني هو بالنسبه للقوانين يا وائل بيه اللي بنتكلم بيها النهارده على 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 الشباب نفسها وعلى 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 التنميه وعلى البطاله، حضرتك النهارده انا كنت موجود بصدد نقاش مع دعم مصر، نقاش قانون الاستثمار اللي هو خلاص هيكون مدرك في الجلسات القادمه ان شاء الله تعالى، ويتم الانتهاء فيه من حوافز لدعم الاستثمار داخل مصر سواء الاجنبي او المحلي، وبنحاول نشوف ايه الاشكالات الموجوده طيب في القانون، وبالتالي ده فرصه كبيره جدا للقضاء على البطاله. خلينا اسال استاذه سوزي تاني، واسال النائب مصطفى كمال الدين عضو لجنه التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب. يا استاذ مصطفى اهلا بيك. استاذ مصطفى سامعني؟ ايوه سامعك يا فندم. استاذ مصطفى، هل انت موافق على انه نواب يهتمونا بانه تحت سن 18 ما يقعدش طلبه وشباب على القهوه، تحت سن 21 ما يطلبوش شيشه؟ طب انا عايز اسال حاجه يا استاذ، احنا عندنا كام مئات من القوانين، هل القوانين دي بتنفذ فعلا؟ الغرض من القانون اذا كنتش انا هطلع قانون قابل للتنفيذ وان احنا نقدر نفعله يبقى مفيش داعي للقانون. وبعدين هل انا هوقف واحد على كل كافيه يفتش على البطاقات بتاعت الناس اللي داخله ويعرف ده سنه كام وده سنه كام؟ طبعا كلام مش معقول. اهم حاجه احنا في عندنا زي ما كنت سيادتك بتقول المدارس ليس بها انشطه وليس بها تعليم. الطلبة طبعا بتلجأ بتهرب من المدارس وعندها وقت فراغ، ما فيش مدرسة فيها نشاط مدرسي. وبعدين دي يعني انا لما اهتم في الاعلام وفي المدرسة وفي البيت دي حاجة اصلها موضوع تربية وموضوع قانون، انا مش التربية عمرها ما هتيجي بالقانون، دي تيجي بالتوعية من البيت ومن المدرسة ومن الاعلام. انما بقى ان انا هوضع قانون، ما عندنا مئات القوانين والاف القوانين بتطلع ولا تنفذ ولا تفعل، مش شايف ان في يعني القانون ده هيتنفذ ازاي، حاجه غريبه يعني. طيب استاذ محمد اسماعيل، يعني لانك صعب بقول لك يعني لو القوانين بتحل ما كنا خلصنا حاجات كتير، انما هو دورنا احنا وائل بيه التشريع ان احنا نشرع قوانين النهارده تصلح للمجتمع، والتنفيذ متابعه بعد كده كرقابه. طبعا لا شك ان في كم قوانين كثيره جدا في مصر غير منفذه بالفعل، ولكن لما احنا بنتكلم على ظاهره الخصم للطلبه والكلام ده كده، فانا بقول لك في تسرب كبير جدا من داخل المدارس، لذلك لابد النهارده من تقويه دور المدرس وارتباط الطالب بالمدرسه الفتره المقبله، وده شيء مهم جدا. بس في نفس الوقت انا لما اقول لصاحب الكافيه الشخص اللي دون اللي هو في التعليم الاساسي اللي انا بعته والده بعته المدرسه ووالدته والناس منتظراه ويهرب من المدرسه من باب تاني دون عقاب من المدرسه ولا عقاب لنفسه للشخص اللي عامل له خصم وبيشجعه، ده ابنه سن ولاده، على الاقل حضرتك يقول له لا الشيشه بلاش الفتره دي كذا، لان احنا شايفين الخمور حتى بدات تنتشر ما بين الشباب. هل نترك الاخلاق تضيع ما بين الشباب النهارده تحت دعوه عدم انفاذ القوانين؟ لا اطلاقا، لابد نفكر كويس جدا، واحنا بنتكلم على اي امه شابه هي امه تستطيع الانتاج، واحنا النهارده الشباب بتاعنا بيتدمر. ما من برنامج حضرتك فيه ضيف معاك سواء عضو مجلس نواب او غيره الا في كل دايره من دوائر النواب وكله يتحدث عن انتشار المخدرات. انتشار المخدرات ده اللي منيت به مصر منذ احداث الثوره واللي حصل ناس كتيره جدا وتغير في طبيعه واخلاق انا بشكرك استاذ محمد فؤاد اهو معايا. استاذ محمد، ليه متحمس لمشروع قانون يعني يقاوم الشيشة وجلوس الـ ما تحت سن ال 18 على المقاهي؟ مساء الخير على حضرتك يا فندم والسادة المشاهدين. هو الموضوع جزء من مشروع مكتمل، لأن طبعا الموضوع لازم يبقى جزء من تراخيص
او مشروع اكبر اللي هو تراخيص المحال التجاريه والمقاهي، لان ده محتاج يتقنن. القانون اللي بينظم هذا الامر قديم جدا. لا انا بس ادخل في المضمون يا استاذ محمد، يعني البعض هيقول لك يعني هو مجلس النواب مهموم بقضايا شكليه ليه؟ ما ده المخدرات منتشره مش الشيشه يعني. ما بالظبط يا فندم، عشان كده مش عايز اصدر الموضوع ان هو موضوع خاص بالشيشه فقط، هو موضوع المحال التجاريه بشكل عام، ودي مشكله كبيره، مواضيع المحال التجاريه وكيفيه تراخيصها والاشتراطات الخاصه بيها، فهو جزء من مشروع كبير. لا بس انتوا عاملين ليه اللي ما يقعدش الشاب تحت سن 18 وال ما جزء من الربط برضه الخاص بيها، واذا قعد يبقى معاه مرافق يعني ازاي؟ هو القصه دي معمول بيها في دول كتير، يعني في 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 فرنسا، في دول اخرى، يعني بالنسبه مثلا لاحتساء الخمور ما ينفعش تبقى موجود في مكان دون سن معين، فجزء من موضوع كبير، لكن الموضوع ما هوش يعني مش من التبسيط ان انا هتقدم مشروع قانون على موضوع الشباب، احنا بنتكلم على موضوع المحال التجاريه بشكل عام. ولما كان حد بيسالني سؤال على هذا الموضوع تحدثت ان ستكون فيه مثل هذه الامور لضبط الجزء من نواحي الصحه، من نواحي الامن، ثم من نواحي برضه بقى فيه ضبط في موضوع العمر. طيب انا بس يا جماعه انا بشكركم جميعا، يعني البعض هيلاقي بس اهتمامات اعضاء مجلس النواب بتتناول القشور، صحيح هي قضايا سلوكيه يعني، بس كل ده قضيه تربيه، ومجلس النواب مش هيربي الناس، يعني انا عايزه انه يفكر في انه طب تعالوا والله يا جماعه في مشكله طلبه بيقعدوا على الكفاءه، طب ما يبقى تفكيرنا كيف نعيد الاعتبار للمدرسه ونشوف حاله البطاله والمشاكل الاسريه والعائليه، انما الشيشه تحت سن 21 العيال معاها مطاوي وسكاكين وهي في سن 14 سنه، هو هيستاذنك ولا هيستنى قانون يعني؟ وهي يعني القوانين هتطبق، ما الشيشه هتلاقوها تقدم للناس يعني من تحت لتحت يعني، وهي مش القضيه الشيشه يعني، هي بقى الخطر في الشيشه في مخاطر تانية جسيمه، يعني نحث الناس كده سلوكيا بلاش الشيشه وبلاش حتى السجاير انما هنطلع مشروعات قوانين، ما الناس عايزه تنفخ من تعبها ومن احباطها، هتقولي ده شاب لسه صغير، طيب تعالوا نشوف ازاي نشجعه نحمسه نعيد الاعتبار لمدارسنا. بنحذر من الدجل والشعوذه كثيرا، قبل ما اطلع فاصل هاخد الواقعه دي بسرعه، بنحذر كتير من الدجل والشعوذه، وبنقول للناس يا جماعه خلي بالكم، خليكم مع اعمال العلم وإعمال العقل وإعمال الطب وإعمال صحيح الدين، وروحوا للمتخصصين لو عندكم مشاكل، لكن الناس مصممة للذهاب للدجالين. فالقضية اللي هتشوفوها يعني طبعا الضحايا مش هنقول أسمائهم، يعني معنا إحدى الضحايا لكن دجال عشان يحل مشاكل الناس، بيقنعهم إن العلاقة هي الحل، وانه علشان يحللها مشاكلها فلازم تقوم نوع من العلاقة الخاصة. شوفوا ازاي الناس ممكن انها بسبب البحث عن حلول لمشاكلها فتقوم تسقط في مشاكل تانية. معانا احدى الضحايا وهي مش عايزة تقول اسمها، دي قضية احد المشعوذين بيجذب ضحاياه بهذه الطريقه. اهلا بيكي، سمعانا حضرتك؟ ممكن نوطي التلفزيون؟ اتفضل. الو، نوطي التلفزيون بس او تبعد عن التلفزيون لان الصوت في مسافه زمنيه شويه. قولي لي حضرتك انت ال دجال ومشعوذ، يعني ايه اللي خلاكوا يبقى ملجأكوا هو الدجال والمشعوذ، قبل ما نقول ايه اللي حصل بعد كده يعني؟ حضرتك ما فيش، انا في مشاكل بيني وبين جوزي وكده، وفي واحده حضرتك ادتني الكارت بتاعه وانا في المستشفى، كنت تعبانه وبعمل جلسه اكسجين حضرتك، بس فاتصلت بيه، كان طالب مني، قال لي بعد ما حكيت له مشكلتي وكده طلب مني حضرتك 15,000 جنيه على 3 جلسات، كل جلسه ب 5,000 جنيه.
يعني 15,000 جنيه على 3 جلسات. اه حضرتك ده على اعتبار انه حلال مشاكل يعني. لا حضرتك، انا الست اللي ادتني الكارت بتاعه حضرتك قالت لي ان هو بنتها ما كانتش بتخلف وجابت 4 عيال لما تابعت مع الشيخ ايهاب. يعني يعني طب انا هسمعك للاخر يعني. يبقى نلغي كليات الطب يا جماعه ونلغي العلم. تمام حضرتك. فانت المهم عايزه حل مشكلتك فروحتي له يعني. اه حضرتك. انا لا انا ما رحتلوش حضرتك، انا اتصلت بيه عن طريق التليفون حضرتك وكلمته وقلت له اسمي طبعا وحكيت له حضرتك عن المشكله اللي عندي بيني وبين جوزي وكده، وحضرتك هو قال لي موضوعك هيتحل ب 15,000 جنيه كل جلسه 3000 جنيه 5000 جنيه. طب حضرتك ممكن تشرفيني في بيتي او في المكتب؟ طبعا رفضت حضرتك، قلت له طب تعالى لنا انت البيت، قال لي لا. خلاص قلت له طب خلاص شكرا، قفلت مع حضرتك. بعدها حوالي بنص ساعه لقيته بيكلمني قال لي خلاص نتقابل في مكان عام. حضرتك عادي قابلته يعني لما عرفته كده، قابلني في مكان عام يعني. بعد ما قابلته حضرتك ايوه انت مدام كذا، قلت له حضرتك اه انت حضرتك الشيخ اياب؟ قال لي اه. بس حضرتك قابلته مره واثنين والثالثه، كل مره اتفقنا بقى بعد كده بعد ال 5000 دول وصلوا ل 4000 جنيه في الجلسه، يعني كله 12,000 جنيه. على 3 جلسات حضرتك. فاديته اديله ال 4000 حضرتك يديني شنطه فيها اعشاب ويقول لي استخدمها ازاي، كل ده في الشارع ما اعرفش بيته ولا اعرف اي حاجه. حضرتك اول ما كلمته خالص قال لي انا جوز اخت رئيس المباحث هنا في المكان اللي انا قدمت البلاغ فيه. فحضرتك انا يعني هو لما قال لي كده انا اطمنت يعني، جوز اخت رئيس المباحث اكيد مش هيضحك عليا. ده الثقه يعني. حضرتك ما انا ما اعرفش، ما انا يعني انا متعلمه وكل لكن حاجة. بدا بعد كده يساومك في العلاقه الخاصه يعني. لا بص حضرتك، بعد الثلاث مرات دول العلاج ما جابش نتيجه، فلما كلمته قال لي لا انت معمول لك عمل سفلي والسفلي ده لازم يتحل بحاجه مش كويسه يعني، قال لي عليها بالعلاقه يعني. حضرتك هو قال لي حضر عليكي جنيه وحضر عليا جن كده يعني. يعني بيخدعوا الناس، وطبعا لانه عدد حضرتك انا لان المباحث اكتشف ان في عدد كبير من الضحايا كمان يعني. حضرتك انا ده اللي اكتشفته برضو، اكتشفت ان هو موظف في شركه حضرتك، انا ما اعرفش ده كله طبعا. موظف فين حضرتك؟ هيك بقى الاسم وبلغت حضرتك اول ما انا رحت، اول ما المفروض ان هو كان جاي لي عشان يعني يعمل معايا اللي هو عايزه دون حضرتك. انا قلت اروح ابلغ، ما انا ما كانش في ايدي حاجه غير ان انا اروح ابلغ. يعني انت بلغتي وهم قالوا لك اتفق معاه على الميعاد وكل حاجه يعني. حضرتك هو اداني الميعاد وطبعا انا رفضت، فقال لي طب خلاص تعالي انا هديكي فلوسك، هديكي اللي انت عايزاه. قلت له انا عايزه ال 12,000 بتوعي، علاجك ما جابش نتيجه معايا، انا عايزه فلوسي. قال لي طب خلاص مشي تعالي وانا هديك فلوسك. فحضرتك انا رحت اول ما عرفت ان هو جه المكان اللي انا كنت بقابله فيه حضرتك اللي هو في الشارع، رحت بلغت عنه حضرتك والمباحث نزلت معايا. اول ما سلم عليا بيقول لي ايوه يا مدام كذا، قال لي اسمي، جبت وكان طالب مني 5000 جنيه اجيبهم وانا جايه، جبت ال 5000 جنيه عشان احل لك عملك بالسوق والكلام ده. لقيت حضرتك المباحث مسكوه، وحضرتك وهم بيمسكوه كان في حد تاني شخص تاني واقف معاه، كان هو لسه مديله علاج برده اعشابه كده بس. وحضرتك دخلنا النقطه، وبعدين بعد كده رحنا القسم عملنا حضرتك محضر، وهو قال انا هديكي فلوسك بس تنزلي عن المحضر. طبعا رئيس المباحث مشكورا يعني قال لي لا تنزلي غير لما تاخدي فلوسك حضرتك، وانا النهارده كنت في النيابه وامبارح كنت في النيابه، النهارده رحت حضرتك نزلت وخدت فلوسي، بس حضرتك ما ادانيش فلوسي كامله. اهله ضحكوا عليا 10,000 جنيه حضرتك من ال 12,000، قال لي بعد ما تتنزلي هديكي ال 2000 جنيه. حضرتك دخلت اتنزلت وما ادونيش حاجه بعد كده، ما ادونيش ال 2000 جنيه ولا حاجه. ولما جيت حضرتك نزلت تحت بس لا اتنزلت عن ايه؟ اتنزلت عن ايه؟ اتنزلت عن المحضر. وقال لي هديكي فلوسك وتنزلي، وكيل النيابه قال لي لو انت عايز تنزلي بس تاخدي فلوسك. طيب ولقيتي في ضحايا تانيين؟ هو حضرتك وانا في القسم حضرتك جاله تليفونات كتيره جدا ورسايل من ستات ورجاله ما اعرفش طبعا اساميهم لان دي حاجه انا مش هتدخل فيها ما تخصنيش. حضرتك يعني ناس كتير جدا واخد يعني واخد من واحده 30,000 واخد من واحده معرفش 40,000، انا ارقام مهوله سمعتها. طيب يعني هنا طب كان لازم تصممي على البلاغ يعني. ما حدش بلغ حضرتك في الاسم غيري انا.
يعني حضرتك ما حد، يعني انا بقول الاسم بحس، طب الناس دي قال لي هي ما فيش حد جه، لو حد جه اكيد هو محظوظ على ذمه القضيه، لكن حضرتك ما فيش حد جه. طيب يبقى يا جماعه نخلي بالنا من ده، دجال ونصاب بياخد الفلوس وبعدين بيعمل العلاقات الجنسيه مع السيدات تحت شعار بيخلصهم من الجن. شوفوا يعني يا جماعه الناس، وهنا بقى بيحطم عائلات وبيحطم اسر، وبعد كده ده المصايب بتتوالى بعد كده، يعني بيبتدي يبتز الناس. يعني بالتاكيد لما بيعمل ده هيبتز الناس والمزيد من الابتزاز، وهو مسلسل بنشوفه كثيرا يعني. طيب يا لكن انت اتعصتي من الموقف ده؟ اكيد حضرتك. بص حضرتك، انا اول ما دخلت الرئيس المباحث قلت له انا عارفه اني غلطت ان انا ما اتبعتش ربنا ومشيت ورا الكلام ده. قال لي يعني انت معترفه اني غلطانه؟ قلت له حضرتك انا غلطانه، واي عقوبه حضرتك عايز تتعب. بشكرك واتمنى يا جماعه انه الناس كلها تستفيد من ده، العلم والطب وصحيح الدين العقل، انما نلجأ للدجل والشعوذة بهذا الشكل ونضيع سمعة عائلات ونحطم بيوت. في كمان في ملاوي في المنيا شاب بيسرق محل ذهب فتنكر في شكل سيدة والأهالي ضبطوه أهو، وسيدة طبعا بيلبس النقاب أو البرقع. شوفوا بقى اهو ده ضبط الاهالي ليه، اهو ده جانب كويس يعني من الاهالي. راجل تنكر في زي سيدة وبيدخل على محل ذهب وبيسرق. حسن ماهر ابن صاحب محل الذهب، يا استاذ حسن اهلا بيك. اهلا بيك يا قلبي. اهلا، قول لي الراجل ده بقى بيسرق ازاي، بيدخل المحل على انه واحده ست؟ هو طبعا انا يعني في البدايه بحيي حضرتك، وطبعا انا حابب اقول بس في الاول ان اي حد فينا معرض ان الواقعه دي ممكن تحصل. طبعا طبعا طبعا. ووالدي طبعا كان متواجد في المحل ودخل عليه اثنين منقبات وقعدوا وطلبوا منه يتفرجوا على حاجات معينه. هو اثناء ما هم موجودين استشعر ان هم ما فيش نيه للشراء يعني، فشال الذهب وقفل الخزنه وقال لهم ان خلاص ما فيش حاجه، الطلب بتاعكم مش موجود عندنا. في اللحظه دي اللي هي كانت بتتكلم، اللي هي الست، هي ست وجوزها يعني موجودين، اللي كانت بتتكلم خرجت بره المحل، والولد دخل على الحاج وحاول طلع سكينه وحاول يعتدي عليه. طبعا في اللحظه دي طبعا ما حدش بيفكر ايه اللي ممكن يحصل. هو كان رد فعله ان هو مسك السكينه بايديه، وطبعا هو سحب السكينه من ايديه فعمل اصابه في ايديه. وكان ماسك في الولد مش عايز يسيبه يخرج، الولد ضربه في ايديه الثانيه بالسكينه، عمل له اصابه في ايديه اليمين واصابه في ايديه الشمال. خرج بره المحل بيجري طبعا، وقع على الارض والناس مسكت الولد وتعاملت معاه والشرطه جت وتدخلت. اللي انا في نقطتين بس عايز اتكلم يعني هنا كويس انه والدك تمكن انه يقاومه، يعني تمكن مقاومه وما قدرش ياخد حاجه من مكان، وحصل طبعا ده رد فعل ما يعني. بس هو ده يعني نخلي بالنا، لانه يا جماعه طبعا يعني احنا لما قلنا احنا بندافع دايما عن الحريه في ارتداء الملابس الشرعيه، لكن تعالوا نشوف ازاي نعالج هذه القضايا امنيا واجتماعيا. راجل هيدخل لابس نقاب على انه واحده ست و هيسرق يعني وحقيقة كمان. في نقطتين يا قلبي انا عايز اتكلم. اتفضل اتفضل. بمنتهى الوضوح والصراحه، ولازم نكون عندنا صراحه مع نفسنا. النقطه الاولى هي ان اي مكان معرض ان يبقى فيه الحوادث دي، فاحنا زي ما في ايجابيات حصلت في الموضوع ان حصل سرعه شديده واستجابه مدير الامن والضباط المباحث، وانا بشكرهم ان هم جابوا البنت بسرعه وعملوا تحرياتهم والاجراءات شغاله بشكل سريع جدا وفي اهتمام في الموضوع. لازم نتكلم على النقطة اللي فيها جزء سلبي، إن محلات الذهب دي كلها لا تقل أهمية عن البنوك والمؤسسات اللي فيها حساسية عالية. أنا بطالب حضرتك إن الخدمات الأمنية اللي كانت متواجدة، محل الذهب بتاعنا في مكان فيه حوالي أكتر من 20 أو 30 محل ذهب بدون مبالغة، وكلهم جنب بعض وشارع يعتبر زي شارع ساغر. طيب. ف
فتواجد الخدمات الأمنية بشكل مستمر. أنا بطلب من حضرتك، أنت شايف ما كانش في خدمات أمنية في المنطقة يعني؟ بص حضرتك، في، أنا عشان بس ما كنتش يعني بحمل حد أكتر من طاقته، هو في خدمات أمنية ولكن مش متواجدة باستمرار زي الأول، أو زي لما كان بيحصل، حصل حادثة في نفس المكان في ملاوي في أحد المحلات، ولكن كانت أبشع من كده، وكانت ضرب الشخص ده على يعني على راسه حاجة يعني، وحصل إصابة أقوى من كده، وساعتها شدت الدنيا شوية وبدأت بعد كده العملية ترجع في تقصير. بشكرك يعني. ألف شكر. هطلع فاصل، بعد الفاصل دكتور أحمد سيد نجار رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام. الأهرام دايما زي ما بقول يعني كانت وما زالت يعني خلينا نقول يعني جزءا من الحياة اليومية للمواطنين، لكن طبعا بعد اللي حصل للصحافة الورقية والمكتوبة عموما ربما اختلف الوضع، لكن تظل صحيفة الأهرام هي قلعة الصحافة المصرية يعني، وهي جزء من الأجندة اليومية للمواطنين دايما، وبالتالي ما يحدث بداخلها يهتم به كل مواطن. ايه الملابسات حول استقالة رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام الدكتور أحمد سيد نجار؟ اللي قبلها ايه؟ كم الخلافات والصدمات، منها ما هو ذو طابع سياسي، ومنها ذو طابع مالي، ومنها ما يتعلق بالعلاقات البشرية. كل ده هنناقشه معاكم في حوار مع الدكتور أحمد سيد نجار، وبعدها هنناقش معاكم القضية اللي ربما تلقى اهتماما كبيرا، الهجوم على الأزهر من خلال في أعضاء مجلس نواب، حتى أعضاء الصعيد تحديدا يعني، عقدوا غرف عمليات للدفاع عن شيخ الأزهر. عدد كبير من النواب اللي كانوا أعطوا توقيعات للنائب محمد أبو حامد سحبوها تاني، قالوا لا احنا هنسحب توقيعنا تاني لأنه اكتشفنا أن مشروع القانون يستهدف شيخ الأزهر. طب ايه القضية؟ ايه ملابساتها وايه تفاصيلها وايه ما هو خلف الستار فيها؟ هنناقشه معاكم في الجزء الأخير من هذه الحلقة، واحنا طالعين فاصل الفنان الكوميدي الكبير مظهر أبو النجا من العلامات الناجحة في الكوميديا في مصر، انك تضحك الناس هو ده الصعب. مظهر أبو النجا كان له قاموسه الخاص وله أسلوبه الخاص دون ابتذال، فقدناه ورحل عن عالمنا، لكن في كل الأحوال قيمته الفنية من خلال أعماله ستظل باقية. توفي اليوم الفنان الكوميدي مظهر أبو النجا بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 76 عاما داخل أحد المستشفيات بالمهندسين. على الرغم من أنه لم يمنح أدوار البطولة المطلقة طوال مشواره، إلا أنه حقق الشهرة من جملة بسيطة كان لها صداها الواسع عند الجمهور. يا حلاوة. ولد مظهر أبو النجا عام 1940 في محافظة الدقهلية، وحالفه التوفيق أمام المخرج حسن عبد السلام الذي تبنى موهبته في التمثيل وقدمه في مسرحية سيدتي الجميلة. سلام عليكم، كما قدم في أول أدواره على خشبة المسرح دوراً أمام الفنان يوسف وهبي في فرقة إسكندرية المسرحية. السلام عليكم. ويلكم. في ايه؟ الله هتعتر وجري. معقولة؟ ايه؟ معقولة جنابك بحالك تسيب مشغلك في أمريكا وتيجي لحد هنا؟ أمريكا؟ انت فاكرني مين يا ابن والدي؟ كلينتون. كان شغوفا بالمسرح لدرجة لا توصف، وقدم العديد من العروض المسرحية بالأقاليم، حتى أطلق عليه لقب ممثل المحافظات. لو كنت أعلم إن المحبة بتبهدل الغالي ما كنت حبيت وعشت أنا غالي. وكانت انطلاقته على شاشة السينما من خلال فيلم شياطين للأبد في دور فلاح يتقدم لمعهد أمناء الشرطة، وهو الفيلم الذي ردد فيه جملته الشهيرة 12 مرة
لتظل محفورة في ذاكرة أجيال متعاقبة من الجمهور. يا خلاوي. ساعدته نشأته في البيئة الريفية بالدقهلية على تقديم الأعمال الكوميدية بشكل مختلف ومميز، خصوصا دور العمدة والشخصية الصعيدية الموروثة. تعرفوا مين اللي ينفع في المشوار ده؟ أمين وشطر ومخلص وملحلح. مين يا ولد؟ مين؟ رجب. رجب يا حضرة العمدة. كما قدم في فيلم رمضان مبروك أبو العالمين حمودة في مشهد رباني، ومن أعماله السينمائية إحنا بتوع الأتوبيس، رجب فوق صفيح ساخن، إحنا بتوع الإسعاف، فقراء لا يدخلون الجنة، حسن وبؤلز. ده انتوا ليلتكوا سودة. ليلتنا سودة؟ يا حلاوة دي بتاع تاني. وفي المسرح مسرحية عش المجانين شعبان فوق البركان، ولم يمهله القدر لمشاهدة آخر أعماله الفنية، إذ يشارك في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل الظاهر مع الفنان محمد فؤاد. رحم الله الفنان القدير وأسكنه فسيح جناته. مشاهدينا نحييكم من جديد. صحيفة الأهرام كما أكدنا دائما هي قلعة الصحافة المصرية، وكما أكدنا أيضا جزء من حياة المواطنين ومن ذاكرتهم ووجدانهم، زيها قلت زي الفول والطعمية الصبح والشاي معاها صحيفة الأهرام. صحيح بسبب أوضاع الصحافة المكتوبة عموما بعد تنامي الصحافة الإلكترونية والصحافة الفضائية ربما اختلف الوضع، لكن تظل صحيفة الأهرام عنوانا لحال الصحافة في مصر. إيه اللي حصل في صحيفة الأهرام؟ ما الذي حدث؟ صراعات وصدمات وجبهات متصارعة أدت إلى أن رئيس مجلس الإدارة دكتور أحمد السيد نجار قدم استقالته، في بقى قبلها قضايا ومشاكل وأزمات، وبعدها أيضا ما زالت المشاكل والأزمات مستمرة. دكتور أحمد السيد نجار، أهلا بيك. دكتور بدون دكتور. طيب خلينا هنا أستاذ، أولا يعني أول حاجة، هل قدمت استقالتك لأنك استشعرت أنه اللي جاي ليس في صالحك، وانه في تغييرات قادمه بالتاكيد مش هيكون احمد سيد نجار موجودا فيه، هل قدمت استقالتك استباقا لتغييرات يعني، فقلت لما اقدم الاستقاله مبكرا؟ مطلقا لا يمكن افكر بهذه الطريقه على الاطلاق. انا قدمت الاستقاله، انا دائما في اي حاجه بعملها لاخر لحظه انا موجود فيها بادي عملي. انا قدمت الاستقاله اعتراضا على الخطاب اللي ارسلته الهيئه الوطنيه للصحافه، اللي انا يعني باختصار زي ما قلت لهم في الخطاب اللي بعته ان ده غير قانوني، ان هو رئيس مجلس اداره لا يتخذ اي قرارات اداريه او ماليه او جزاءات او تعيينات او اي قرار من اي نوع. طب هو بيعمل ايه؟ إذا في حد عايز يستمتع بأنه موجود والاسم التايتل أو العنوان بتاع المنصب عنده وأنه ياخد مرتب بتاع المنصب، هيقولك يكفيك اسمك على صحيفة الأهرام للي محتاجين ده. أنا من قبل ما أجي، من قبل ما أبقى رئيس مجلس إدارة الأهرام، أنا اقتصادي اسمي يعني في هو يكفيني، يعني أنا في الحقيقة من قبل ما أروح في ناس يعطيها المنصب قيمتها، أنا في الحقيقة أخذت قيمتي وأنا رايح للمنصب، لأن هذه الدولة وأنا مختلف أيام مبارك، أنا واخد جائزة الدولة التشجيعية في الاقتصاد سنة 99، واخد جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية سنة 2012، يعني رايح وأنا قيمتي معايا. طب بس ده مش خطاب أرسل للجميع؟ أرسل للجميع لأن أنا بشر وردود الأفعال مختلفة، يعني في ناس تقبل هم أحرار وأنا لا ألوم على أحد في ده، لكن أنا بالنسبة لي لم أتعود إطلاقا أن أنا أبقى موجود في أي مكان سكرتارية، أنا موجود عشان عندي صلاحيات أمارسها لأن أنا شايف أن أنا الأكفأ في ممارستها، وبالتالي أنا
اعتراضا على هذا الخطاب، قلت لهم بتقدم باستقالتي، وأدى اللي أنا عملته في المؤسسة في الفترة اللي كنت موجود فيها عشان برضو يبقى الموضوع واضح إيه اللي حصل في المؤسسة في الثلاث سنين وثلاث شهور ونص اللي أنا قعدتهم فيها. طيب قبل الاستقالة دي دكتور أحمد، وبالمناسبة أنا قدمت استقالتي مرة سابقة في 13/4/2016 للأستاذ الفاضل جلال عارف، وكان بسبب اختلاف موقفي مع موقف النظام السياسي فيما يتعلق بتيران وصنافير. فانا عملت الاستقالة. يعني انت لمجرد اختلاف موقفك مع النظام السياسي في الدولة في قضية هي صحيح قضية حيوية يعني جوهرية، ده وطن ارض وطن يعني، تقدم استقالتك لانه انا كتبتها كالتالي، نصها تقريبا هي كانت قصيرة جدا، رفعا للحرج عن النظام السياسي وعن المجلس الاعلى للصحافة وحماية لمؤسسة الأهرام الحبيبة التي أفتديها بعمر، ده نصها، ومن أي نوع من التربص أو الترصد أو التحيز ضدها نتيجة مواقف السياسية، فأنا بتحمل مواقف السياسية وبترك المؤسسة. فأستاذ جلال عارف الحقيقة، والاستقالة موجودة عنده نصها وأنا موجود عندي نصها، قدمتها في 13/4/2016 لما أخذت موقفا مؤيدا لمصرية الجزيرتين. يعني أنا اللي فجرت القضية أصلا، يعني بدءا من قبل ما تعلن الاتفاقية كتبت حاجة على حسابي على الفيسبوك، سلاما لحدود مصر من تيران وصنافير إلى السلوم. فالناس استغربت ليه تيران وصنافير، فبعدها بيومين أعلنت الاتفاقية فكتبت تيران وصنافير وفقه تأسيس الأوطان، ليه هما مصريين قلبا وقالبا وتاريخا قديما ووسيطا وحديثا يعني. طيب بس انت ما بتحطش في ذهنك يعني دايما الأهرام هي صحيفة الدولة، صحيح الدولة مفهومها أعم وأشمل، لكن يعني واقعيا يعني هي في النهايه تعبر عن توجهات النظام، مش يعني مش هنقول يعني في مساحات من الحريه في التعبير والاختلاف، لكن التوجهات الاساسيه في الاهرام تحديدا يعني لا يجب ان تكون هناك خلافات فيها، قضايا حيويه من هذا النوع. لم يعني تكن تعاملاتي مع الاهرام اطلاقا بهذه الطريقه، انا دائما تعاملت ان في الحريه لها سقف، أنا دائما بقيم دماغي لحد أقصاها، إذا صدمت في السقف أحاول أشوف نرفعه إزاي. يعني أنا هذكر لحضرتك مثال، في سنة 2004 أنا كتبت مقال عن أداء حكومة الدكتور عاطف عبيد، وكان مقال إنه الأداء سلبي جدا، واحتج واعترض وبعت للأهرام. ثم في 5 يوليو من نفس العام، دي كان في فبراير 2004، في 5 يوليو 2004 كتبت مقال وأنهيته كالتالي، لابد من إقالة حكومة الدكتور عاطف عبيد بسبب سوء الأداء وأنها دمرت المؤشرات الاقتصادية لمصر، وحتى لو تمت الإقالة فهي إقالة متأخرة للغاية، وأقيل بعد أسبوعين. وأقيل بعد أسبوعين. بعد أسبوعين. فهنا أنا بتعامل مع جريدة الأهرام أنه هي جريدة قومية فعلا تستطيع أن تستوعب كل الآراء السلمية التي لا تدعو لأي فتن طائفية لأي عنف لغيره، اللي هي الصيغة اللي تدي الأهرام قيمتها وقامتها تاريخيا، إنها يعني جريدة هذه الأمة اللي هي تستطيع استيعاب كل الآراء السلمية والتنويرية واللي علاقة بالتقدم في الوطن. وبالتالي بس البعض هيقولك بوضوح ما مش هينفع في الأهرام لما يكون التوجه الأساسي للدولة مع سعودية الجزيرتين لأسباب عددها النظام وقتها، يعني في أكثر من اجتماع عقد، في اجتماعين ثلاثة عقد، ويطلع رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام وكتب مقالة، المقالة لم تنشر، مش كده؟ عن نشرتها على حسابي على الفيسبوك، فعملت نشر قد الأهرام والأخبار والجمهورية مع بعض. بس هي مين اللي منعها في الأهرام؟ طبعا هو هيقال يعني رئيس تحرير، بس طبعا هو لا يجرؤ، يعني هو الموضوع أجهزة الدولة يعني موضوع أجهزة الدولة يعني. وبالتالي الموضوع أنا بالنسبة لي ليس عندا في أحد، الموضوع انتصارا للحقيقة والعلم ومصلحة الوطن. وبالمناسبة دائما فكرة ان انت تغير الوضع القائم، يعني اذا كان وضع الاهرام زي ما حضرتك قلت، انا جيت في سنة 2014 خدت موقف اثناء انتخابات الرئاسية ان انا لن انحاز لهذا المرشح او ذاك، حتى لو في مرشح مفهوم انه مرشح دولة ينبغي ان نكرس وضعية جديدة، فكتبت مقال واحد اسمه حمدين والسيسي ومستقبل الوطن، و عدت ما هو إيجابي وما هو سلبي عند كل واحد منهم، ثم أنهيت المقال بأن أنا لن أكتب مرة أخرى حتى لا يكون هناك أي انحياز لأي من الطرفين، والجريدة في معالجتها للانتخابات ينبغي أن تكون متوازنة، وكانت إلى حد كبير متوازنة، حتى المرة الوحيدة اللي حصل خطأ، وكان حصل خطأ في الحقيقة قبل جسيم يعني،
الجريدة اعتذرت عنه تاني يوم، وأنا شفت أن الاعتذار مش كافي فاعتذرت على حسابي على الفيسبوك اعتذار قوي وواضح ومستقيم. طيب خلينا ندخل في القضية الأساسية قبل المشاكل والمتعلقة بالجوانب المالية وهل ما تحقق نجاح أم فشل، بس في جانب متعلق. أحمد سيد نجار رئيس مجلس إدارة، نعم، وبالتالي لا علاقة له نهائيا بالتحرير. الصدام بدأ من هنا، إنك رئيس مجلس إدارة ولكن تريد أن تهيمن على التحرير أو على الأقل تشرف عليه، وبالتالي تعددت الصدمات. يعني أنا عشت في مؤسسات صحفية يتم الفصل تماما بين التحرير والإدارة، لأن أنا لو كرست هذا المفهوم وهذا المنهج إن الإدارة تتدخل، لا ده في منتهى الخطورة، هو ده اللي يفقد الصحافة استقلاليتها. أنت رئيس مجلس إدارة، نعم، كيف يعني هنا المشكلة بدأت من هنا، إنه أحمد سيد نجار يعطي نفسه الحق في التدخل في التحرير إطلاقا؟ لأنه في الحقيقة الموضوع كان بيبقى كالتالي، لما يحصل خطأ جسيم المفترض القانون واضح وصريح، رئيس مجلس الإدارة هو مسؤول ويشرف على كل الكيانات، والإدارة الوحيدة اللي اختصها القانون بالذكر هي التحرير بما فيها إدارة التحرير، ده القانون. ورغم ذلك أنا الحقيقة كان بيحصل تدخل بعدي، بمعنى أنه يحصل خطأ جسيم فلازم تراجع التحرير ولازم تحول المسؤول عنه لتحقيق. يعني مثلا لا، ما الخطأ الجسيم ده من يحدد انه خطأ؟ مجاز يعبر عن وجهة نظر. لا مش وجهة نظر، يعني مثلا لما يبقى في الخطأ الخاص مثلا بنيابة الانقلاب، حد كتب نيابة الانقلاب، نيابة الانقلاب الحقيقة ان هو حتى لو رأيه ده مش ده، بقى زي ما حضرتك قلت في الاول دي جريدة الدولة، يعني ورغم كده ما حسبش على كلمة ان هو كتب نيابة الانقلاب، هو حسب على انه ده مش كتابته، هو ساحبها من موقع، وبما انك ما اشرتش الموقع بتعتبر في عرف الصحافه سرقه، فحوسب فخدها بصياغتها، يعني خدها ولم يراجعها. هو موقفه مش كده، هو الراجل تماما مع الدوله لكنه لم يراجع ما سحبه من موقع ما، ده لا يليق بمؤسسه الاهرام. دي مؤسسه كبيره وبتعطي افضل مرتبات بالنسبه للصحفيين، المرتبات الاقل هي الرئيس مجلس الاداره ورئيس التحرير بالمقارنه بوزرائهم في القطاع الخاص، لكن المحررين عندنا هم الافضل على الاطلاق، وبالتالي تمت المحاسبة في حاجة من هذا النوع لازم يحول التحقيق، ان في حد سحب حاجة من موقع اخر، ما بذلش مجهود كصحفي، ما اشتغلش كصحفي، ده لا يليق ولا يجوز. بس ده مسؤولية رئيس التحرير، يعني خلينا نكون واضحا، مسؤولية رئيس مجلس إدارة افكر بقى ازاي مسؤولية رئيس مدير التحرير. المؤسسة اداريا انمي موارد المؤسسة، هو ده كان بيحصل طول الوقت، ازود اعلاناتها ازاي، ازود مكاسبها، احاول ازاي ان انا ادير هذا العدد الكبير من العاملين. الاهرام دولة، دولة بمفهوم انها عملاق الصحافة المصرية. طب استاذ وائل، هو مين المسؤول اذا كان المحرر ورئيس القسم عدت والديسك المركزي عدت ومدير التحرير ورئيس التحرير؟ في من يدير، من يرأس كل هؤلاء؟ هو رئيس مجلس الإدارة، وبالتالي حماية للمؤسسة ولمستوى التحرير فيها. بس قضية تحريرية، يعني رئيس التحرير هنا يوقع العقوبة، يعني هنا لا، العقوبة في الحقيقة هنا بتبقى شؤون قانونية، لأن أنا ما بحبش إنه توقيع عقوبات مباشرة، بفضل عقوبات بشؤون قانونية ما عدا العقوبات اللي أنت بترغب في عدم دخولها في إطار الصلاحيات، لازم تبقى صلاحياتك وترغب في عدم دخولها في شؤون قانونية. لو رئيس تحرير أخطأ مثلا فيبقى في محاسبة مباشرة، عشان ما فيش يعني. طب ايه النماذج الثانيه اللي تدخلت فيها عشان اقول لك انا كمان النماذج المختلفه؟ يعني انت لقيت نيابه الانقلاب، فطبعا هو ما فيش شك هي مشكله كبيره، لكن طبعا هو وكمان حسن النيه عندنا في الصحافه ما بيغسلش الاخطاء، يعني لا ده مش حسن نيه. هل ان انا اخد حاجه من موقع اخر وما اقومش بشغلي ده حسن نيه؟ لا طبعا، علاقة حسن النية. لا طبعا، ده علاقة ان انا مش عايز اشتغل، بعمل حاجة لا يليق ولا يجوز ولتسميتها صعبة يعني. لا انا بتكلم في انه مفيش سوء نية في انه هذا المفهوم يصدر للناس ان دي نيابة انقلاب، يعني اولا اهانة للهيئة القضائية واهانة كمان لسلطة الحكم الحالية، وكلهم احتجوا وما احتجوش عند اي حد، احتجوا عندي انا، وبالتالي كان لازم يبقى في المحاسبة والتحويل لشؤون قانونية. طيب في مثلا نموذج تاني، في يعني شخص متعاقد معاه في كان بيعمل كمراسل في ليبيا، عندنا مراسل من الأهرام العربي في ليبيا ممتاز
يعني بيقوم بدوره زميلنا استاذ احمد عامر مراسل، لكن كان في اتفاق قبل ما استاذ احمد عامر يبقى مراسل الاهرام في ليبيا، كان في اتفاق مع مراسل مقيم هناك، فارسل للاهرام موضوع منشور بقاله يومين في حاجه تانية في موقع تاني. طبعا ما رجعش فاتنشر. الأسوأ انه اتاخد منه للصفحه الاولى باعتباره خبر مهم جدا، موضوع في الصفحه الاولى بعنوان مختلف تماما عن حتى المكتوب. يعني هو كانت الموضوع كله كان عن بنغازي اللي في الصفحه الاولى عن طرابلس، وطرابلس وضع يختلف تماما عن لا هو كده كان حاجه عملياتيه في المدينه، عمليه يعني الجيش الليبي بيسيطر على منطقه القوارشه في غرب بنغازي فتحولت الى طرابلس. فهنا في الحقيقه كان خطا جسيم، يعني وخطا جسيم فيه استهتار، لانه حتى الموضوع اللي هو متاخد ودي جريمه اخرى. طبعا انا اوقفت نهائيا هذا المراسل، لانه في الحقيقه انه يسحب مقال منشور في موقع اخر ده اهانه للاهرام، والاهرام في الحقيقه فيها اداء تحريري ممتاز في داخل الجورنال. يعني طبعاً زملائنا طبعاً العاملين انت بتتحدث عن بعض ان الاهرام فيها الكتاب والصحفيين الكبار والصغار، لا حتى مش بس صفحات يعني الرأي المتنوعة والأفضل في كل الصحف المصرية طول الوقت الحقيقة، صفحات الرأي في الأهرام في الحقيقة طيب مستوى تمام، بس اللي حضرتك بتقوله ده التحقيقات والحوارات وغيره عندنا مستوى متميز جدا. تحرير هنا انت بتلغي رئيس التحرير يا استاذ احمد؟ لا ألغيه، لأنها مرت منه، إذا مرت منه هي مسؤولية رئيس مجلس الإدارة. لا عفوا، ده نص القانون، القانون رئيس مجلس إدارة يشرف على المؤسسة بكل إداراتها والكيانات التابعة عليه بما فيها إدارة التحرير. هنا لما حصل خطأ ومر من الجميع لازم أحاسب. على أي الأحوال في حاجات من هذا النوع أنا كنت مثلا يعني ببص على الجورنال قبل ما يطبع وبرجع لهم في التحرير، يعني لو أنا مشيته من عندي للمطبعة يبقى نتكلم عن أي تدخل من طب أي ما يعني. أنت مجرد أنك تطلب البروفات بس وتشوفها ده تدخل. طب انا هقول لحضرتك حاجه، تدخل لما تطلع قرار كده. لا هقول لحضرتك حاجه، لازم اشوف يا استاذ وائل. تدخل استاذ هيكل رحمه الله عليه وهو استاذ الاساتذه يعني كان بيعلق بروفات الجورنال عشان لو اي حد حتى من السعاة شاف خطا بيديله مكافاه. يعني اصلا بيعلق بروفات الجورنال واي حد معدي، مش مجرد الناس المختصين في ديسك مركزي او غيره، ده اي حد في الجورنال معدي بما فيهم زملائنا السعاء او غيره وشاف خطا بياخد، كان وقتها عامل المكافاه ربع جنيه، ربع جنيه ده كان رقم طيب في السنة. بس هنا ينطلق من روح التعاون والحث على الخوف على الصحيفه، انما انت بتنطلق من روح نفس التفتيش. لا نفس الروح والتدخل. بالعكس كان نفس الروح وكانت بالمناسبه مقبوله وما كانش في اي حاجه فيه، فقط لما حصل كان في لقاء تلفزيوني بيتعمل معايا في التلفزيون المصري شهريا، يعني كنت كفيت عن الظهور في كل التلفزيونات الاخرى وبظهر مره واحده في التلفزيون المصري شهريا لحد ما وقف هذا الموضوع، يعني توقف يعني توقف واعتبرت ده ايضا نوع من يعني ولا فرق معايا لان انا اصلا مشغول مطحون اداريا في اداره المؤسسه والكيانات التابعه ليه، فما كان يعني كنت بقتطع وقت على حساب يعني نفسي يعني. فالمهم في احد اللقاءات فانا يعني كان بمناسبه موضوع نيابه الانقلاب، فكان في معمول هاشتاج كده انه اقاله احمد النجار عشان نيابه الانقلاب، فقلت في الحقيقه اللي عامل هذا الهاشتاج يعني ده حد يعني مضطر اقول كلام جارح يعني، يعني حد لا علاقه له بالصحافه او يعني ده هذيان يعني. ليه؟ لانه انا لا علاقه لي بهذا الموضوع، ده المحرر رئيس القسم ديسك مركزي مدير تحرير التصحيح رئيس تحرير، انا مهمتي المحاسبه بعد ما يحصل الخطا، انما اللي مهمتهم انه ما يحصلش الخطا هم دول في التحرير، ده احتراما لفكره استقلال التحرير. فعلى اي الاحوال انا فقط في بعض الحاجات لما يوصل مثلا ايه الحاجات اللي كانت بتؤخذ على انها تدخل في التحرير، انه عايز يمد الناس، انا عندي جورنال فيه اكتر من 800 واحد صحفي، ده الرقم القياسي العالمي غير القابل للتحطيم بالمناسبه يعني، اللي هو الاهرام اليوم 800 صحفي، وصل 830 في وقت من الاوقات لحد ما طلع عدد من بالمعاش يعني. فلما يبقى حد خارج انا بقول فقط الكاتب الكبير اللي له قراء هو اللي يستمر تعاقد معاه او يعمل بنظام المكافاه،
انما زملائنا اللي في الديسك او غيره، طب خلي مجال لجيل الوسط انه يطلع، انه ياخد مكانه، وبالتالي مفيش مبرر لان انا افضل متعاقد او يعمل بالنظام المكافاه وانا عندي كل هذه الاعداد في الحقيقه اللي هي الجورنال يطلع ب 80 واحد. ودي راي رئيس التحرير بالمناسبه. يعني هو في مره من المرات قال اللي بيشتغلوا فعليا ما يزيدوش عن 70 80 واحد. فهنا الموضوع انه لما يبقى في حد هو عايز يمدله او عايز يعمل بالنظام المكافاه وانا ارفض، يعتبر ان ده تدخل في شؤون التحرير. انا بس مش حابب دي امور داخليه في الاهرام، ارجو الا ان تكون داخليه في الاهرام. انا بس انا نعم. انا في فكرتي ايه بس طيب لا كمان موضوع مكتب اسكندريه، يعني انت تعين تعيين رئيس التحرير يعين اسما وانت تعين اسما اخر، مش صحيح. يعني ويحصل حتى الامر ان يحصل خناقات بين الناس ويتم تصفيه، مش صحيح يا استاذ الاهرام. يعني مش صحيح. بالمناسبه طلب تعيين مدير تحرير لمكتب الاسكندريه اللي هي الاستاذه الفاضله سهيلة نظمي، اللي طلبه رئيس التحرير وانا اعتمدته ومعتمد من 2015، مفيش جديد. هو اللي قرر ان هو يرغب في انه يحط حد مكانها في تنازع آخر. لا يستطيع، لا يحق له. هي متعينة فعلا مش منتدبة، متعينة مدير مكتب الأهرام في لا بس من حقه كرئيس تحرير انه يعين اسما اخر. لا، الحقوق في هذه الحالة ان هو لو عايز يستبدل، هو اولا ما طلبش استبداله، هو طلب ان في حد تاني يبقى مسؤول عن التحرير، ووافقنا انه حصل موافقة على انه يبقى مسؤول عن لان هي اصلا هي مدير عام مواقع اسكندرية، يعني تحل محل رئيس مجلس الإدارة في إدارة مواقع اسكندرية، غير منصبها كمدير تحرير. مدير التحرير ده مش للأهرام اليومي، ده لمؤسسة الأهرام، يعني الأهرام وال 16 أو 17 إصدار اللي عندها آخرين يعني. وبالتالي هو اختار إنه الأهرام اليومي يبقى في حد اللي بيشرف على الجزء الخاص بالتحرير الخاص بيه. ده لازم أنا أعتمده. يعني في النهاية يختار فأنا لازم أنا أعتمد. إذا لم يتم الاعتماد لا يكون قرار. فهو المشكلة إنه عملها في صيغة قرار وراح نشرها من غير ما يعرضها عليا، وبالتالي بدأت مشكلة من هذا النوع. أنا لا أسعى لمشاكل على الإطلاق لأن أنا عندي هم إداري كافي. طيب ما هو أنا بقول لك إنما لا يحق، يعني أنت لا عندك يحق هموم وأزمات، لا يحق ما تخلينيش مشغولا بإنه فلان كتب إيه. هنا رئيس تحرير مش موضوع كتب، تكلم إيه؟ رئيس تحرير إنه لابد من توقيع عقاب يتعلق بهذا الخطأ. روح التعاون هنا هتبقى أفضل من هنا. بالمناسبة الصدام. بالمناسبة برضه هو طلب تحقيق في موضوع نيابة الانقلاب. يعني هو طلب تحقيق شؤون قانونية، يعني أنا تحولت وهو طلب تحقيق. يعني الموضوع كان بالنسبة له برضو أنه الأخطاء اللي من هذا النوع لازم يتم المحاسبة قانونية. فهنا الموضوع وفي البداية بالمناسبة كان الأمور فيها توافق تماما. يعني أنا بقول بقى في اللقاء اللي هو ده لما حصل أنه الزميل الفاضل المذيع اللي كان بيحاورني وقتها فبيقول لي في هاشتاج كذا، فقلت له دي مسؤولية رئيس التحرير مش مسؤوليتي. فأنا طول الوقت كنت بتحمل كل شيء، فأنا بقولت لا عند هذا الحد لا مش هتحمل ده، دي مش مسؤوليتي، مسؤوليتي المحاسبة بعد كده. بس فبدأت الأمور تبقى أصعب شوية. طيب بس هنا كمان أنت يعني حتى في مداخلة سابقة معايا قلت إنه لا، مستوى المقالات في الأهرام في عدد كبير ممن يكتبون مقالات أو في بعض يعني من يكتبون مقالات دون مستوى الأهرام. ما هو ده كمان ده مسؤولية رئيس التحرير. هو طبعا هي مسؤولية رئيس التحرير، لكن عند في حدود، يعني في فرق بين مسألة المستوى. لا أنا قلت وقتها عدد قليل يعني لأن احنا عندنا أفضل صفحات رأي في الصحافة المصرية تاريخيا يعني وما زال حتى الآن يعني. وفيها تنوع في الحقيقة ما زال حتى الآن جيد رغم أنه هو تناقص نسبيا يعني. لكن لما يبقى في مقال في الحقيقة يبقى في نوع من إساءة أصلا لقيم الأهرام الأساسية في الكتابة، ثم يروح يعمل مذكرة تفسيرية إن إحنا قاصدين بالمجتمع اللي عاملينها دي فلان، فده لا يجوز، ده مش قدر الأهرام، الأهرام أكبر من كده بكتير. ده اللي حصل عندي بقى بالفعل موقف قوي، وكان حصل فعلا اللي تقدر تقول عليه إن هو فيه نوع من التدخل. هو يعني هو خطأ طبعا إنه في حد يكتب ضد رئيس مجلس إدارة المؤسسة حتى لو بالغمز واللمز الكتابة نفسها مسيئة للأهرام بغض النظر عن هي مقصود بها مين، يعني ده مستوى لا يليق بالأهرام، ممكن يتنشر في الصحف بنسميها صحف بس صفراء أنت بس لكن أنت عارف كان يمكن لأحمد السيد نجار إنه يتجاوز ذلك ويكون أكثر قوة بإنه يقول أنا حتى رغم إنه هذا المقال
بيشتمني او بينتقدني، خلينا نقول بينتقدني يعني، لكن انا لا يمكن ابدا ان احذف مقالا او اطلب كمان اعلن حالة الطوارئ في صحيفة الاهرام واوقف الطباعة. لم يحدث لحين لم يحدث لا طباعة الاهرام لا 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 لم يحدث. اللي حصل كالتالي ان هو المدير عام المطابع بعد ما الجورنال خلاص المفترض ينزل وده لرئيس التحرير احتجز الجورنال لحد ما لازم ينزل بالمقال. المقال اصلا ما كانش المقال ده بالمناسبه، لا مقال قديم، من مقال قديم والكاتب نفسه انتهت بالمناسبه، انتهت تجديد ليه يعني. انا كنت اوقفت مش هيتجدد له لانه هو اصلا على المعاش من سنه 2012 خلاص لما ينتهي خلاص. التجديد بس هنا 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 فكره لا شل المقال بتاعه يعني تتناقض، حتى والله حتى لو لو بينتقدني هقول لا المقال يعني مش موضوع الانتقاد. وهنا القوه يا استاذ وائل، مش موضوع الانتقاد، موضوع هذا الاسلوب لا يليق بجريده الاهرام بغض النظر هو عن استاذ وائل ولا عن احمد النجار ولا عن علي ولا سين ولا صاد ولا عين من الناس خالص، ده لا يليق بمؤسسه الاهرام. وبالمناسبه لم يحصل على موافقه انه يعمل كاتب عمود، لانه هو في الحقيقه تقديري انه بالفعل و لازم بتبقى فيه موافقه من رئيس مجلس الاداره، بيقترح او بيرشح رئيس التحرير لازم تبقى فيه موافقه مني، ما كانش فيه موافقه. لا موافقة. بس الراجل بيكتب يعني، ما هو بيكتب ما أصلاً في امر واقع. انا قصه الموقف معاه وفقا لرضائي عنه او عدم رضائي عنه، لا من البدايه بالمناسبه، يعني من البدايه بالمناسبه انت من المؤمنين بحريه التعبير تماما، ده ملوش علاقه بحريه التعبير، ده بالعكس ده يحصنه اكتر. التدني في الكتابه لا علاقه له بحريه التعبير، لكن بالمناسبه الموافقة أو عدم الموافقة من الأول أنا ما كنتش موافق على مسألة كتابة عمود، لأنه في الحقيقة يعني ممكن يكتب مقال لكن صعب أن أنت تدي حد عمود يومي، لأنه دي في الحقيقة مسؤولية كبيرة وبيبقى حد يعني ورا ظهره تاريخ هائل عشان تقدر تصدقه. بس أنا شايف كل ده كمان يعني أنا بناقشك الحقيقة بوضوح شديد، ده مسؤولية رئيس التحرير، وأنت مسؤوليتك إزاي أنمي موارد الأهرام، إزاي أعزز مكاسبها. عموما دي نقطة هامشية أصلا يا أستاذ وائل. لا 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 يعني حالة الغليان ما انعكست بقى بالمناسبة، انعكست بالجبهات يعني أصبح الأهرام براسين، وأنت عارف إنه يعني لا عمر الأهرام ما كانت براسين، لسبب إنه في الحقيقة القانون واللائحة واضحين، هو رئيسي واحد للمؤسسة هو رئيس مجلس إدارتها، لأنه زي ما أنت عندك الإدارة العامة للمطابع، الإدارة العامة لشؤون العاملين، الإدارة العامة لشؤون قانونية، وكالة الأهرام للإعلان، الإدارة العامة للإعلانات، في الإدارة العامة للتحرير، هي إدارة زي الإدارات ولكنها لها وضع مميز بحكم أن دي مؤسسة صحفية وبحكم أن الأهرام هو عماد هذه المؤسسة الصحفية. وطول الوقت بالمناسبة أنا الجهد اللي بيبذل فيه تحسين والحفاظ على التوزيع يعني هائل، يعني كان ممكن ببساطة يعني احنا عاملين فتح عدد ضخم من نقاط جديدة للتوزيع عشان زيادة توزيع الأهرام، الحفاظ على تفوقها أنها رقم واحد رغم كل ما حدث للصحافة المصرية الورقية من تراجع أو غيره، تظل مؤسسة الأهرام أعلى بكتير من الجريدة اللي بتليها، ويظل تأثيرها هو الأعلى في الرأي العام وفي النخبة وفي صناعة القرار. وبالتالي أنا كنت معني بده بأنه التوزيع فتح عدد ضخم من نقاط التوزيع، وبالفعل حصل، ويمكن مراجعة الإدارة العامة. كل ده كويس، كل ده في مسؤولياتك كرئيس مجلس إدارة. همه فعلا أنه التوزيع يزيد والإعلانات تزيد، وإدارة موارد الأهرام ده هم كبير يعني، ما لا يجب أن يشغلني فلان كاتب مقال ولا في لأنك قلت بعد كده كمان وجدت أن الصور المنشورة المعبرة مثلا عن تفجيري طنطا والإسكندرية ليست لائقة يعني، ما هو ده كأني بتهم رئيس التحرير أنه لم يعمل القواعد المهنية والأخلاقية. وهو ده حقيقي يعني، ما تنشر رجل مقطوعة وما تنشر حد مقتول، ده كأنك بالضبط بتقدم لهذا التنظيم الإرهابي الدنيء، بتقدم له حاجة في الحقيقة أنه هو يعمل يكسر روح الناس يعني في الحقيقة، إضافة لأنه الجسامين لها حرمة، ومش دي الأهرام، الأهرام ما بتدخلش سباق مع الصحف الصفراء في نشر إثارة من هذا النوع يعني. وأنا ما أحبش حتى الكلام عن حاجات من هذا، لأن دي حاجات داخلية، أنا كنت أرجو أنها تفضل تظل داخلية بقى. ما هو السؤال بقى اللي أنا أسأله لك هنا، أنا كان في يقيني واعتقادي ينجح أحمد سيد نجار بقدر احتوائه لكل هذه المشاكل وبقوة التنازل والتسامح، إنما
الصدمات تخسرك، الجبهات المختلفة لم تخسرك. أبدأ أنا بالنشر. يعني هذه الروح لازم يخسر فيها أحمد سيد نجار كرئيس مجلس لم أعمد أو أبدأ إطلاقا مسألة أن أنا أخرج كل أي هذه أي مشكلة من المشاكل الموجودة للخارج، كنت دائما بحاول احتوائها في الداخل. من قام بذلك هو طرف آخر مش أنا. حتى لو في أطراف لا يجب أن تدفعك للانتقام والفقر مش انتقام لا إطلاقا، عمري ما دخلت في انتقام ولا ثأر، بتدخل في الرد لأنه في النهاية في شيء خرج في الخارج فلازم ترد، وإلا في الآخر بيبقى الموضوع كأنك مقر بكل ما جاء وبكل ما لا بس الـ زي ما قلت لك أنه ينجح أحمد سيد نجار إذا بالفعل نزع فتيل هذه الصدمات، حتى لو هو تنازل، حتى لو جاءت على حساب تسامح، يعني حتى قوة التنازل هنا وقوة التسامح أكبر من الفقر والانتقام. لا، في الأمور الشخصية أنا متسامح جدا، في الأمور العامة الخاصة بالمؤسسة دي حقوق مؤسسة ولازم حماية المؤسسة ولازم حماية القواعد فيها. بالمناسبة يعني أنا لما استلمت المؤسسة الوضع المالي فيها كان منهار كليا. ومنهار كليا ليه؟ في سنة 2011 تم الموافقة على تعيين 2200 واحد، فجأة مؤسسة عدد العاملين فيها في 2011 كان دكتور عبد المنعم سعيد 2000 تعيين كام؟ 2200 واحد، بس اللي عينهم هو ومن بعده أستاذ لبيب السبع الله يرحمه وأستاذ عبد الفتاح. ده ما بين صحفيين وعاملين ولا كلهم؟ كله صحفيين عاملين وصحفيين وكله يعني. في الحقيقة في مؤسسة تعدادها في الوقت ده كان حوالي 8000، فجأة بتحط لها هذا الرقم، انت بتحملها يعني بعدد ضخم وبلا مبرر، لانه جزء كبير جدا بطالة مقنعة. يعني انا في الفترة اللي موجود فيها خرج حوالي 1200 على المعاش، كل اللي تعينه 25. ليه؟ لان انا عندي بطالة مقنعة اصلا، فعايل ليه؟ لازم تبقى في وظيفة حقيقية شاغرة. الاسوأ من التعيينات انه عملوا حاجة اسمها حافظ الجدول. حوافز الجدول أضافت عبء مالي على الأهرام في اقتصاد مصر نازل وحالته سيئة، في إعلانات في مصر كلها كانت بتتدهور بشكل هائل وبالذات في الأهرام في 2011، أضاف على الأهرام عبء سنوي 180 مليون جنيه سنوي. يعني إيه حوافز الجدول؟ أضافوا حوافز للعاملين، كل العاملين تبدأ من 800 جنيه لحد أظن 2900 يعني في المتوسط، احنا بناخدها في المتوسط 1500، تبقى حوالي 180 مليون جنيه إضافية للأجور وما في حكمها في عن طريق حوافز الجدول. كان منطق انك تعمل تحسين لدخول الناس من خلال انك تعمل عدالة، اللي بياخد كتير قوي يتخفض شوية واللي بياخد أقل يزيد شوية، لكن طيب. انك تضيف هذا العبء ده جاب المؤسسة أرضا، لأنه أنا كنت عضو مجلس إدارة من 2005 ل 2009، سيبنا المؤسسة فيها ودائع إيجابية صافية 448 مليون، ثم استمرت حتى في 2000 في أول 2011 كان بدأ في النشاط الجاري يبقى فيه سحب منها، ولكن كانت ما زالت في ودائع كبيرة. انتهت هذه الودائع لما جيت الأهرام كان عندها خسائر وديون خسائر مرحلة وديون 844 مليون غير ديون السيد إبراهيم نافع، اللي هي الأهرام من 2005 قالت مش هتسددها، اللي هي 1.6 مليار بغراماتها بغيره من 2005 قالت مش هتسددها، وفي وعد دائما وعود كانت متتابعة بأنها يتم إسقاطها. طيب أنا في الجانب ده هتكلم، بس هكلمك تاني في الجانب الإداري، اللي أنا بقول أنه نجاحك بقدر نجاحك في امتصاص الصراعات والصدمات والخلافات لما بيوصل كمان انه لا، تحول احمد سيد نجار الى شخص اخر، يعني يمكن ان يفصل تعسفيه، يمكن ان يمنع ناس من دخول الاهرام، في روح تانية فوجئ بها البعض في الاهرام، حد مسجل لحد بيشتمك فيجيب لك التسجيلات، يعني زي ما كل ده بيثار، ده الحق فلان بيشتمك، كل ده بيخلق مناخ عدائي جدا في المكان، وفي النهاية هيحسب عليك. أولا الحكاية الفصل التعسفي لم يحدث، هي حالة واحدة وكان قرار مجلس إدارة وليس قرار رئيس مجلس إدارة. أما الفصل عمليات الفصل اللي تمت كالتالي، لما يبقى في منع من دخول الأهرام، ما هو المنع مع هو نفس الحالة هي حالة الفصل اللي خدها قرار مجلس إدارة والمنع من دخول الأهرام، دي حالة واحدة. الحالة الواحدة دي كانت كالتالي، بالمناسبة كانت المواجهة بينه وبين رئيس التحرير، وجمع توقعات من عدد من الزملاء وقدم شكاوى فيه لكل جهات الدولة،
فالزملاء اللي قالوا اللي هو قال ان دي توقعاتهم معاه بعتوا شكوى ان هم ان هو مزور توقعاتهم ان هم ما وقعوش. فرئيس التحرير حولها لي وحولها للشؤون القانونيه، فانا وافقت على تحويلها للشؤون القانونيه. فلما تحولت للشؤون القانونيه المفترض يطلع يقول انه دي توقعاتهم او يطلع يتحيي معاه الزميل اللي هو كان معاه التحقيق يعني، ما طلعش. لا توقعات على ايه؟ عشان شكوى، هو عامل شكوى في رئيس التحرير لجهات الدوله المختلفه ومعاه عدد من الموقعين على الشكوى. فالموقعين على الشكوى لما رئيس التحرير واجههم قالوا ما وقعناش وان دي توقعات مزوره هو اللي عملها. وبالتالي رئيس التحرير طلب تحويلها لشؤون قانونيه، فتحول لشؤون قانونيه فعلا. فرفض انه يطلع شؤون قانوني. بيعلم مره ثانيه، ثم بتتعلق في لوحات الاعلانيه في المؤسسه عشان يبقى عرف بالضروره يعني. برضه ما طلعش، في الحاله دي بيعتبر وفقا للقانون واللائحه مقر بكل ما جاء فيها، فوفقا لعقوبه التزوير الفصل. فتم الفصل، بعتنا للنقابه عشان تعمل نوع من التوفيق. يعني تعمل له ردع يجي يحضر تحقيق. النقابه ما سالتش في الاول وهو ما سالش في الموضوع. فتحول الموضوع قضائيا. بدأ في كم من السب والقذف لكل اللي في المؤسسة، والخوض في أعراض زميلاته وزملائه بشكل مروع يعني. فهنا حتى لو خد حكم قضائي، بعد ما خد حكم قضائي بالفعل أنا عرضت الموضوع على مجلس إدارة المؤسسة بحضور المستشار القانوني وبحضور مدير عام الشؤون القانونية، إنه بالفعل لو تمت الإعادة هل يمكن تطبيق أي قواعد في المؤسسة؟ هل النظم الداخليه للمؤسسه ممكن ان تحترم؟ دي هتبقى رساله للعاملين في المؤسسه ان افعلوا ما تشاؤون وما تطلعوش للشؤون القانونيه واعملوا اي مخالفات وهترجعوا، لان في سابقه قضائيه. فهنا الحقيقه كان في فتوى من المستشار القانوني ومن الشؤون القانونيه انه القانون بيسمح في الماده اظن 123 انه للمؤسسه الحق في ان هي ما تنفذش الحكم القضائي، وفي الحالة دي بتعتبر فصل إداري وعليها بس إذا تقدم بطلب تعويض إنه بتقدم له شهرين عن كل سنة من سنة خدمته. إذا رأت في عودته ما يضر أو يسبب أزمة لنظومها الإدارية أو غيره يعني. وهو بالفعل فاتخذ قرار من مجلس الإدارة بالفصل، وأيضا الجمعية العمومية دعمت هذا الأمر. فهنا أدى المرة الوحيدة. الباقي بقى إما يبقى في حد يعني انا ما كنتش احب اتكلم في حاجات من هذا النوع، بس مضطر يعني كل ده اثير يعني. يعني لما يبقى في حد بيتاجر في مخدرات في داخل المؤسسه، يعني مش بيتعاطى، بيتاجر مخدرات، بيتاجر اللي على زملائه. لا بالمناسبه عشان ما تقولش الاهرام، كل المؤسسات فيها، مؤسسات كلها، طالما الناس التعاطي انتشر الى هذا الحد بتلاقي في كل مؤسسه حد بيجيب اقراص او بيجيب مخدرات او شيء من هذا القبيل. وانت تاكدت من دافع؟ لا ما فيش اي حاجه الا لو حد ضبط متلبس. ففي الحالة دي أي حد كان بيعمل حاجة من هذا النوع، نعم كنت بمنتهى القسوة، لأنه لا يجوز، أصبحت مؤسسة نظيفة تماما في هذا الأمر. اتجار في المخدرات صحفيين ولا عاملين؟ يعني بغض النظر يا أستاذ وائل، المهم في حالة تانية لما يبقى عندك حد بيبقى سارق وثابت إنه استولى على أموال خاصة بالمؤسسة، طب هتعمل له إيه؟ ده بالقانون باللائحة، وبتعمل حتى ابلاغ فيه بره يعني. اسرته تصالحت لكن في الاخر اتفصل. يعني دفعت اللي خده لكن لما يبقى في عندنا حاجه احيانا عملاء للمؤسسه عاملين اعلانات وعايزين يسددوا جزء من الاعلانات بتاعتهم في صوره بضاعه. يعني سيارات او اجهزه منزليه او شيء من هذا القبيل. دي بنسميها عندنا خطابات بضاعه. فاما تلاقي حد بيتاجر هذه الخطابات، يعني يجي عامل بسيط ظروفه ماليه صعبه ومحتاج فلوس. لا اصل انت بتتكلم هنا عن يعني قضايا التحقيق فيها واجب والاحاله بالظبط، وكلها بالشؤون القانونيه. انا بكلمك عن علاقات بين العاملين زي ما ماشي، انت قلت بعض الوقائع لكن في وقائع لا، الجو العام يعني لك فلان اصله سجل لفلان بيشتم احمد وخد له التسجيل. انا هقول لحضرتك حاجه، في حد جاب لي لا ده حصل اتوقع، في حد جاب لي تسجيل مره، فكان على احد مديري العموم. فانا كان ردي كالتالي، قلت له في الحقيقه الفعل الحقير نصا كده هو اللي انت عملته، ان انت تقوم بالتسجيل لحد في جلسه بينك وبينه، مش في جلسه عموميه. جلسه عموميه اللي بيتكلم بيبقى عارف ان هو
للتسجيل، ما فيش مشاكل. يعني لما تبقى عامل جلسة عمومية مع المجموع الناس ده بيبقى للعموم يعني. يعني إنما حاجة من هذا النوع ورفضت أتخذ أي إجراء مبني على هذه الواقعة وهذا التسجيل. وهذا الشخص اللي جاب لي التسجيل في الحقيقة هو اللي أنا يعني خد كلام قاسي للغاية. يعني ده فعل في الحقيقة إجرامي. إنك تستغل ثقة حد فيك أنت قاعد معاه وتسجله. أما الواقعة الثانية اللي هي حد قاعد في مجموع عدد كبير من العاملين وبيتكلم وهو اللي بيسجل عشان يستخدمه، فالتسجيل ده في الحقيقة هو التسجيل المسيء للحقيقة، واللي حاول أنكر أنه هو قال أي حاجة رغم أنه هو بيتقال في موقع عام وفي عدد كبير من الزملاء. ده اللي لا يليق، ودي مش جلسة خاصة، ومش دي مش حد بيسجل لحد، هو اللي سجل والأمن خد نسخة من الشريط اللي هو مسجله. وهنا لانها شتائم توجه اليك او انتقادات فانت عاقبته. مش شتائم توجه الي، هو الموضوع هنا في الحقيقه الكلام عن زملائه كلهم في مجلس الاداره والمدير العموم. هنا الموضوع كمان انت مش بتستخدمها، مش حوار خاص وحد سجل لحد، ده جلسه تحريضيه ولا اساس لا ظل من الحقيقه لاي حاجه بيقولها. يعني الموضوع في هذه الحاله في الحقيقه حد بيستخدم الكذب في محاولة لإثارة اضطراب في مؤسسة. طيب بس مش شايف ان كل ده، وعلى فكرة كل ده يعني كده بيطلع يعني هيتقال في النهاية. الأهرام خلال مرحلة أحمد سيد نجار صراعات، صدمات، خلافات، تسجيلات، مخدرات، مشاكل، أزمات، لا عفوا لا تتوقف. لا هو اللي حصل هو مكافحة كل ما كان له علاقة بالمخالفات، مش مسألة انه كان في وقته مخدرات. ده اللي كان موجود، ده اللي أوقف نهائيا وأصبحت مؤسسة نظيفة تماما. الامر الثاني، بالمناسبه انا قلت لحضرتك انا لما استلمت المؤسسه كانت مدينه 844 مليون خسائر مرحله بديون واجبات السداد. استكمالا لده احنا بالفعل سددنا، كان في قرض لعمرة المطابع معمول سنه 2012، كان في قرض لحوافز اخر 2013، اخر العام 2013. ده الاولاني كان 147 مليون، الثاني كان 150 مليون. اتسدد من الاولاني 68 اكتر من 68 مليون زائد 43 وكسور مليون فوائد، واتسدد من الثاني 132 مليون زائد 28.8 مليون فوائد. وكاله الاهرام للاعلان وفيها طاقات بشريه هائله كانت تقريبا شبه مشلوله بسبب الديون اللي كانت موجوده، اتسددت الديون وبقت انشط وكاله في قطاع المعارض وفي قطاع الاوتدور. فالمؤسسة بالفعل أنا يعني هعرض على حضرتك بس بشكل موجز جدا. هو عشان بس أنت في نفس الوقت اللي بتقول ده، لكن الناس بتتكلم عن إنك أنت مشيت حتى ومفيش مرتبات، يعني جابوا 30 مليون من الحكومة أو أكثر دلوقتي، يعني مفيش فلوس يعني. دلوقتي أنا أداء الشؤون المالية أنا طلبت منهم وقلت لهم أنا مقدم استقالتي، يعني لا سلطة لي عليكم. فده في آخر يوم يعني معمول 18/4، قلت لهم أنا هقدم الاستقالة تاني يوم وبالتالي أنتوا اللي هتبقى مسؤولين عنها. أنا جيت في أول سنة اللي هي 13/4، أنا جيت أول 14. استلمت القرار طلع 2/1/2014، استلمت رسميا يوم 5 عشان كان يوم 2 ده كان يوم الخميس وكان آخر اليوم يعني. كان العجز في مؤسسة الأهرام بين الإيرادات والمصروفات 234.9 مليون جنيه سنة 2013/2014. بالدعم اللي بناخده بكل ما له علاقة بمصادر الإيرادات المختلفة. السنة اللي وراها على طول 13/14/15 كان الرقم نزل ل 211 مليون. السنة اللي بعدها نزل ل 61 مليون. السنة اللي بعدها اللي هي 16/17 في التسع شهور الأولى أنت عندك فائض 146.8 مليون فائض، الفرق بين المصروفات والإيرادات. الإيرادات أعلى ب 146 مليون، بس الإيرادات عشان برضو يبقى مفهوم الإيرادات غير المتحصلات. الإيرادات دي يعني إيه؟ يعني مثلا وكالة الأهرام للإعلان عملت عقود وتعاقدت والمفترض ان العملاء هيدفعوا مثلا 100 مليون، بس انت عندك بس على ما يتحصلوا لخصومك يؤكدين ان الاعلانات نزلت 46% او يعني الاعلانات في انهيار في الاعلانات في صحيفه الاهرام. الوكاله الاهرام للاعلان تضاعف عملها، تضاعفت اعمالها. اما اللي نزل فعلا في صحيفه الاهرام ده صحيح، ده نزل مش صحيح انه 46 بس نزل، انخفض بالفعل الاعلانات يعني كانت من 685 او حاجه من هذا النوع اظن لحوالي 625 مليون. ده
نزل في مصر كلها كلها، يعني كل الاعلانات في كل الصحف المصريه. ده مش مش بس الاهرام تختلف، انت عارف تختلف إن في النهايه الفارق. ما هو برضه بالمناسبه ما زالت هي اكتر من 40% من الاعلانات في مصر، يعني حوالي 45%. طيب انا بس بمر يعني على الحاجات بالمناسبه لانها لو حاجات فنيه جدا، فانا لو خدت النسبه اللي هي كانت حصه الاهرام من الاعلانات الورقيه هي ما زالت نفس النسبه او اعلى. يعني هو الموضوع التراجع العام اللي موجود، وانا اعتقد ان هو بسبب الازمه الحاله الاقتصاديه العامه، لما تتحسن الاوضاع الاقتصاديه اعتقد ان الاعلانات هتبقى افضل كثيرا جدا. طيب كمان شركه لتحصيل الديون وده بتاخد عموله، يعني وده لم يحدث في تاريخ الصحف، يعني الصحف بتحصل ديونها، لما اجيب شركه لتحصيل الديون هيبقى اعباء اضافيه واعباء جديده. يعني الحقيقه اللي قال ده يجهل، ومش عايز استخدم تعبيرات اكثر قسوه من كده، يجهل اي حاجه لها علاقه ب يعني فكره التحصيل او غيره. ليه؟ انا عندي الاداره المركزيه للتحصيل، وهي اداره محترمه جدا وبتشتغل بشكل جيد جدا، لكن في بعض الاحيان بيبقى في ما يقدرش دين معين عند احد العملاء ما يقدرش يحصله، فبعد فتره بيروح محوله للشؤون القانونيه، فالشؤون القانونيه تبدا تتفاوض الاول مع المدين وبعد كده تبدا تقاضيه. لو هذا المدين جه حد من شركة تحصيل متخصصة قالت انه اللي تحول لشؤون قانونية وشؤون قانونية ما قدرتش تحصله برضه بالتفاوض، انه ممكن هو يحصله وياخد عمولة. انا بالنسبة لي طبعا يعني الجهة المنوط بها التحصيل ما حصلتش في الوقت اللي هو المفترض تحصل فيه، حولته للشؤون القانونية، الشؤون القانونية بالتفاوض ما قدرتش، يبقى منطقي تماما انه يبقى من مصلحة المؤسسة إن أنا أبحث عن شركة تحصيل، وده قرار مجلس إدارة مش قراري. يعني الشركة عرضت وعملنا بالفعل يعني أنت ما بتاخدش قرارات منفردة يعني إطلاقا، وعملنا مناقصة بين الشركات اللي هتعمل تحصيل عشان ناخد أقل نسبة، وتفاوضت معهم حتى عملت ممارسة معهم بعد الترسية عليهم بحيث إن بالفعل خفضت النسبة تاني. طيب في ثلاث أسئلة بسرعة، ليه بتبقى في حالة ابتهاج بين العاملين في الأهرام برحيل أحمد سيد نجار؟ أنا أولاً ما أقدرش أكذب بإن هذا الموضوع موجود، ده اللي عند حضرتك حضرتك حر فيه، لكن على أي الأحوال أنا في بعض الأمور قد تكون إجراءات إصلاحية ولكنها لا تحظى بشعبية، زي كان معروف انه بيتعين الابناء الاقارب اشياء من هذا القبيل، ابناء العاملين، ابناء العاملين. انا مش ضد تعيين ابناء العاملين اذا كانوا الافضل واذا كانت في وظيفه خاليه، بس اذا كان عندي لمده 3 سنين انا ما عينتش غير 25 واحد، والخمسه يعني مثلا المهندسين اللي تعينوا كلهم جيد جدا مرتبه شرف او امتياز مرتبه شرف، ولا واحد من ابناء العاملين كان جايب جيد جدا مرتبه شرف او امتياز مرتبه شرف. فدي مؤسسه شعب، وبالتالي من حق اي حد متفوق انه يتعين فيها. فده التعيينات، فبعض الناس كثيرين الراغبين في تعيين ابنائهم مش متقبلين هذا الامر وما بيحبوش هذا الامر، ادي واحده، وبالتالي هيفرحوا برحيل ربما ياتي جار. حد ما عندوش مشكله في هذه الامور انه ممكن يتغاضى عن مساله عنصر الكفاءه لصالح انه يتعين ابناء العاملين. الامر الثاني، انا جيت لقيت الوقت الاضافي اللي بيتحسب على المؤسسه ملهوش مبرر، وفي بعض الناس تقعد على القهوه 5-6 ساعات وتروح تمضي وهي ماشيه، فده مش منطقي، لازم يبقى فيه ضبط وربط ولازم تبقى في مؤسسه. انا مع اصلاح احوال العاملين واجورهم وايضا اصلاح نظام العمل، يعني بالضبط يبقى الدفع حسب العمل، الناس تشتغل بجد. فعملت نظام البصمه. فنظام البصمه بمناسبه الفصل، في واحد اتفصل في موضوع نظام البصمه لانه راح شوه الشاشه بتاعه النظام بحيث ما تعرفش تشتغل يعني في احد المواقع يعني، بس هو مش ذكي، لان انا قبل ما احط اجهزه البصمه كنت حاطط كاميرات لمراقبه الجهاز نفسه عشان لو اي حد اتلفه يبقى واضح صوت وصوره يعني، وبالتالي عوقب بالفعل بالفصل، لانه يعني مش فقط عمل عمدي لاتلاف وصول عند المؤسسه، ده كمان لتغطيه فساد اخر ان هم ياخدوا ما لا يحق لهم يعني. فهنا حصل ضبط في هذا الموضوع، بعض الناس في الاول على الاقل ما بتحبش هذا النوع من الضبط يعني. الامر الاخر اللي هو مساله خطابات البضاعه زي ما قلت لحضرتك، كان يعني كان بيحصل كايه يعني، في لو في عامل غلبان ظروفه صعبه ومحتاج فلوس، فيجي حد يقول له هعمل لك خطاب ب 15000 واديك 10000،
وياخد هو الخطاب يجيب به البضاعة ب 15,000 ويبيعها في أي مكان أو يستخدمها أو أيا كان، والعامل خد 10,000 وهيسدد بالتقسيط 15,000. ده ربا، ده غير انه انتهاك لحقوق المؤسسه. فاللي كانوا بيعملوا حاجه من هذا النوع تم عقابهم بشكل صارم. بتتهم بعض العاملين، انا بقول بعض يعني بالفساد كده، فهل ده يعني هل تتخيل ان في مؤسسه في الدنيا ما فيهاش حاجه؟ لا، ما فيش مؤسسه ملائكيه. هو الفرق فقط ان الاهرام تطهرت من ده، يعني كل المؤسسات فيه. الفرق ان مؤسسه الاهرام كان عندها نظام للاصلاح فتطهرت من هذا الامر. فبالتأكيد هذا التطهير، هذا الإصلاح بيعمل بعض الحساسيات، إضافة لمسألة يعني الجوانب الخاصة بأن الناس ما بتقدرش أنه يعني هم عايزين زيادة، وأنا شايف أنه حقهم أن يبقى فيه زيادات، لكن منين؟ لازم تشوف إيراداتك اللي موجودة، وإذا كنت بتاخد دعم من الدولة ما ينفعش وانت بتاخد دعم من الدولة ان انت تقول ان انا هزود حاجة. طيب. انا قلت بس مش ده بيحزنك؟ يعني بعض الناس بتخرج من مواقعها بحفلات تكريم محمولة على الاعناق، لكن لما تلاقي البعض بيكسر قلل احتفاء برحيل احمد نجار، وفي ناس بتحتفل وباحتفاء استثنائي. لما انا رحت اليوم اللي رحت الاهرام اول امبارح، يعني انا كانت في الحقيقة رحت اول امبارح طبعا كان من كل اللي جولي كانت مظاهرة حب واحترام، لانهم عارفين ان انا حطيت المؤسسة على يعني خطوات إصلاحية لم تشهدها من قبل. الحاجة الثانية أنه أنا لما جيت كل أصول المؤسسة لم يسأل فيها أي حد قبلي. كل أصول المؤسسة دلوقتي تحت الاستثمار، يعني في قرية سياحية في الغردقة، في المشروع مجمع سكني في المقطم، وطبعا البيروقراطية المعوقة للأعمال تتولى تعطيل أي شيء لكنه ينتهي يعني. بس هم الوقت خصومك يشككون في كل ذلك بل حولوه إلى بلاغات. المجمل في النهائي يعني أحمد سيد نجار اشتهر بأنه محارب للفساد. ما فيش ولا بلاغ حتى الآن أبلغت بيه، يعني ولا ربما بلاغ كلام، لأنه ببساطة يعني موضوع يعني في حد في الحقيقة سمعت، انا ما شفتش يعني حد قال لي، ده حد بيقول ان انا باخد، انا ما بقولش لا اشخاص لا علشان بيقول كمان تبقى المساله، بيقول لي ده بياخد 600,000 بتاخد 600,000 600,000. فقلت اللي قال حاجه من هذا النوع، اللي يقول حاجه من هذا النوع محتاج يروح مصحه امراض عقليه. ليه؟ ما انت بتاخد 42,000 من منصبك فقط نقطه، و150,000 من ولا مليم من الجامعه الكبيره، مجلس امناء جامعه الاهرام الكبيره، ولا مليم ولا مليم بحصرا. مجلس الاداره انا احضر مجانا، اللجان كلها احضر مجانا، كل ما له علاقه بشركات الاهرام اللي انا برأسها كلها او كنت برأسها كلها بحكم منصبي، ولا تلاقي قصاد كل واحد فيهم في الاجتماعات اللي هي بتاعت مجلس الاداره لكل شركه من الشركات، لا يعني قدامي لا يحصل على بدلات، لا يحصل على بدلات، الباقي حاصلين على بدلاتهم. الموازنه لا احصل على مقابل او مكافاه الموازنه أو الميزانية، اجتماعات الجمعية العمومية إطلاقا ولا مليم. بالمناسبة أنا لما جيت كان الراتب كالتالي 92,000 وبعد الضرائب يبقى حوالي 73,000، ده عفوا الحافز. الراتب كان 10,000 جنيه، أنا خفضت الراتب ب 6,000 40% ل 6,001. 6,001 ليه؟ لأن كان في زميل 6,000 زميلين يعني. أنا عشان بس يبقى زيادة عنهم واحد بحكم رئيس مجلس الإدارة لازم يبقى أعلى. فزودت جنيه واحد. فخفضت راتبي الاساسي 40%، خفضت حافزي 30%، ثم طبقت الحد الاقصى للاجر قبل ان يطبق في الدوله. وبالمناسبه اللي عامل هذا الهزل يعني قدم شكوى، اعتقد انها كانت للرئاسه. فالرقابه الاداريه جت وقلت لهم انا مطلع قرار، اما جيت المؤسسه بسال المدير عام الرقابه الداخليه مش الاداريه، انت اوضاع المؤسسه اللي ما اعرفش ليه، قال لي مفيش حد بيسمح لي بالاطلاع على اي شيء. فطلعت قرار مكتوب انه كل يسمح للرقابه الداخليه ولكل الاجهزه الرقابيه في الدوله بالاطلاع على كل اصول ومستندات المؤسسه، لان ده لمصلحتي ولحمايه الشفافيه ولحمايه ان المؤسسه تسير بشكل نزيه. بس ليس صحيحا ما يثير البعض من ان الرقابه الاداريه حققت معك. لا، الرقابه الاداريه لما جاء وقتها فقلت له تروح لشؤون العاملين بشكل ودي ولطيف الحقيقه، يعني شؤون العاملين ومش هكلمهم، انت هتروح مباشره وتشوف انا باخد ايه. فطبعا شاف، لانه وانا دلوقتي مش في المؤسسه، يعني مش ما عنديش سلطه في المؤسسه، يقدر اي حد يسال شؤون العاملين ويجيب المستند منها، انا لم اتلقى الا راتبي وفقا للحد الاقصى فقط. طيب.
يعني حكاية ال 150 ألف ده هزل، ده محتاج يروح مصحة عقلية اللي بيقول الكلام ده. طيب وجاب لنفسه عربية بي ام دبليو، وجاب لنفسه اعمل بها ايه؟ العربية بتاعت المؤسسة، لسبب انه كان العربية كان فيها ست سيارات اللي هي لرئاسة مجلس الإدارة، عشان لما بيجي ضيوف للمؤسسة تنقلهم ازاي. فحصل ان بالفعل بقت في عربية واعطالها كثيرة، عربية مرسيدس واعطالها كثيرة، فاتخذ قرار، وقرار مجلس إدارة برضه مش قرار فردي، يعني حتى في دي انا عرضتها على مجلس الإدارة، واتخذ قرار مجلس إدارة وجات عربية، وانا هي بتتنقل بعربية واحدة، هو انا ماشي بعربيتين. الكلام ده لو كان في بعض الرؤساء مجلس الإدارة كان بيبقى ماشي بعربية وعربية تانية الحرس وعربية تالتة ليه، انا ما كانش عندي ده نهائي، هي عربية واحدة، وعندي ما اكون بتحرك في اي تحرك شخصي كنت بتحرك بعربيتي. يعني بروح بلدنا لما بروح كفر هورين يعني بروح بعربيتي الشخصية، لما بروح اي اسكندرية او اي مكان اخر او ساحل او غيره كنت بروح بعربيتي. انا اذكر وقع كان استاذنا يعني استاذ الاساتذة كلهم استاذ هيكل رحمة الله عليه، فانا كنت بزوره في الساحل، هو في احدى القرى في الساحل يعني، هو كلمني او انا كلمته فقال لي ان هو موجود في الساحل لو ممكن تعدي عليه، عديت عليه هناك. فهو راجل كان يعني مستوى من الرقي والنبل استثنائي وبروتوكولي جدا، فوانا خرج معايا يوصلني لحد الباب، فقال لي فين العربيه، فقلت له دي، فامتعض، فقال لي فين السواق، قلت له ده، دي عربيتي وانا لا. قال لي لا يجوز، انت بتنتقل في اي مكان بصفتك رئيس مجلس اداره حتى في انتقالاتك الشخصيه، فلازم تبقى عربيتك معاك ومعاك السواق. قلت له لا، انا ده قرار انا واخده وانا بطبقه على نفسي، في كل انتقالاتي الشخصيه بنتقل بعربيتي الشخصيه وانا اللي بتصرف سواء انا. طيب يعني تعتقد انه ازمتك مع السفير السعودي السفير احمد قطان اللي وصلت الى حد التراشق بزجاجات المياه جزء من الأزمة، أو أججت الغضب السياسي على أحمد سيد نجار؟ لا، خليني هقول لحضرتك حاجة، أنا في يعني أنا دوما بقول أنا في كتاباتي بنتصر للحقيقة للعلم لمصلحة الوطن. زعل المعارضة تزعل زي ما هي عايزة، زعل الحكومة تزعل زي ما هي عايزة، زعل الرئيس هم حر، يعني أنا في النهاية بنتصر للحقيقة للعلم لمصلحة الوطن، لكن في هذه الواقع أنا عايز أشيد بالدولة المصرية وبموقفها. سندتك؟ طبعا. ليه؟ لأنه حصل، أنا في الحقيقة طلب مني السفير الجزائري، أنا ما كنتش حابب أتكلم في الموضوع نهائي، طلب مني السفير الجزائري إني ما أتكلمش في الموضوع، لأنه الموضوع تم على أرض جزائرية، هي منزل السفير الجزائري. منزل السفير. قلت له خلاص، أنا في الحقيقة تم التجاوز عليا لفظيا فرديت بقاموس المصري كله. تم التجاوز عليا بالمية فرديت برضه بنفس الطريقة وخدت حقي، فخلاص انا ما عنديش حاجه، وانا طالما خدت حقي ببقى مستريح تماما. فهنا الحقيقه والخطا بشكل جسيم تم من الطرف الاخر، البدايات كلها يعني انا ما غلطتش، اخطا رديت الخطا. يعني هنا الدوله سندتك ما قالت لكش ايه اللي عملته ده ممكن يهدد علاقات مع الدول؟ لا، يعني الحقيقه اللي كلمني ثاني يوم كان استاذ هيكل، فرحت له فقال لي ايه اللي حصل، فقلت له اللي حصل بالضبط، فقال لي اكتب ده للرئاسة، فكتبته. بس بعد ما وصلت الحاجة بنص ساعة الموضوع انتهى، لأنه في الحقيقة لأنه احنا ما كانش في غرفة مغلقة، كان في 20 واحد، ويعني كان في سويان سفراء وكان في وزير، يعني السفير والوزير محمد العرابي كان موجود، وبالتالي يعني سمعت شهادات الاخرين، لان احنا مش في غرفه مغلقه، فالشهادات كلها كانت يعني منصفه من هذه الزاويه، وبالتالي دي دوله كبيره فبتحترم انه لا يجوز الاعتداء على حد بيرأس مجلس اداره اكبر مؤسسه صحفيه فيها، لانه انا اللي تم الاعتداء انا رديت الاعتداء. دي كرامتي وكرامه المؤسسه وكرامه البلد يعني. طيب خليني اخد بقى السؤال الاخير اللي هو في يعني في المجمل كده في النهاية هو يعني. بس أنا عايز أقول لحضرتك حاجة عشان فيما يتعلق بنتائج الأعمال اللي هي طلعتها الإدارة العامة للشؤون المالية. طب هو ليه لما في سنة 2016-17 فيه الفائض ده ليه في أزمة؟ لأن ده فائض إيرادات عن مصروفات، لكن لسه ما تحولش لتحصيلات، إضافة لشيء آخر إنه في قرار تعويم الجنيه المصري عمل كارثة لمؤسسة الأهرام،
لانه انا مدفوعاتي كلها عن مواد مستورده، ورق، احبار، زنكات، قطع غيار، اجهزه كمبيوتر، سيارات الى اخره، سيارات نقل او سيارات ايا كانت يعني. فده تضاعفت المدفوعات، يعني لو كنا بندفع 500 مليون بقت 1000 مليون. فاحنا طلبنا من الدوله انها تعالج اثر الاجراء اللي خدته، يعني وكان رئيس الوزراء اعلن انه هيعالج ده حتى لشركات القطاع الخاص، لم يتم اي شيء حتى الان. وبالتالي عمل ازمه، يعني الازمه بتاعت حضرتك بتقول المرتب طالبين يعني انت بتتحدث عن نجاح والناس بيقولوا ان احمد سيد نجار ساب المؤسسه واحنا مش لاقيين مرتبات للعاملين والصحفيين فجابوها من ال 30 مليون ولا مش عارف كام. لا هو كان البديل كالتالي، انا قبل ما امشي رتبت مع اداره عامه للشؤون الماليه انه لو هم جابوا الفلوس اهلا وسهلا، ما جابوش الفلوس هنوقف دفع الورق عند البنك ايا كانت النتيجه اللي هتتم على اساس ده وتدفع المرتبات لان لها اولويه مطلقه. لكن ليه الورق؟ لانه في الحقيقه بس كده مفيش نجاح، يعني كده انت ماشي على الحافه، مش على الحافه بسبب الدوله، سبب قرار حكومي مش سببي انا. يعني انا بقول لك الاداء المالي قبل ما يبقى الموضوع عندي هذه الاضافه الهائله في المدفوعات، يعني فجاه كده مؤسسه بتدفع مشتريات 500 مليون بقت 1000 مليون، تعمل ايه؟ وفي نفس الوقت المنتج بتاعي الجورنال ما ارتفعش سعره، الاعلانات ما ارتفعتش اسعارها، فضلت زي ما هي. لا حتى سعر الاعلان نفسه ثابت، انما الانخفاض ده بالمناسبه حاله عامه في الاقتصاد مش الاهرام. طيب اما الوكاله تحديدا اللي هي كان بيرأسها أستاذ أو ما زال يرأسها أستاذ هشام لطفي اللي هو رئيس مجلس الإدارة حاليا، هي في الحقيقة عملت طفرة بسبب أن أنا كنت معني من اللحظة الأولى بدعم الوكالة بسداد مستحقات الغير عندها، فتوسعت أعمالها بالفعل وبدأت بالفعل تبقى عندها أفضل أداء كوكالة إعلانية أعتقد في مصر بحالها. طيب بس هنا أنت بتتكلم على أنه سددنا ديون، لكن في النهاية اللي جاي بعدك هيقول أنا في ديون متراكمة سابها لي أحمد السيد نجار، وهيتكلم أيضا عن الديون. لا في ديون طبعا، في ديون بس هي جاية منين؟ من جزء من اللي كان موجود قبل ما ناجي، يعني هي 844 سدد 348، الباقي إيه؟ ما هو أنت في ديون، يعني في ديون ما زالت موجودة، ديون وبعض الأمور. طبعا قبل قرار تعويم الجنيه المصري كانت المؤسسة، أنا كنت أعتقد يعني أن في نهاية عام 2017 هتبقى المؤسسة مش محتاجة أي مليم دعم من الدولة، لكن القرار اللي خدته بتعويم الجنيه ومضاعفة كل مدفوعات المؤسسة عن مشترياتها اللي هي مستوردة كلها بالفعل أدى إلى أنه يبقى يعمل خلل هائل في كل اللي احنا عملناه. طيب سؤال الأخير، وانت ماشي كده البعض كان خلال حتى الأشهر القليلة الماضية بيصدر انطباعاً لأنه رئيس مجلس إدارة الأهرام مغضوب عليه سياسيا أو يعني لا تريده أجهزة ودوائر سياسية، وده كان منتشر بشكل كبير، وكان البعض بينتظر حتى أنه بالتأكيد أحمد سيد نجار هيمشي، يعني إما لمواقفه التي ربما تختلف أو لبعض المشاكل والأزمات اللي حصل. تعتقد وانت ماشي انك قلت انا يعني ماشي وفي غضب سياسي علي فليكن، المهم ان انا اكسب قناعاتي وايماني بارائي وبموقفي؟ الحقيقه انه من اول ما اشتغلت، من اول مش في كرئيس مجلس اداره، من اول ما اشتغلت في الاهرام خدت قرار واضح وصريح بيني وبين نفسي، لن انتصر الا للحقيقه، للعلم، لمصلحه الوطن. اختلف ده مع المعارضه، هي حرة، مع الرئيس، مع الحكومة، وفعلت ذلك في كل العصور، في فترة مبارك، في فترة دكتور مرسي، في فترة المستشار عدلي منصور، في فترة الرئيس السيسي، في فترة كلهم، في فترة المجلس العسكري دائما كتاباتي كانت، ولو راجعتها هتلاقي يعني أنا كاتب كتاب في فترة مبارك اسمه الانهيار الاقتصادي في عصر مبارك، ده 2005 حقائق الفساد والبطالة والركود والغلاء. طيب بس هل انت كنت بتشعر يعني رئيس مجلس إدارة الأهرام يعني حينما تغضب عليه دوائر مختلفة وأجهزة مختلفة فده يعني لا يحدث كثيرا، يعني ربما لكل حاجة مرة أولى من نوعها، لكل حاجة مرة أولى، فدي المرة خلينا نعمل يعني المرة الأولى في هذا الشأن، إن في حد ينتصر لاستقلال إرادته ولي الحقيقة والعلم ومصلحة الوطن ولقيمة المؤسسة كمؤسسة قومية
تستوعب كل التيارات والاتجاهات السلمية والوطنية، وليست كمؤسسة تابعة للحكومة أو زي ما نقول شفايف الحكومة. طيب أنا بشكرك، وفي كل الأحوال هنبقى نتابع معاكم يا جماعة، لأنه في عملية إرهابية بالطريق الدائري، والشرطة بتطارد من أطلقوا النار على الشرطة، وهنقول لكم يعني نتائجها. بس في كل الأحوال دكتور أحمد سيد نجار أنا بشكرك. من غير دكتور. ويعني تناولنا يعني معظم القضايا، وزي ما قلت لكم إنه القضية بتكتسب أهميتها من قيمة وحجم الأهرام، وكمان من قيمة أطراف هذه المشاكل. ويعني تناولنا كل الجوانب والقضايا، ما هو سياسي فيها وما هو مالي أيضا. بعد الفاصل الحملة على شيخ الأزهر مناقشة، وهنشرك المشاهدين معانا فيها. الحملة على الأزهر عموما يعني، وعلى شيخ الأزهر تحديدا، هل لها مبررات وأسباب مقنعة ولا هي حملات تشويه؟ بعد الفاصل. مشاهدينا نحييكم من جديد. مشروع قانون قدم لمجلس النواب يتعلق بمشيخة الأزهر وبشيخ الأزهر أثار جدلا كبيرا، أدى في النهاية إلى احتدام النقاش حول دور الأزهر. عدد كبير من المواطنين استشعروا من مشروع القانون أنه بمثابة حملة تشويه للأزهر ولشيخه، في إطار الحملات التي تشن على بعض المؤسسات. طيب هل مشروع القانون وهل مطالبة البعض بتغيير الأوضاع في الأزهر هي حملات مرضة ومشبوهة، ولا تستند إلى بعض الأسانيد المنطقية والدينية والإدارية؟ هناقش ده مع ضيوفي داخل الاستوديو، خاصة ان في عدد من اعضاء مجلس النواب شكلوا تجمعات للدفاع عن شيخ الأزهر، ايضا في عدد من اعضاء مجلس النواب الذين منحوا عضو مجلس النواب محمد ابو حامد صاحب مشروع القانون توقيعاتهم، عادوا من جديد وسحبوا هذه التوقيعات. هنشرك المشاهدين معانا في هذه القضية، أقدم ضيوفي داخل الاستوديو من مجلس النواب الأستاذ النائب محمد ياسين عضو مجلس النواب. أستاذ محمد أهلا بيك. أهلا وسهلا. دكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر أهلا بيك. أهلا بيك. والنائب الأستاذ أحمد إدريس عضو مجلس النواب أستاذ أحمد أهلا بيك. أهلا وسهلا. مستشار أحمد عبد ماهر الباحث الإسلامي والمحامي بالنقد سيادة المستشار أهلا بيك. أهلا بيك. في البداية هنا كده أستاذ محمد، أنتوا نواب الصعيد تحديدا استشاطوا غضبا، تكتلوا وقالوا أنه في حملة على شيخ الأزهر ولا بد أن ندافع عنه، لماذا؟ هل وجدت ان مشروع القانون المقدم بمثابة حملة تستهدف شيخ الأزهر وتستهدف المشيخة؟ الحملة اللي احنا متبنينها كمشيخنا كنواب صعيد لا. الحملة متبنينها كذا حد، كذا هيئة برلمانية في كذا محافظة، وتحديدا الحزب المصري الأحرار، ولكن احنا مش بصدد ان احنا الدفاع عن شخص شيخ الأزهر، احنا بندافع عن مؤسسة عريقة وهي مؤسسة الأزهر الشريف. انا يعني مش شايف داعي في الوقت الراهن ده ان احنا نتكلم برضو في كلام يعني ملوش اي لازمه، انا من وجهه نظري انه ملوش اي لازمه، وخصوصا ان في ماده في الدستور الماده السابعه بتقول ان الازهر الشريف هيئه اسلاميه علميه مستقله تقتص دون غيرها بالقيام على كافه شؤونها، وهو المرجع الاساسي للعلوم الدينيه، وتولى مسؤوليه الدعوه ونشر علوم الدين واللغه العربيه، وتلتزم الدوله بتوفير الاعتمادات الماليه الكافيه لتحقيق اغراضه.
وشيخ الازهر مستقل غير قابل للعزل. يبقى كده احنا عندنا مبدا في الدستور بيتكلم في الجزئيه دي. فاحنا المشروع اللي مشروع القانون قدم النائب محمد ابو حامد يعني هو بيتكلم ان هو في ثلاث محاور. انا شايف من وجهه نظر ان هو يعني بيدور ان هو بيهدم مؤسسه الازهر. يهدم المؤسسه؟ يعني كلام برضو الفتره اللي فاتت بيصار ان الازهر معمل تفريخ لارهابيين. ده طبعا كلام ملوش اي اساس من الصحه وما فيش اي حاجه. وان هيئه كبار العلماء يسيطر عليها الاخوان. مظبوط. يعني انا ما شايفش ده كلها حرب ضد الازهر والنيل من الازهر. ده من وجهه نظر انا. طيب انا بس عشان قبل ما نسمع، احنا كنا يا جماعه عملنا مواجهه بين عضو مجلس النواب محمد ابو حامد متعلقه بهذه القضيه واثرنا فيها كل نقاط المشروع. تعالوا نشاهد ملخصا لها. في جوه الهيئه من العلماء الكبار المحترمين ناس عندهم 82 سنه وناس عندهم 86 سنه وناس تكاد تقترب من التسعينات. انا من وجهه نظري ان بعد سن الثمانين حضرتك سمعك بيضعف ونظرك بيضعف وجهدك بيضعف، مش عشان حاجه مسيئه ولا ده طبيعه البشر. التوجه العالمي الان في العالم الاسلامي ان شروط الاجتهاد من الصعوبه بحيث لا تجتمع في شخص وحده، فلجأوا الى منطق العقل الجمعي لهيئه فقهاء وعلماء عشان مع بعض يجمعوا شروط الاجتهاد. فانا قلت ايه؟ هم 40 عالم. طيب احنا هنخلي من ال 40 دول وليكن 30 علماء شريعة وعشرة علماء دنيا في التخصصات الأساسية. يعني إيه علماء دنيا؟ يعني عشان أكون محددا يعني عالم اجتماع يا أستاذ وائل. عالم اجتماع يعني عالم نفس يا أستاذ وائل. وعالم نفس يعني عالم اقتصاد يا أستاذ وائل. متى أنشئت هذه الهيئة؟ هي اللي أنا أعلمه أنها تم إحيائها في 2012. الإخوان هم المسيطرين، وأستاذ وائل أظن يقدر في التوقيت ده كانوا مسيطرين. هم كانت نيتهم ايه؟ طيب صرحوا بيها صراحة، هم قالوا كده احنا هنحيي الهيئة دي عشان بعد شوية تبقى مكتب إرشاد الدولة المصرية. دلوقتي حضرتك وصلت هيئة كبار العلماء. يا فضيلة الشيخ، لا أنا ما وصلتش حد. لا أنا ما وصلتش حضرتك فضيلة الشيخ على غرار مكتب الإرشاد. لا يا فندم أنا ما قلتش كده، أنا كنت في الفترة الانتقالية دي جوه الحياة السياسية. نعم. الإخوان حركوا في هذه الفترة قضايا كثيرة جدا كان بغرضها تمكينهم. من ضمن هذه القضايا حق لكن أريد بيه عندهم هم مش عند الأزهر، هم باطل. إيه الحق ده؟ إنهم أرادوا بإحياء هذه الهيئة إن هم يجعلوها مستقبلا لو كانوا لا قدر الله كملوا في الحكم يخلوها مكتب إرشاد، وكانوا مخططين لا قدر الله لو كملوا في الحكم كانوا حاطين في الهيئة دي في أول تشكيل الدكتور يوسف القرضاوي، وكانوا مخططين لا قدر الله لو كملوا في الحكم إن هو يبقى شيخ الأزهر. ده مين اللي كان عايز كده؟ مش أنتوا، أمال مين؟ جماعة الإخوان. تكلم من قبل 30 يونيو يا فندم. مش كان الأصل قبل 30 يونيو إن اللجنة دي كان الأصل قبل 30 يونيو كبار العلماء دي. ما هو قبل 30 يونيو كان فيها الدكتور يوسف القرضاوي. ماشي يا فندم. ماشي يا فندم. قبل 30 يونيو ما اختلفناش، كان فيها الدكتور يوسف القرضاوي كفرد والباقي وكان وما زال فيها الدكتور عماره يا فندم والدكتور محمد عماره، وكان وما زال فيها الشيخ الدكتور حسن، فضيله الدكتور حسن، والرجل لا ينتمي الى الاخوان باي حال من الاحوال. يعني الاستاذ الدكتور محمد عماره اهو كاتب ايه؟ معالم المشروع الحضاري في فكر الامام الشهيد حسن البنا. وبعدين الدكتور محمد عماره كتاب سيد قطب ضد العنف، سيد قطب ضد العنف. لا توجد يا فندم عندنا خلايا نائمه داخل جامعه الازهر ولا مشيخه الازهر. فضيله الشيخ بيقول انه احنا ما عندناش خلايا نائمه. طيب احنا في 23 اكتوبر 2014 وبموافقه الازهر يستبدل بنص الفقره الاخيره من الماده 72 من القانون رقم 103 لسنه 61 المشار إليها النص الآتي. اسمع بقى النص اللي الدولة ارتأت أنه لابد منه لمصلحة. بيقول إيه؟ يعاقب بالعزل المنصوص عليه في البندين 4 و5 من هذه المادة عضو هيئة التدريس يعني الأستاذ طيب الذي يرتكب أي من المخالفات الآتية. اسمع بقى يا أستاذ وائل. الاشتراك في مظاهرات تعرقل العملية التعليمية أو تعطل الدراسة أو تمنع أداء الامتحانات أو تؤثر عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك. ده واحد. ده معناه إيه؟ أنه وجد من أعضاء هيئة التدريس من يشارك في التظاهرات، من يعطل العملية التعليمية، من يحرض على ذلك. اتنين، إدخال أسلحة
أو ذخائر أو مفرقعات أو أي أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب. ده معناه يا أستاذ وائل المحافظة على وجد من هيئة التدريس اللي بيدخل أسلحة ومفرقعات وأدوات تستخدم. ثلاثة، الإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها أو ممتلكات الجامعة. ده بيتكلم عن مين؟ ده الناس لما تسمع الكلام ده تقولك ده بيتكلم على عصابة. لا، ده بيتكلم على أعضاء هيئة التدريس، وده دلالة أكيدة إن هؤلاء ليس لهم من تصرف أو ليس لهم من سيادة أو من سلطان داخل الأزهر الشريف. قول بأنهم مش مؤثرين. أنا بقول لفضيلة الشيخ ارجع لفيديوهات جامعة الأزهر من بعد 30 يونيو لغاية يمكن من سنة واتفرج كده كان ليها تأثير ولا لأ. شوف المباني وشوف الدراسة وشوف عشان حضرتك يا تتبين حضرتك دلوقتي احنا انه بنتكلم مش بس عن شيء كان ليهم تأثير. هم مش كان ليهم تأثير بس على أمر هذه المؤسسة، مش كان ليهم تأثير بس. هذا يحسب أنا عايز أقول حاجة. أن من خرب من دمر. هو المفروض ان احنا لما يكون عندنا خطر يهدد الدين الطبيعي، لو احنا بنتكلم على ان مفيش خلايا نايمة وبتاع، نقول ايه؟ خلاص احنا عندنا شباب طلبة الازهر هم اللي هيطلعوا يتصدوا للافكار المتطرفة وا 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 وا. اذا انت النهاردة ظهر عندك عطب في بعض طلبة وعطب في بعض اساتذة بتدرس، اذا هذا الامر يحتاج منك ان تتأمل كيف تحصن نفسك خلال ما هو ات من هذا العطب. بس طيب دكتور عبد المنعم فؤاد، يعني ده ربما يعني في نقاط تانية هنثيرها كتير، بس احنا كنا عقدنا مواجهة مع النائب محمد ابو حامد فيما يتعلق بنقاط هذا المشروع. شايف في ناس فوق السن 80 وبالتالي بيصيبهم الوهن والضعف، يعني انه لا يستطيع انه يمارس الدعوة والعلم بشكل يتناسب مع سنه، بالإضافة كمان بيتكلم عن أنه هيئة كبار العلماء يسيطر عليها الإخوان. في أعضاء هيئة تدريس وطلاب في الأزهر انتموا للجماعات الإرهابية، وكمان عاوز يدخل في هيئة كبار العلماء علماء اجتماع ونفس وشخصيات عامة، يعني ما يبقاش كلهم رجال دين. يعني هل دي دعوة إصلاحية ولا معول هدم زي ما بيقول النائب محمد ياسين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا اللقاء في ميزان الحسنات، وأن يحفظ مصر وأهلها وأزهرها وشيخها وجميع المخلصين في هذا البلد العظيم. بداية قبل أن أبدأ، أنا أستاذ حضرتك بس هنوي لأنه العملية الإرهابية اللي نوينا عنها استشهد فيها اثنان من ضباط الشرطة واثنان من الجنود، هي أعلى الطريق الدائري، مجموعة إرهابية مسلحة هاجمت كمينا أمنيا، استشهد حتى الآن ضابطان وجنديان. من أجل ذلك واجب علينا الدعاء لمصر ولأمنها وأن يحفظها فكريا وعلميا واجتماعيا وواقعيا، وأنا أعلم علم اليقين أن هذا البلد لن يقع أبدا طالما فيه المخلصين. بداية أقدم التحية والتقدير لحضرتك، الله حيث رأيتك يعني تتحدث بروح الحيادية وروح الغيرة على الأزهر الشريف، بل ولكل المحترمين في هذا البلد، حيث كان بالأمس القريب وأنت حضرتك عرضت فيديو كان عبارة عن استفتاء على الأزهر، اللي هو التصفيق الشديد لشيخ الأزهر لإمام الأكبر حفظه الله، وإن الناس بتلقائية بدون أي شيء شعرت أن الأزهر وإمامه وعلماء وأبناء هؤلاء لا يمكن أن يكونوا كما يصورهم الآخرون. استفتاء داخلي، وأنا لأول مرة أشعر بحب الناس الشديد للأزهر، الناس في الشوارع وفي الطرقات، الناس في الأسواق، الناس في الأوتوبيسات، الناس في السيارات، حسوا أن في حملة هجوم على الأزهر. ده مش كده وبس، ده حسبوا أن مصر بتتهد، وإن جماعة بيدخلوا بقوانين ويكتبوا ويمسكوا أقلام ويمسكوا كتب ويجروا بها في الفضائيات ويشوهوا صورة الأزهر، دول عبارة عن فقاعات لا قيمة لهم.
هكذا رأيت شعرت ده شعور داخلي بي أنا. شعرت الناس بيردوا قيمة الأزهر، بل شعرت بأن الأزهر ده فيه كرامات، والله فيه كرامات. وكل قرية وكل مدينة وكل بيت في مصر في ابن من أبناء الأزهر، في ولي من أولياء الله. الولي ليس معناه أنه يظهر المعجزات ولا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، شوف فسرها بعدها على طول، مش أي واحد يلبس ولا يعمل، لا، الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني يخافون الله في الحق. يعني لما ترى الحق خرج تخرج أنت على البرنامج وتقول إن أهل الحق دول أهل الحق ولا يصح أن نقذفهم بالأحجار. لما نخرج ونلاقي ده داخليا ونلاقي العالم خارجيا يأتي إلى مصر ويصفق للأزهر ويدخل باب الفاتيكان ويعانق الإمام الأكبر لأول مرة في تاريخ الإنسانية وفي تاريخ الأديان أن نرى المسيحية تتعانق مع الإسلام بهذه الطريقة، وصحف العالم بأكملها تأتي بهذه الصورة وتقول بالبنط العريض كده إمام السلام يعانق باب السلام، وتقدم هذه الصورة من على أرض مصر الطيبة. الأشياء دي خلقت في نفسي الحب الشديد لهذا البلد، وإن فعلا أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ده الرؤية العامة والشعور العام. فأنا أقدم تحية لكل المصريين ولكل المسيحيين ولكل المخلصين ولكل شرفاء من الإعلاميين ومن أصحاب الأقلام ومن الكتاب والذين شعروا أن هذا البلد لا يمكن أن يعيش بدون الأزهر. تعال بقى إلى الحملة اللي عاوزين البعض يريد أن يحييها مرة أخرى بما يسمى بقانون الأستاذ أبو حامد. القانون كما قال أخي الفاضل يهدف في أساسه إلى أمرين. أولا إلقاء القذائف على الأزهر لهدمه. ثانيا يترصد شيخ الأزهر بالخصوص. وإن شئت أن تقرأ هذا اقرأه في المادة 4 أو المادة 5 سترى فرق شاسع بين النص الذي ذكر في قانون 103 سنة 61 الفقرة 4 وهي تصف شيخ الأزهر وصفا فيه رقي في اللغة، فيه درجة احترام، فيه توقير لمنصب شيخ الأزهر، فتقول بالنص اسمع بقى نص واسمع اللي جاي في القانون علشان ما نقولش اني احنا يعني ضد القوانين التي تنظم البلد. احنا لسنا ضد التجديد انما ضد التبديد، لسنا ضد الاحترام انما ضد عدم التوقير. نص المادة رقم 4 في قانون 103 تقول عن الامام الاكبر ان شيخ الازهر هو الامام الاكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشؤون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام. شوف الفقرة اللي بعدها. وله الرئاسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية في الأزهر وهيئاته ويرأس المجلس الأعلى للأزهر. اللي بيقول الآن صاحب القانون إنه القانون ده المجلس الأعلى للأزهر أو هيئة كبار العلماء أنشئت في سنة كام؟ في سنة 212 وفي عهد الإخوان، مع أنه 212 كان عهد المجلس العسكري اللي كان حضرته يقف فيه ويقول بالنص، والآن الفيديو تجيبه، يسقط المجلس العسكري وسط مجلس الإخوان، فليسقط المجلس العسكري، فليسقط المجلس العسكري. المجلس العسكري اللي حمى مصر، يقف صاحب القانون الآن ليتعدى على شيخ الأزهر كما تعدى على المجلس العسكري قبل ذلك، ونؤمنه على قوانيننا. ده نص المادة رقم 4 لنا نقلته لحضرتك برقي كلماته وألفاظه العالية. شوف بقى النص المقترح من سيادة النائب بارك الله فيه. يقول على أنه في حالة اللي هو البند 5 إخلال شيخ الأزهر بواجباته ووظيفته يحال، شوف اسمع بقى إلى تدني الكلمات، يحال إلى لجنة التحقيق
تشكل من أقدم 7 أعضاء في هيئة كبار العلماء بناء على قرار 3 أعضاء الهيئة، وتتولى الهيئة التحقيق، وكأنها تحقق مع غفير مع احترامي للجميع، وتتولى اللجنة التحقيق معه فيما ينسب إليه، وتسمع أقواله، وتعد اللجنة تقريرا، تعد اللجنة تقريرا بناء على ذلك. إما شوف أودي التدني في الكلام، إما بتبرئة ساحته أو إدانته مع اقتراح الجزاءات التالية: اللوم أو عدم الصلاحية، ويعرض التقرير على الهيئة ويتخذ بأغلبية الأعضاء. شوف الفقرة في سنة 1961 وجمالها ورقيها، وشوف التدني في المستوى اللفظي والخطاب القانوني في سنة 2017 اللي عاوز بيقول أنا بعدل. هذا النص نفسه لو إحنا نظرنا إليه سنجده غير دستوري، يعني اللي بيقدم الاقتراح ما عرفش يقرأ الدستور، وكان عليه قبل أن يبدأ بأي شيء أنه يقرأ ويتعلم قبل أن يتكلم، يتعلم الدستور أقصد ويتكلم بعد ذلك. هذا يقول أن النص هذا لما قرأته أنا وجدت يحمل قدرا كبيرا من التدني، وأنا بالفعل بعد ما رأيت وسمعت الإخوة أعضاء المجلس يمكن مع حضرتك ومع دكتور سعيد حساسين، شعرت أنه في فعلا الكبار لا يعرفون إلا الكبار، ولا يوقر الكبير إلا الكبير. فرأيت يعني الأعضاء مجلس النواب فعلا كبار في أخلاقهم، فعلا كبار في الحفاظ على بلدهم. جميعا اللي أنا سمعتهم قالوا هذا كلام لا يليق بمقام الإمام. شوف يا سيدي، لا أظن أن أعضاء المجلس مسلمين ومسيحيين من وجهة نظري يقبلون مثل هذا الحط من قيمة وقامة منصب وشخص الإمام الأكبر شيخ الأزهر الذي ينص الدستور على أنه يتولى الأمر في العالم الإسلامي كله. ثم يأتي بعد ذلك القانون الذي يريد أن يقدمه الأستاذ الفاضل بارك الله فيه، أنه يريد أن يخالف الدستور مرة ثانية. طبعا هو عاوز يعزل بعد أو عدم إصلاحه، ده ضد المادة 7، بيقول لا يعزل والأزهر مستقل إلى آخر كما قرأ أخي الفاضل. يقول لابد من إدخال أفكار ومذاهب أخرى في هيئة كبار العلماء، ثم يختار 3 من هؤلاء، الثلاثة دول يرشحهم الأعضاء ثم يختار من بينهم أي واحد. انظر إلى الخطر الذي ممكن أن يؤدي إلى الفتنة. المذاهب الأخرى اللي موجودة في العالم الإسلامي، أنا عندي مذهب السني والمذهب الشيعي، والمذهب السني عندي بفقهائه 4. ما دام في النص فتح البرجل كده معناه انه المذهب الشيعي سيدخل عندي ولا تستطيع ان تمنعه. الثلاثه اللي هيختاروا لازم يكون فيهم واحد من اصحاب المذهب ده. فتخيل ان مصر في يوم من الايام يرشح فيها 3 من الاعضاء فيهم واحد على مذهب غير مذهب المصريين. يبقى إذن إحنا دخلنا في ولاية الفقيه، وما تستطيعش تقول مش دستوري، ما هو مقدمه بيقول لك تعديل ويقول لك هذا اقتراح، وأنا شايف الدنيا الأزهر فيه كذا وفيه كذا. أنت كده بتبني الأزهر ولا بتهد في الأزهر؟ أضف إلى ذلك أني أنا لا أقول بهذا الكلام أنني أقدس شخص الإمام، إنما أقدس المنصب نفسه الذي جعل أن الأزهر هيئة عالمية مختصة بالشؤون الإسلامية. في نص القانون الأزهر لا يكون هيئة عالمية إنما هيئة مصرية، لأنه يقول ويتحدث عن عن المستشارين، فيقول إيه: لا يجوز لمستشاري شيخ الأزهر ممارسة أي من اختصاصه ولا تفويضهم ولا قرارات يعني تنفيذية يقومون بها، ولا يتم تعيينهم من غير مواطني الجمهورية إلا في حالة الضرورة وأخذ رأي وزارة الخارجية وموافقة الأجهزة الرقابية. لاحظ أني لا يكون من غير مواطني الجمهورية،
بينما في نص رقم 7 عند حضرتك هيئة إسلامية ليست مصرية، فهو سحبها من العالم وحطها في مصر وقوقعها بحيث انه دي هيئة مصرية وليست هيئة عالمية. ده رقم واحد. يعني بيفقدها عالميتها الازهر عالمي. ده اللي بيقدم التطوير اللي عاوز يقدمه للسادة النواب. رقم اللي بعده على طول بيقول ايه؟ واخذ مع رأي وزارة الخارجية وموافقة الاجهزة الرقابية. طبعا ده كلام طيب، لكن نحن نرى ان النص الدستوري يقول مستقلة، هيئة مستقلة يقوم على شؤونها شيخ الازهر، ولا يمكن، لم نرى شيخ الازهر من وقت ما انشئ الازهر حتى الان هو ضد البلد، لكن انت تريد ان تدخل اجهزه ما طلبتش انها تدخل. ما طلبتش انها تدخل، يبقى هذا هدم للازهر وفقدان لاستقلاليته ام لا؟ هذا هدم لعالميه الازهر ام لا؟ هذا حط من مقام الامام الاكبر ام لا؟ هذا قوقعه للازهر بحيث ما يكونش الا مصري ام لا؟ الى غير ذلك. اذن بالاضافه الى ذلك، انه اول ما يتكلم هذا الاخ في هذه المساله يفتح ابواب تدخل في شؤون الازهر ثم يحيل الازهر للمصريين، بينما الدستور قال هيئه اسلاميه ولم يقل هيئه مصريه. الحته الاخضر اللي عاوز يورط فيها الاجهزه، والاجهزه تعلم مكانه الازهر، وانت رايت السيد رئيس الجمهوريه ماذا يقول في الامام الاكبر، احترمك واوقرك واجلك يا فضيلة الإمام، أنا أحترم الأزهر وأعلم رسالته العالمية. ده إحنا ما تعلمناش من هذا الكلام الكبير أبدا. شوف يقول إيه، ثم يعين رئيس الجمهورية إمام وخطيب الجامع الأزهر من بين ثلاثة، ويحدد الموضوعات التي تتناول خطب الجمعة. وأنت رأيت بالأمس القريب إن الأزهر اعترض على الخطبة الموحدة وطردت واستدعى الإمام من يقومون على هذا الأمر وانتهى الموضوع. يريد أن يعيدوا بنص قانون. حتى السيد رئيس الجمهورية قال الذين يظنون أن الخطبة الموحدة هذه هي المقصودة بتجديد الخطاب الديني، ده اختزال للأمر، ده اختزال. وقالها وضحك سعادة الرئيس، سيادة الرئيس. فهنا بيختزل تجديد الخطاب الديني في خطبة الجمعة وتحدد، وبعدين عاوز يوجهها لرئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية كتر خيره، هو الراجل بهرعة 92 بتشبكه في الموضوع ده ليه؟ رئيس الجمهورية يعرف مقام الأزهر ويحمله المسؤولية، والأزهر يقدر هذا العبء الكبير ويقول أنا مع البلد ومع أمنها ومع استقرارها، وهو القوى الناعمة لهذا البلد. وأنا أعتقد أن القيادة العليا تعرف مقام هذا الإمام ومقام هذا المكان ومقام ما فيه من علوم، ولذلك تفخر القيادة ونفخر نحن، وتفخر أنت كما رأيتك بالأمس القريب بهذا المعهد العريق الذي يراد له أن يهد بهذا القانون. وانا حتى لا اخذ الحديث لا يعني هنعود ونتناول نقاط. انا بس قبل ما اسال المستشار احمد عبد المير هقول بس بيان وزاره الداخليه. مركز الاعلام الامني قال انه حوالي الساعه 11:45 يعني 12:15 قامت عناصر مسلحه كانوا يستقلون سيارتين بالاقتراب من الكمين الأمني المتحرك أثناء مروره بميدان محمد زكي بطريق الواحة بتقاطعه مع الطريق الدائري دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وإطلاق النيران على القوات التي بادلتهم، إطلاق الأعيار النارية. أسفر ذلك عن استشهاد النقيب محمد عادل وهبة السيد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة، النقيب أيمن حاتم عبد الحميد رفعت من قوة مباحث اسم شرطة عين شمس، أمين الشرطة شعبان محمد عبد الحميد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة، وكذا إصابة 5 من رجال الشرطة. تم نقل الجثامين والمصابين للمستشفى.
هنبقى نتابع معاكم التفاصيل الكاملة المتعلقة بذلك، وفي بعض الصور الأولية لو جاهزة عندنا للهجوم على الكمين الأمن المتحرك ده الساعة 12 إلا ربع، يعني منذ قليل. اللهم احمي مصر من الإرهاب ومن الجماعات الإرهابية، واللهم تغمد كل الشهداء بواسع رحمتك وألهم عائلاتهم الصبر والسلوان. مستشار احمد عبد الماهر، بسرعه قبل ما اطلع هنا، ده مجرد الحديث عن مشروع بهذا الشكل اعتبره الكثيرون انه لا، هو يستهدف الازهر، يستهدف المشيخه ويستهدف الامام الاكبر، يستهدف شيخ الازهر يعني. لماذا تؤيد بعض البنود في مشروع القانون مع ان الاعداد كبيره من المواطنين تعاملت معه على انه لا، هو استهداف لشيخ الازهر واستهداف لمشيخة الازهر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع ليس كل انسان مؤهل ليتكلم في كل موضوع، وغالبا غير مؤهل اذا كان الموضوع ده بيمس عواطفه، فكلنا الازهر ده بيمس عواطفنا. لكن عشان نحكم في امر من امور الازهر لابد يبقى عندنا علم، والعلم ده بموضوعيه ومنهجيه وعبر عمليه فكريه متدرجه نصل للحقائق. انما علشان نقول ان هناك تصفيق حاد للشيخ الازهر وده بيبين قيمه الازهر، الله، هو اللي بيودي ابنه المدرسة الإنجليزية أو مدرسة أمريكية بيعلمه انترناشونال، ما بيحبش الأزهر؟ بيحب الأزهر. إذا المسألة مش مسألة حب وكره، مش مسألة عواطف، وهنا الناحية الثانية ناس يعني في حالة تراشق مع الأزهر. لا، هو التصفيق كان بمثابة رسالة لشيخ الأزهر، نحن نساندك يعني. ما هو بنقول احنا قلنا انه ايه، انه مش كل انسان مؤهل، انما كلنا مؤهلين لحب الازهر، وبالتالي فشيخ الازهر وهو يمثل الازهر لا شك انه محل تقدير واحترام. الاستاذ دكتور عبد المنعم فؤاد يعني محل تقدير واحترام، نظرته كثيرا، اختلفنا كثيرا، من قد لا يعلم اني مثلا معجب جدا بصلاته ويبان فيها الخشوع، وما شاف هو ما يعرفش ان انا شفته وهو بيصلي. المساله مش معنى ان انا مختلف معاك انه لازم اكون مترصدك او بكرهك او الى اخره. هذه واحده. الامر الثاني، لما اكون مصر في محنه ومشكله تخص الدين، يعني في متطرفين باسم الدين، مش بالضروره يكون لازم واحد ازهري من داخل الاسوار هو اللي قام بيها عشان نقول الازهر ملوش دعوه، ويتنصل الازهر من كل مسؤوليات في تخص الثقافه الاسلاميه والعلم الاسلامي في الشارع المصري، ونقول انه الازهر ملوش دعوه. ده الثقافه لها دعوه، الاعلام له دعوه، التربيه والتعليم لها دعوه، الشباب، وزاره الشباب لها دعوه، انما الازهر ملوش. ده تنصل غير مقبول. المسألة وما فيها انه مثلا برضو وفقا لما قاله اخي الدكتور عبد المنعم فؤاد، الالفاظ اللي صيغت بيها مشروع القانون دي الفاظ، وهو قارن بينها وبين القانون 103. القانون 103 ده علشان يصاغ بيخش اللجنة صياغ، انما هذا المشروع صاغه واحد فرد، فلا تقارن لجنة فيها ناس لغويين وناس بتوع لغة وناس وناقشنا كلنا الألفاظ اللي تتنقى ايه، وتبتدي تحقر في عمل هذا الرجل عشان تترصده وتنزل من قيمته وتقول أصله مش عارف وأصله مش فاهم وأصله 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 وأصله. فمش عايزين نظلم
راجل مش موجود انا ما اعرفوش ممكن ومانيش محامي ولا اي حاجه، لكن انا بتكلم برد على نقطه صغيره. انا ما قطعتش سيادتك يا دكتور، بس نقطه انا ما قطعتش سيادتك يا دكتور. طب هيوضح النقطه دي، مفيش مشكله، انا ما قطعتش عشان انت اديت ملاحظه بس. انا قلت اسمع، انتصرت الان محامي، اصل انت سالت سؤالا يعني لماذا توضع منه يعني او تقلل منه. كبير، وكنت بالامس محامي للشيخ عبد الله نصر، خد 13 سنه بسم الله ما شاء الله يعني. بكره كمان عندي قضيه. ايوه بكره عندي قضيه هدافع فيها عن الشيخ محمد عبد الله نصر. هتدي له 25 ان شاء الله. لا يجوز الاستنجاء باوراق التوراه والانجيل لانه موجود في مناهج الازهر، لانه جزء اطلعه عندك، طلعه موجود في كتاب الاقناع بشرح بلا اقناع بلا مش اقناع عندك طلعه. هو لكن الادعاء يعني على الهواء بص بقولك ايه، بقولك ما ينفعش. انت انا اتعلمت المحكمه بكره، حضرتك ما اتعلمتش. هيتصور المحكمه، انا اتعلمت هتشوفه في المحكمه بكره. انا اتعلمت هتشوف. انت قطعتني، شوف بص، انت قطعتني عشان تتراجع معايا. قطعتني عشان تتراجع معايا. هو ده الاسلوب بتاع الازهر، هو ده اسلوب الغلوشه. هنسمع كلام مهم جدا. ما هو انت حضرتك اديته، انت ابتديت الكلام معايا، قلت قبل ما اطلع فاصل، ودلوقتي بتقول هيرد. انت هيرد؟ انا هرد على السؤال. تبدي ملاحظه على السؤال. انا ما سالتش. لا سالته. لا ما سالتش. قال سأل. انا بقول الالفاظ، الالفاظ لا تقارن الفاظ لجنه بالفاظ شخص. طيب ما ينفعش. سؤالي حضرتك انت دلوقتي. انا مش هتسال. انا ماشي. انا يا استاذ وائل بيقول انه ده الفاظ لسه ما خدتش مكانها في مجلس النواب. طب ما معنى التسويق لها اعلاميا كل ليله في فضائيه وتقدمها للناس وتقول هو لسه ما جاتش؟ النائب يحاسب على الصياغه، يعني مش هقدر اقول ما يحاسب. ما اقدرش اقول انت لا لسه سيارات. قال انا هنعلمك في مجلس النواب، ما ينفعش. طيب ما ينفعش. نكمل. كمل. يعني نرجو ان نكمل بدون مقاطعه وبدون غلوشه علشان المشاهد يطلع يشوف الراي الاخر ايه كان الفكره عنه. طيب اتفضل اتفضل سيد مشاهد. مثلا قيل انه ما فيش واحد من الازهر قام بعمليه ارهابيه، او انه ما فيش حد ازهري ارهابي. هو احنا قلنا انه الازهر مؤسسة تعليمية محلية ولا قلنا انها عالمية؟ قلنا انها عالمية، وقلنا انه مسؤول عن تجلية التراث والدراسة المتعمقة فيه وتقديمه للجماهير والثقافة. اذا الازهر النهاردة مسؤول عن كل كتاب، كل كتاب موجود على الارصفة وفي الكشاك وفي المكتبات، وكل كتاب بتطبعه مطبعة أو يطبعه ناشر يحمل بين طياته قتلا ويقال عليه شريعة، يحمل بين طياته كرها ويقال عنه فقه. هذا الكلام يعني العيال اللي عملت الموضوع بتاع الطريق الدائري ده، دول بيعملوها بسم الله. هذا الكلام ألا يدل على واجب كان من المتوجب على الأزهر أن يرعيه؟ كثرة الإلحاد في بلدنا ولا ما حصلش في إلحاد في بلدنا؟ في انتشر دلوقتي وبدأ يزحف الإلحاد في بلدنا. هذا الإلحاد مش بيدل على فراغ في واجب الأزهر المنوط به والمسؤولية الملقاة على عاتقه؟ الإخوان المسلمين، وما أدراك ما الإخوان، أو كلنا عارفين الإخوان المسلمين، مش دول فصيل بيؤكد أن هناك فراغ في مهمة الأزهر؟ الجماعة السلفية، الراجل بتاع اسكندريه اللي قاعد ما تسلموش على المسيحي، ما تعيدوش عليه، ما مش عارف ايه، هذا الكلام. بس الازهر يواجه هذه الفتاوى. هذا الكلام كويس. طيب يعني ما هو لازم مين اتفضل. هذا الكلام انا عارف كويس قوي، انا جاي هنا وعارف كويس قوي انه قناه دريم بتحب الازهر، بس انا اكثر حبا للازهر من انا اكثر حبا للازهر. هو حب الازهر ليس تهمه يعني. انا اكثر حبا للازهر منه. طيب. وانا كل اللي انا اتعلمته في حياتي اتعلمته من ازاهره ومن كتب الازهر، وما اقدرش انكر هذا، وعيب ان انا انكر هذا. لكن اكيد زاويه الفكر او زاويه النظر تختلف. يعني انا ما اقدرش اقول انه الازهر غير مسؤول اطلاقا عن اي قتل واي فقه كراهيه واي فقه عنصريه. يعني مين اللي علمني انا، او علم سيادتك، او علم الدكتور، او علم اي حد من اللي سمعني؟
أن هناك سبي نساء في الحروب، هل هناك إله يقول اسبي المرأة وتقوم بوطئها علشان خاطر أنت دخلت بالعسكري بتاعك؟ فأنهي رب وأنهي دين؟ هذا الكلام عرفناه منين؟ عايز اعرف. في رب في الدنيا قال انه طيب نقتل المرتد. انت كده انت كده بترجع تاني انت ضد الرب ولا ضد الازهر؟ انا مش ضد الازهر. ضد الرب. مش ضد الازهر. ضد الرب. انا ضد عدم يعني منع تطوير الازهر. الازهر يا سيدي اول قانون صدر لي صدر سنة 1911. طيب. بعد 950 سنة. ما زلت أكرر السؤال، أنت ضد الأزهر ضد الرب أم ضد الأزهر؟ أنا لو سمحت. أنت هتقول الرب، هقول لك فين الدليل. لو سمحت. قول الرب، هقول لك فين الدليل. أما كمل كلامي. ما هو ما ترميش القنبلة. أنا بكمل كلامي. يا كلام خطير اللي أنت بتقوله قدام الناس. طيب بس هو اللي بيؤدي القضية. مش عايز أعيد إنتاج الحديث عن المناهج الأزهرية. ماشي أنت خلاص، إحنا عدينا الموضوع ده. دلوقتي احنا ناقشنا ده كتير. قوانين يعني قوانين تطوير الازهر سنة 1911. ثم تلاها 1923 يعني بعدها ب 11 سنة، ثم تلاها 1930 يعني بعدها بسبع سنوات، ثم تلاها القانون اللي احنا بصدده 103 سنة 61 اللي عمله جمال عبد الناصر. وعلى فكرة اللي حضروا او اللي كانوا بالغين ايام ما حضر هذا ايام ما صدر هذا القانون قالوا ان جمال عبد الناصر ده اصله شيوعي ماشي مع الاتحاد السوفيتي وعايز يفرغ الازهر من مضمونه، وعشان كده دخل كليات الهندسه وكليات الطب. طيب وكليات خلينا فيما هو قائم حاليا. قعدوا برضو عملوا الزيطه. طيب. دي عشان بس ثانيه واحده يا فندم. طيب. ثانيه واحده مش ما ينفعش كده يا استاذ وائل. ما انا بسمعك بس. انا دلوقتي بدي المشاهد حاجه ما اعرفهاش، انه جمال عبد الناصر لما صدر في عهده هذا القانون قالوا ذات الكلام وقاموا بذات الثورة وقالوا بتفريغ الأزهر من مهمته. النهاردة لما بنقول الكليات دي، طيب اللي انتوا صرتوا عليها سنة 61 بنقول نرجعها، لان انتوا اصبحتوا الجامعة رقم 12304 في العالم. جامعة الأزهر دلوقتي ترتيبها العالمي 12304، ترتيبها العالمي في صحف العالم، الجامعة الوحيدة الآن التي يتصدر صورة إمامها الأكبر في 153 دولة. تتكلم. لا ما اصل ما تجيبش كلام وتتهم. لو سمحت قول كلام علمي وليس مرسل. انت جبت الرقم منين؟ قول كلام علمي وليس مرسل. جبت الرقم منين؟ انا مش هينفع اقول في المهم. ما الإحصائية تقال نسبة إلى مركز كذا. يعني ما عندوش مركز. ما يعني ولا مركزية. عايز اقول في المطلق مركز إحصائي إسباني اسمه ديبو اسمه بس. وموجود الكلام ده، موجود هذا الكلام. والجامعة القاهرة أخشى لا ياخدك الأستاذ محمد أبو حامد محامي له. مين محمد محامي؟ صاحب القانون. طيب. تسجينه 13 سنة. يا سيد الفضل. طيب. لو سمحت لو تكرمت. لا تسخر. طيب. تسمح لنا. انت فاهم يعني ايه لا يسخر قوم من قوم؟ ده انت بتسخر من الازهر كله. مش فاهم من يعني قوم. فاهم يعني ايه ولا جامعة. مش فاهم؟ انت بتسخر من الجامعة. يا ابني فاهم ولا ما انتش فاهم؟ يا مستشار احمد لو سمحت. ما تعنيش اتعلم الادب في الكلام. لو سمحت انا مؤدب. طب انا مؤدب. اطلع فاصل. اوعى تتجاوز. انت مؤدب ازاي؟ مشاهدينا نحييكم من جديد. في بعض الصور والمشاهد للشهداء الذين استشهدوا منذ قليل في العملية الإرهابية التي استهدفت كمين متحرك للشرطة اللي احنا قلنا لكم بيان وزارة الداخلية فيها. وهتلاحظوا كمان في بوست كاتبه محمد وهبة الشهيد، يعني وكأنه كان يشعر بلحظة الاستشهاد، كتبوا الساعة 10:04 يعني قبل استشهاده بحوالي ساعة ونص يعني وشوية. يعني كتب هذا البوست اللي انت شايفينه، بص للي اتدفن قدامك وقول لي فاكر زعل ما بينكو؟ والله ما في حاجة مستاهلة نزعل من بعض او نشيل ونهري وننكت في نفسنا وننكت في نفسينا. اعفوا واصفحوا، دي الدنيا لحظة
وحنقابل رب كريم، ويا بخت من قابله بقلب سليم. وكأنه كان يستشعر أنه في طريقه للقاء الله سبحانه وتعالى بلحظة الاستشهاد. اللهم تغمد الشهداء بواسع رحمتك وألم عائلتهم الصبر والسلوان. نرجع تاني لمناقشة القضية قبل ما تكمل شيخ محمد، عشان بس الأستاذ أحمد إدريس هنا. عندكم برضو الشعور ده، يعني في عدد كبير من مجلس النواب استشعروا انه لا، هي حكاية مش مشروع قانون، لا ده في حملة ضد شيخ الأزهر. ليه جالكم هذا الشعور؟ أولاً بسم وضد الأزهر يعني عموما. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وبقدم التعازي لشهداء الحادث الأليم وحدثاء الوطن، وبدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شعب مصر وجيشها وشرطتها ورئيسها من كل سوء يعني كده، وهذا التوفيق بإذن الله. أولا احنا الأزهر يعني احنا مش جايين ندافع عليه ولا دافع على الإمام الأزهر، لأن الحمد لله الأزهر ليه مكانة وليه قامة في على مستوى العالم، فمش محتاج أن احنا نتكلم على الأزهر أو نتكلم على فضيلة الإمام الأكبر. يعني هو اللفظ النهاردة بتاع شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر، ده لفظ لغوي ليه معاني كتيرة بفضيلة الإمام. وإحنا يعني الأزهر ده يمكن فضيلة شيخنا الكبير الشيخ متولي الشعراوي رحمه الله لما قال في حديث لي أن مصر اللي صدرت الإسلام للعالم كان يقصد بها إيه؟ كان يقصد بها الأزهر. هو مين اللي صدر الإسلام للعالم؟ اتصدر من خلال ايه؟ من خلال الازهر، من خلال البعثات بتاعت الازهر وانتشار الجامعات بتاعت الازهر. النهاردة احنا نتمنى الازهر انه ينتشر، انا اتمنى واحد من النهاردة ان انا اسمع المعاهد الازهرية او الجامعات الازهرية في الصين في اليابان في روسيا، يعني الواحد بينتمي بيفتخر بالازهر. النهاردة الازهر مؤسسة يعني زي ما قلنا عالمية، مش محتاجة النهاردة نتكلم على الأزهر أو نقول إيه الأزهر أو نتكلم على فضيلة الإمام الأكبر. يمكن فضيلة الإمام الأكبر يمكن لينا الشرف أنه هو يكون إحدى أبناء محافظة الأقصر، وليا الشرف أن أنا أكون يمكن معرفة شخصية بيه، وعارف النشأة بتاعته وعارف البنية بتاعته وإزاي اللي اتعلم. ويمكن في تفاصيل يمكن ما حدش يعرفها أن فضيلة الإمام النهاردة لم يتقاضى أي مليم من الأزهر، يمكن حتى المرافقات المكافآت الهدايا كلها دي بيتم التنازل عنها من فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب. لكن النهاردة عشان نتكلم عليه فلا يصح. النهاردة أنا لو بتكلمنا على القانون المقدم من النائب محمد أبو حامد، وهو شخصية محترمة ويمكن أنا علاقة طيبة به، النهاردة لما أقول النهاردة الإمام الأكبر يتم تعيينه لمدة 6 سنين، يعني انا ما ينفعش ان انا اجيب فضيله الامام الاكبر واحدد له السنه او مده معينه، لان النهارده الامام الاكبر ده يتم اختياره من المجمع الاسلامي وكبراء العلماء الدين الاسلامي كله. فالنهارده انا عشان احط بند ده ما ينفعش. تاني حاجه، بند النهارده في البنود اللي حاططها ان انا المرؤوسي حسب الرئيس ازاي؟ أنا لما موظف عندي يقيمني أو يستنى أن أنا يتعمل لجنة من الموظفين اللي أنا أرأسهم عشان يقيموني ويحاسبوني، طب أنا حدي عملي إزاي؟ أنا حباشر كشيخ أزهر ووضعي ومكانتي إزاي؟ أن أنا بعد كده حاطط 3 بنود للجزاء، الأول بند التنبيه وبعد كده الجزاء وبعد كده الفصل. أنا النهاردة لما أنتوا شفتوا أنه ده مساس بالأزهر وشيخ الأزهر؟ طبعا الحاجات دي مساس بالأزهر. أن أنا النهاردة أجي أنوبب الشيخ الأزهر لا يصح، أدي له جزاء لا يصح، أفصله النهاردة شيخ الأزهر النهاردة أفصله، طبعا حاجات غير منطقية. طيب خليني في نقطة عشان برضو يعني هنا طيب أستاذ محمد ياسين، أنتوا يعني هنا تكتلتم للدفاع عن الأزهر وشيخ الأزهر من منطلق الأقصر ولا من منطلق حب الأزهر؟ لا، بدافع حبنا لمؤسسة الأزهر وحبنا لفضيلة الإمام، يعني احنا برضو زي ما بقول النائب أحمد دريس احنا يعني على معرفة
ودرايه كامله بشخص فضيله الامام الاكبر. طب الاستاذ محمد ابو حامد قال انه حصل على 250 توقيع من اعضاء الاسره. انت عارف حضرتك وانت لسه متكلم وائل بيه معظم الاعضاء بتسحب توقيعاتها والناس ما كانتش عارفه، الناس وقعت بدون ما تقرا بنود مشروع القانون. العبره بالنهايه يعني حضرتك يعني لما نيجي نتكلم في بند يعني عزل شيخ الازهر، يعني انا من وجهه نظري ده اكبر اهانه مش لمصر ده للعالم الاسلامي كله. يعني احنا في زياره شيخ الازهر للشيشان، رئيس الشيشان استقبل رئيس الشيخ الازهر استقبال ملوك وقاد بيه العربيه بنفسه، يعني واحنا في مصر هنا بنتعمد اهانه الازهر وشيخ الازهر. مشروع قانون النائب محمد ابو حامد انا من وجهه نظري ده بيسعى لفك مؤسسه الازهر لتكون خاضعه للسلطه التنفيذيه، وده طبعا احنا حاجه احنا نرفضها. المؤسسه الازهر انا شايف برضو من مبدا الماده 7 في الدستور انها مؤسسه مستقله. طيب بيتكلم برضو في جزئيه تاني، هو بيتكلم برضو في تقليص اعداد الدارسين في المعاهد الازهريه. برضو ليه؟ يعني ايه الهدف مني؟ هل هم يعني مسوا البلد بضرر بسوء؟ بيقول برضو انه هو عايز يقلل اعداد المعاهد الازهريه ل 3000 معهد ويلغي 4000 وينقل تبعيتها لوزاره التربيه والتعليم. طب ما احنا كده هندخل في متاهه ان احنا يعني بنطبق الفكر الشيوعي اللي كان سائد في الاتحاد السوفيتي لما منعوا التعليم الاسلامي في الجمهوريات السوفيتيه اوزبكستان وكازاخستان ابان الحكم السوفيتي للجمهوريات الاسيويه دي، وده نشا عليه ان الطرق الصوفيه هي اللي قامت باعداد وتدريس الدين الاسلامي مره اخرى، وده لو اصبحنا احنا بصدده كده هنصبح احنا يعني في ظل غياب رقابه من الازهر ومن الدوله. يعني احنا بطبعنا احنا ناس متدينين سواء مسيحيين او اقباط، يعني حتى لو هو مشروع القانون ده يعني هيتمرر وما اظنش انه هيتمرر، برضو المصريين هيعلموا ابنائهم تعليم الاسلام الصح في غياب الدوله، ويصبح كده احنا يعني اصبحنا برضو في كارثه تاني. وبرضو احنا برضو الجزئيه الثانيه يمكن عايز يعني برضو الاعلام بيتناولها كتير، ايه علاقه الارهاب بالازهر؟ ما يعني هو ده بقى انا هسال هنا عشان نقطه نقطه والبشام من عبد المغرب يرد على ده. يعني هنا استاذ دكتور عبد المنعم فؤاد، يعني حكايه انه الازهر يعني بيقولوا هيئه كبار العلماء زي ما قال مقدم المشروع الاستاذ محمد ابو حامد بيهيمن عليها الاخوان وعدد مجموعه من الاسماء وكتاباتهم، وبالتالي بيقول انه هنا لابد من ادخال شخصيات عامه في مختلف المجالات مش رجال دين فقط، يعني في داخل هيئه كبار العلماء. توافق على ده؟ حكاية هيمنة الإخوان على هيئة كبار العلماء وأيضا إدخال شخصيات عامة بداخلها. شوف أخي الفاضل، الاتهام ما أسهله، ممكن اتهمك الآن بمئة اتهام زي ما اتهم الأزهر الآن في القضية الإرهابية اللي دلوقتي اللي قامت الآن على الجنود المصريين الآن الخبر اللي انت جبته، فأنا ممكن اتهمك الآن وممكن اتهمك بالإرهاب في أي لحظة، لكن الكلام حينما يوجه يجب أن يفلتر قبل ما يوجه. الأزهر علشان يقال عنه في إخوان، هو معروف موقف فضيلة الإمام من الإخوان قبل أي حد ما يتكلم فيه، ما حدش يزيد على الإمام في الإخوان، مسألة الإخوان موقف الإمام. حتى القانون اللي ذكره الأستاذ محمد أبو حامد وبيقول هناك جامعة الأزهر خرجت بيان قالت فيه يعاقب كل أستاذ ينتمي لفكر غير الفكر الأزهري إلى آخر هذا، واتخذه ضد الأزهر بينما هو للأزهر، لأن معنى كده الأزهر بيفلتر ما عنده. الأزهر زي أي جهة في مصر كان فيها الغث والسمين، اللي يخالف منهج الأزهر ويتبع النغمة السياسية ويستخبى خلف اليافطة الدينية الأزهر بيقول له باي باي مع السلامة. مش تقول إن ده دليل على وجود ناس في الأزهر، ده دليل على أنه الأزهر بيطهر نفسه بنفسه، مش منتظر حد يجي يقول له تعالى طهر. مسألة الإخوان برضه، مين اللي ترك رئيس الإخوان داخل جامعة القاهرة وأعطى له ظهره وخرج مجرد أنه شعر، مجرد شعور أني ما فيش توقير للأزهر وأن الكرسي بتاعه تأخر شوية؟ أليس هو فضيلة الإمام؟ نعم. إذا كان هو بيحب الإخوان
ومش قادر على اذا كان ضرب بالجانب المعنوي القوي الادبي الرائع رئيس الاخوان في الله. مين اللي اوقف جامعة تعيين نواب جامعة رئيس جامعة الأزهر 8 أشهر؟ لأن الإخوان أرادوا أن يكون لهم قدم صدق في جامعة الأزهر. أبى فضيلة الإمام وأوقف المسألة. فما فيش واحد يجي زايد على الأزهر ويقول في إخوان. لو شعرنا إن إحنا مش هنقدر نقول كل واحد وريني بطاقتك مكتوب فيها إخوان ولا لا، لكن لو شعرنا كما ظهر البيان اللي ذكره الأخ محمد أبو حامد، لو شعرنا أن هناك من يخالف منهج الأزهر لا يسكت عليه الأزهر أبدا. فدي قضية ما تحتاجش اتهام. حكاية أن الأزهر بيخرج متطرفين وإرهابيين، وإن أي موقعة في العالم بينسب لها، قربنا نقوله سجن أبو غريب الجماعة اللي عملوا فيه من خريج الأزهر، وشكنا أن يقول أن هتلر من خريج الأزهر، ونسينا أن الشعراوي من خريج الأزهر، نسينا أن شلتوت من خريج الأزهر، نسينا انه شيخ جاد الحق من خريج الازهر، نسينا انه سعد زغلول متاثر بالازهر، مصطفى كامل متاثر بالازهر. الازهر كراماته، كل من ياتي على الازهر بتظهر فيه الكرامات. عرف هذه الكرامات الانجليز واخذوا اكثر من 100 سنة في مصر لم يستطيعوا ان يقتربوا من الازهر. طيب. عرفها وتاثر بها الفرنسيون. طيب بس هو يعني هنا الناس بتستند ايه؟ بتعدد بعض الاسماء ولهم كتاباتهم. هم يعني يا ربما في اسمين واضحين جدا معروفين يا سيد الفاضل، انا لا اعرف حتى فكريا ان لم يكن تنظيميا انا يعني. لا اعرف، لكن هل واحد كتب في مناهج الازهر ولا له راي ضد الدوله ويتبع الاخوان ويسكت عليه الازهر؟ مستحيل. هذا كلام لا يليق أن يقال أبدا. وإن حكاية لأن معنى الاتهام معنى إيه؟ صرف الناس عن هذه المؤسسة. أنت كل ما تتهم فيها كل شوية الشباب مش هيروح لي، الشباب هيروح للجماعات الأخرى، الأزهر هيتزوي جانبا. أنا بتضعفها يعني ده مش كده ده أنت كده بتقول بيعوا الأزهر. وسيادة المستشار المحترم هو صديقي برضو حتى وإن اختلفنا، بالأمس القريب كان على إحدى الفضائيات يطالب بإغلاق الأزهر 10 سنوات. طب بالله عليك الانجليز ما قدروش يعملوا الكلام ده ولا نابليون. 10 سنوات 10 سنوات طلبت. طيب. يا سياده المستشار ولا طيب خلينا قبل ما اتفضل يا سيدي، هل هذا في صالح البلد؟ استاذ حاتم عبد الحميد عضو مجلس النواب. يا استاذ حاتم اهلا بيك. استاذ حاتم، يا استاذ حاتم سامعني؟ اهلا بيك يا فندم، ازيك يا وائل بيه؟ اهلا بيك يا استاذ حاتم. ايوه وائل بيه، ازيك؟ ازي حضرتك استاذ حاتم؟ انت يعني الحمد لله سامعك يا فندم، بيحييك جميعا. أعطيت توقيعك للأستاذ محمد أبو حامد على مشروع قانون الأزهر. دعني أولا، ثم سحبت التوقيع، لماذا؟ تفضل. نعم، دعني أولا أحييك وأحيي ضيوفك الكرام. تفضل. ضيوفك الكرام يا أستاذ وائل، وأعزي شهداء مصر أبطال والبقاء لله وهما في جنة الخلد، وأعزي أهليهم جميعا وأعزي مصر بأكملها. ثانيا والأهم، الأخ الزميل محمد أبو حامد نكن له كل حب واحترام، وأخويا أحمد معاك وأخويا محمد ياسين معاك وعارفين الكلام ده، كلنا كنواب بنحب بعض ونقدر بعض تماما، لكن الجلسة شغالة، يجي زميل من الزملاء يقول لك لو سمحت وقع لي، انت مش هتقول له هات القانون واقراه دلوقتي والجلسه شغاله. فبوقع على القانون بثقه في النائب ان هو جايب مشروع قانون اكيد يبقى كويس او هندرسه. جميع النواب حتى الرئيس علي عبد العال من على المنصه الدكتور المحترم يقول يا ساده النواب ما توقعوش الا لما تقروا. فبتبقى الجلسه شغاله، فاحنا بنوقع ثقه، بتبقى ثقه في النائب انه جايب حاجه كويسه. انما حينما يمس الازهر ويمس شيخ الازهر ويمس مناره الاسلام، الازهر هو الاسلام او منبر الاسلام الازهر. تقدمت سريعا الى السيد رئيس المجلس والسيد الامين العام بسحب توقيعي، بل اصرته عن نفسي انا واخطات واقول اسف للازهر وشيخه الفاضل، وسحبت توقيعي وقلت ان توقيعي هذا انا بسحبه لاني لم اقرا
ما اتى به الاستاذ محمد ابو حاتم بشان تغيير قانون الازهر. طيب انت استشعرت يعني ان في حمله، يعني لان انتوا بشكل جماعي كده في عدد كبير من النواب، استشعرت ان في حمله على الازهر فقلت لا يجب ان اتورط فيها؟ نعم انا استشعرت ان في حمله على الازهر. نعم انا استشعرت ان في حمله على الازهر في توقيعي على قانون لم اقراه، مشروع قانون لم ادرسه او اقراه. ثانيا ان الازهر، اوعى تفكر ان الخطاب الديني لما الرئيس السيسي المحترم يقول تغيير الخطاب الديني لا يقصد به الازهر، تغيير الخطاب الديني او الخطبه الموحده. الخطبه الموحده دي كارثه. ده كويس ان الشيخ الازهر لغاها. افرض ان في امام شفيف البصر كيف يقرا من ورقه خطبه موحده؟ ايوه. طيب بشكرك الف شكر استاذ مشار احمد عبد المنعم. خلينا نقطه نقطه، يعني اللي بيدعو يعني في مشروع القانون في استهداف لهيئه كبار العلماء تحديدا، وبعض الاسماء فيها انهم ينتمون لجماعه الاخوان، وفي اقتراح عموما يعني بادخال شخصيات عامه بداخله. لماذا؟ بدايه كل امل ان اتكلم لنهايه كلامي من غير مقاطعه. ان شاء الله ما حدش هيقطعك ريس. بس كمان يعني لا داعي للانفعال والعصبيه. احنا شايفين ناس بتستشهد يا سياده الله. احنا قلنا بقى طيب. نخلق فضل. مناخ للهدوء قبل ما نطلب الهدوء. طيب بس اتفضل. اللي عايزين نقوله انه القوانين بتصاغ لتعالج كل الظروف سواء الممكنه والغير ممكنه. فمثلا مساله توقيع جزاءات على شيخ الازهر، ودي كلنا طبعا اكيد النفس مش هتقبلها، مش عايزه كلام، لكن في الصياغه القانونيه عندنا في المسؤولية الوزارية، وعندنا عندنا عزل لرئيس الجمهورية بواسطة مجلس النواب، احنا بنصيغ القانون بحيث يواجه حالات مش يواجه، مش بيعمل ضد شخص رئيس الجمهورية او شخص رئيس الوزراء او شخص الوزير او شخص الشيخ الازهر. هذه واحدة. الامر الثاني، انا لا افترض انه شيخ الازهر معصوم ولا يخطئ. الامر الثالث انه انا لا احمل جريمه، اقدر انه في جريمه وقعت، هل القانون يقف عاجز ويقول خلاص روح البيت؟ ده دول العالم الثالث. اما الدول المتقدمه اللي بتصنع تاريخها وحضارتها من خلال اسس موضوعيه ومنهجيه، يبقى لابد انها تتجرد عن العواطف. يعني النهارده احنا قلنا انه الازهر يا جماعه، الازهر بتاعنا كلنا مش بتاع الازاهره. الازهر ليه فضل علينا كلنا، مش برضه بفضل على الازاهره بس، لكن لابد ان نتجرد. واحنا بنصيغ قانون مش بنصيغ مش بنعمل صباع كفته. يبقى اذا شيخ الازهر له كل الاحترام وكل التوقير، لكن يسيب القانون يصاغ ليمس حالات قدام. تعرف حضرتك القانون اللي احنا بنعدله ده بقاله كم سنه؟ بقاله 57 سنه. يعني معنى كده انه انا الاوان برضو انه كل 57 سنه نطور شويه. طيب بس نشوف احنا هنعدل فيه، مش لمجرد التعديل. ما هو يعني ده مشروع. ما هو يا فندم يعني اشوف انا عايز اعمل ده ليه؟ الهدف ده مشروع يا فندم. ومش المفروض برضو انه انا اقول انه الهدف يعني اسود او الهدف خبيث، طالما لا، لو الهدف فيه هيمنه سلطه تنفيذيه على الازهر، الهدف فيه الانتقاص من الموضوع ده هيطرح على الساده الاعضاء المحترمين. الموضوع ده هيطرح على الساده الاعضاء المحترمين ولا هنطرحه على طول في استفتاء شعبي؟ هنطرحه على الساده الاعضاء المحترمين. هذا الموضوع لما هيطرح عليهم اكيد هم ناس تمرسوا بقى لهم دلوقتي فتره في المجلس، هيقولوا ده لا وده انما ما نرفضش خالص ونشطب
اي مساس بقانون الازهر، لانه ده مساس بالازهر ومساس بشيخ الازهر. رغم لو حلف اسمه محمد ابو حامد على الميه تجمد هيقولوا لا انت برضه بتمس شيخ الازهر. ما هو في حاجه، ولو اتكلمت في الازهر انت بتمس الدين الاسلامي. ما هو لازم نجيب فزاعه وبعبع علشان خاطر نخوفك اكتر. لكن هل انت مش واقع تحت تحت بند قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم؟ هل انت تقدر تحلف يمين بالله دلوقتي، او اي حد من الساده النواب اللي معانا المحترمين اللي موجودين معانا دلوقتي يحلف يمين بالله ان محمد ابو حامد يستهدف التحقير والتصغير لشيخ الازهر او للازهر؟ والله العظيم محمد ابو حامد يستهدف التحقير للازهر وشيخ الازهر، وانا اقسم بالله هذا والله كده. خلاص خلاص ماشي، انا ما انت مش طالب. احنا ايه 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 فلسفتي؟ احنا واحد بيقول انا اسجنه، نحن لا نحن احنا عايزين نعزب واحد فلسفه يرى يرى البابا يحضنه على عيننا، عايزين نعزلك ليه اعزلك؟ ما لا محمد ابو حامد قال لي يا دكتور معاك الازهريه تطلع بره كده عشان كلنا بنتكلم يا جماعه. ال فاحنا بنقول انه الجريمه الجريمه وشيخ الازهر كبشر لا، والقانون كقانون بيعالج امور افتراضيه. يعني حتى هم في الفقه قالوا يا جماعه، ده جماعه الفقهاء كانوا بيعالجوا امور افتراضيه، قالوا كذا كثيرا في هذا. اذا القانون لا يمس شخص شيخ الازهر، مع احترامي للاستاذ محمد وقسمه، وطبعا انا مصادق ولا انا قسمت على حاجه ولا اعارض يعني يعني انت زملاء في المجلس. قسم سيادتك انا بحترم قسم سيادتك، هو زميل له في المجلس ويقسم براحته طبعا، انا مش معاهم طبعا. لكن انا عايز اقول انه مش كل واحد يتقدم بشيء نقوم نقول الاكسبريشن بتاعنا اللي هو المصطلح، نقول اشمعنا في التوقيت ده بالذات. كلمة اشمعنى في التوقيت ده بالذات بتتكرر كتير قوي في مصر، كل ما حد يجي يعمل حاجة يقول اشمعنى في التوقيت ده بالذات، وكأنه بيقول للي قدامه انت انسان مغرض. دي اتسمعت اعتقد ان سيادتك سمعتها في حياتك كتير، اشمعنى في التوقيت ده بالذات دايما تتقال. فأنا أبرئ ساحة أي إنسان من ظني أنا الشخصي فيه أنه بيستهدف أغراض دنيئة. عايزين نقول انه القانون 103 لما صدر كان من ضمن اهدافه انه يعني تجلية التراث وتطويره وتجديد الخطاب الديني. الكلام ده في سنة 61 سنة 61 جه رئيس جمهورية من سنتين اسمه عبد الفتاح السيسي بيقول برضو عايزين تجلية التراث وتجديد الخطاب الديني. لو كان في شغل في الفترة من 61 لحد قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ما يمسك مقاليد الحكم، وما كانش احتاج ان نقول كده، انما اكيد وهو كان ضابط مخابرات او كان ماسك مدير المخابرات الحربية وجد ان الامر يحتاج هذا، لذلك تكلم في هذا وما كان ليتكلم هراء. بس هو تطوير الخطاب الديني، بس عشان نبقى هنا يعني، يعني مشروع القانون او اي مشروع قانون بالشكل ده يطور الخطاب الديني ولا يهد الازهر زي ما هم؟ لا لا لا، ما لازم ابص للمشروع حضرتك يعني. هدم الازهر كمان ينتحر او يقتل نفسه او يخمش باظافره يعني وجهه، ده جنون، ده جنون، ده جنون، ده جنون. اما مساله عشان الدكتور سالني سؤال، انت دعيت فعلا لاغلاق الازهر 10 سنين. الدكتور سالني سؤال، ما انا جاي اهو، هو دكان هنصلحه. الدكتور سالني سؤال بيقول هل انت قلت نغلق الازهر 10 سنوات؟ رديت عليه قلت له ايوه. ايه بقى حكايه 10 سنين دي؟ وانا ما قلتش 10 بس، قلت 15 كمان. ليه؟ لان وجدت هذا الجيل من الساده الازاهره اللي موجود حاليا، اولا مش انا لوحدي اللي طلبت اغلاق الازهر، ده الازهر اغلق قبل هذا 102 سنه ايام صلاح الدين وما بعد صلاح الدين، وما بعد صلاح الدين 102 سنه. طبعا صلاح الدين معاش 102 سنه، ظل مغلقا لاهداف انه يتم
ترسيخ قواعد الفقه السني في مصر. طيب دي مرحلة ماشي ماشي ماشي. فأنا بقول بقول إنه الجيل الحالي من السادة الأزاهرة مش عايز يعمل تطوير ولا تجديد إلا فأنا أفصل بينه وبين الجيل الجديد وأجبر الأساتذة الحاليين الأزاهرة برضو إنهم في خلال هذه العشر سنوات يضعوا فقها جديدا ويضعوا علم حديث جديد. طب ما تطور الازهر موجود، انت عايز تعاد الازهر. هم مش عايزين يعني. لا هم بيقولوا احنا مالناش دعوه بالارهاب، مالناش دعوه، احنا 100 فل 10، احنا مالناش دعوه، مناهجنا كويسه، احنا كلنا حاجه. اذا هم بيتنصلوا من كل شيء. اذا هذا الجيل لازم يرد مش ناوي يطور. طيب. بما انه مش ناوي يطور يبقى نفصل او مقفل المحل، نفصل ما بينه وما بين الاجيال القادمه. حاجه ثانيه لابد من إعادة تقييم شروط الالتحاق بالأزهر، ويبتدي الخمس سنين التانيين اللي أنا قلت عليهم واللي قال عليهم أخويا الدكتور عبد المنعم في قبول المؤهلات العليا من الجامعات للأزهر. وعلى فكرة صدر قرار رئيس الجمهورية أيام الله يرحمه أنور السادات بالتحاق خريجي المؤهلات العليا بالأزهر، ولم ينفذوا الأزهر حتى اليوم. صدر أيام حسني مبارك قرار بإنشاء مركز السنة، تم تفعيله بعد 17 سنة. بعد 17 سنة. فالقرارات والقوانين اللي بتصدر لتطوير الأزهر إما أنها توضع في الأدراج، إما أنها لا تفعل، إما أنها تتأخر 17 سنة. وعشان تبقى عارف سيادتك انه اول قانون لتطوير الازهر زي ما قلت المعاليك كان اللي هو اللي انا قلت عليه سنه 1911، كان بعد 939 سنه من انشاء الازهر. بعد 939 سنه من انشاء الازهر. فالنهارده احنا بنقول هل احنا محتاجين ان احنا نطور؟ سيبك بقى من محمد ابو حامد وسيبك من اغراضه، واذا كانت له اغراض اخرى انا ما اعرفوش وما يهمنيش ان انا اظن في سوء، لكن هل انا اتصور بالعقل كده كرجال يعني عقولنا توزن بلد قاعدين اهو على هذه المنضده، هل بعد 57 سنه مؤسسه مش محتاجه تطوير يا ناس؟ بس طيب هذا اللي انا عايز اقوله. خليني بقى دكتور عبد المنعم اتفضل. انا عاوز اقول ان الاستاذ السيد المستشار بارك الله فيه دايما ينظر الى الكوبايه الناقصه فيها بعض الحاجات، وزي ما قلت حضرتك النصف الفارغ زي ما قلت حضرتك المطالب المفروض عليه يعتذر على الهواء عن الكلام اللي قاله وطالب باغلاق الازهر. هو مش دكان بسكوت عشان يطالب باغلاقه. المفروض عليك تعتذر يا سياده الله للمسلمين وللامام وللعالم اللي احترم الازهر بالامس القريب. هل في جرأتك الأدبية وأنا عارفك قوي في الحق هل تعتذر لذلك؟ لما يعتذر الأزهر عن سبي النساء، سبي النساء في أيوة في مناهجه، لما يعتذر الأزهر عن قتل المرتد في مناهجه، لما يعتذر الأزهر عن قتل ترك الصلاة في مناهجه، لما يعتذر الأزهر عن زواج الصغيرة وإرضاع الكبير. شفت شوف طيب. ازاي ده عدم الفهم. ماذا انا طيب. ماذا افعل؟ خلاص طرح السؤال وانت اجبت. نرجع تاني ماذا افعل؟ نرجع للاسلام. طيب ايه ذنبي انا؟ شوف حاجه ثانيه. طيب ايه ذنبي انا في ان واحد مش عاوز يفهم مناهج الازهر؟ ايه ذنبي؟ هذا مشكلته الفكريه. ودي عايز افهم يا دكتور بس. طيب اقول لك لجنه يعني شيء بسيط جدا وسريع لمن يظن ان الازهر يعمل في بلاد خارج عن مصر وفي بلاد غائبة ولا علاقة له بالواقع. من وقت ما تولى فضيلة الإمام يعلم علم اليقين أن هذه المؤسسة دورها أساسي لا يقتصر على التعليم والدعوة فقط، إنما الاندماج في المجتمع، وده اللي ما يعرفوش الآخرون لأنهم ما جوش عندنا. ده هو بيجري في الفضائيات كل يوم، والأزهر بيسبي، والأزهر بيقتل الناس، والأزهر بينجب. أنا عاوز سيادته يتأجر تاكس حضرته ويجي يحضر عندينا ويشوف التطور اللي ما شافهوش سعادة المستشار حتى ينشرح صدره بدل ما يضيق صدره بما يقول. أولا الأزهر الشريف يقوم بدور حيوي على المستوى الثقافي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الوطني، كما رأيت بالأمس القريب
والعالم كله ينظر إلى هذا هذه النظرة الطيبة للأزهر اللي بيدعو إلى السلام العالمي. شيخ الأزهر جعل طفرة غير مسبوقة في هيكلة إدارية رائعة في الأزهر. أقول لك بعض الأشياء التي عملت في الأزهر ولم يراها سيادة المستشار، وأنا متبرع الآن أنه ياخد ثمن التاكسي روح وزقي قهوة دي لشوكولاتة كمان عندي. لا أنت مجرد ما تتكلم أكني شفت على طول. طيب خدها عندك يا سيدي. أولا اللجنة العليا لإصلاح التعليم، تسمع بها سيادة المستشار؟ هذه اللجنة عرضت أتت بعلماء متخصصين وخبراء تربويين يقومون على إعادة النظر في المعاهد الأزهرية، وعرض كل ده بأسلوب بسيط سين وجيم في مناهج الأزهر. وأظهرت طلعت أنتج حاجة تواجه الفكر المتطرف اللي ما كانش حد يتكلم فيها. كتابين الآن، كتاب الثقافة الإسلامية في المرحلة الإعدادية وكتاب الثقافة الإسلامية في المرحلة الثانوية بالإضافة إلى الجامعة الذي سيأتي إليها. بيتكلم إيه هذه الكتب؟ قضايا محدش كان يتناولها، مثل الجهاد، مثل ثقافة التكفير، مثل التطرف والعنف، مثل الحاكمية. هذه الأشياء المحدش اللي بيلعب عليها أصحاب الجامعات الأخرى، اللجنة صغتها وبينتها بأسلوب عصري ورائع وسهل جدا عشان يتعلم الأبناء. هذه واحدة. الثانية يا أستاذ دكتور، يا أستاذ وائل، بيت العائلة المصرية اللي بيحافظ على النسيج الوطني كان موجود قبل فضيلة الإمام؟ لا. العالم كله عاوز ياخد هذا النموذج عشان يعملوا عنده. رقم ثلاثة، اللجنة العليا للمصالحات، ودي بتدعو أو تقوم يعني رأب الصدع بين المواطنين وإعلاء المصلحة العليا للوطن. ولذلك ما في مشكلة في مركز ولا مدينة، وأول حاجة مسألة أسوان، وأنا كنت أحد الأعضاء الذين سبقوا فضيلة الإمام. نعم. والعالم كله تكلم في هذا، وأنا دخلت أسوان إحنا وأربعة من زملائي الأفاضل بإفاد من فضيلة الإمام، والله كانت أسوان مظلمة وما خرجنا منها إلا بعد أن جاء فضيلة الإمام وهي مضاءة في كل شوارعها والناس يرحب بعضهم بعضا. بعد ما كانت الناس القتلى يكونون على عربية الحنطور. لجنة المصالحات بالإضافة إلى اللجان الأخرى. خد كمان رقم أربعة عشان الناس يعرفوا إن الأزهر مش متقوقع. مركز الأزهر لحوار الأديان يختص بنشر ثقافات، ثقافة الحوار بين الأديان، ومركزه داخل الأزهر الآن لم يكن موجودا سابقا. مرصد الأزهر باللغات الأجنبية العشرة اللي بيتابع كل ما يجري على مستوى العالم ويرد عليهم ويبين لشباب الدنيا وليس لشباب مصر فقط على إن هذا الكلام غير صحيح. مركز الأزهر للترجمة يقوم بترجمة الكتب التي من شأنها توضيح صورة الإسلام الحقيقية. تمانية، أكاديمية الأزهر لتدريب الأمية، كنت تسمع بها قبل كده؟ أنا عضو فيها وبأدي فيها أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ والمفتين الجدد. الآن بنعمل لهم دورات علشان يعرفوا كيف يخطبوا الناس وكيف يقضوا على ظاهرة التطرف والإرهاب. خد، أنا مش هطول عليك. التعاون المثمر بين المؤسسات في الدولة، تعاون مع رعاية الشباب، مراكز الحوارات اللي بتجري بين المجتمعات في المحافظات ويتحرك فيها وكيل الأزهر بنفسه، الحوار الإسلامي الإسلامي، الحوار المسيحي الإسلامي، الندوات والمؤتمرات المحلية والعالمية. والنهاردة فضيلة وكيل الأزهر النهاردة في ماليزيا ولسه طالع من عملية جراحية شفاه الله. أمين. وطالع ماليزيا بيجري لأنه يرى أن مصر لابد أن تمثل في هذا المؤتمر. المركز الفتوى الإلكتروني اللي انت تدخل تبهر بيه، يعني كل ده شايف كل ده تفاعل في المجتمع نفسه بنفسه، يعني مش منتظر الأستاذ أحمد ماهر يتكلم عنه برا بيقول له يا أستاذ أحمد تعالى واشرب شاي وعندينا بيبسي كولا وشوكولاتة وتفضل ونزورك الحاجات دي. رئيس السنغال دخل وفوجئ البابا. طيب. اول امس فوجئ بهذا الامر. طيب عايز 30 ثانيه. طب الاستاذ اسامه شرشر عضو مجلس النواب اتفضل قبل ما يتكلم. استاذ اسامه خليك معايا 30 ثانيه. الاستاذ وائل الابراشي كنت انا قاعد معاك فيها على هذه المنضده، وكان في دكتور اسمه مسموع ابو طالب رحمه الله. رحمه الله رحمه الله توفى.
وقال لسيادتك شخصيا وانت اللي ناقشته شخصيا انه تارك الجمعة يقتل. انا عايز اعرف هذا الفقه كان فقه الدكتور مسموع ابو طالب ولا فقه الازهر؟ لا هذا اللي اتقال لسيادتك انت على هذه المنضدة وموجود على اليوتيوب إن حاليا. كان قيل ان كان قيل فله لا ان كان ايه ان كان قيل ماشي. الرجل في ذمة الله الان الله طيب. ان كان قيل هو لا فهذا لم نتعلمه في الازهر وكل واحد مسؤول. شرشر عضو مجلس النواب استاذ اسامة اهلا بيك. الشوشرة على الازهر ما تنفعش والله. استاذ اسامة منحت الاستاذ محمد ابو حامد توقيعا على مشروعه للازهر ثم سحبت توقيعك لماذا؟ اولا مساء الخير استاذ وائل ومساء الخير للساده ضيوف زملاء النواب والدكتور عبد المنعم والاستاذ احمد. وقبل ما اتكلم انا بتقدم بخالص تعازي في شهداء الشرطه امام الارهاب الاسد. خلينا نتكلم بموضوعيه. انا سحبت توقيعي لان الزميل الفاضل قال لي ان احنا عايزين نقدم مشروع قانون لتجديد الخطاب الديني. انا قلت في اللجنه الدينيه يوم الاربعاء في وجود الدكتور اسامه العدل اعلنت سحب توقيعي وسحبته رسمي وطالبت رئيس المجلس بان يتم سحب مشروع القانون لانه فيه عوار دستوري ومخالفة دستورية. وأعتقد أن هذا المشروع في هذا التوقيت بمواد التي لم نقرأها أعتقد بكل المعايير ردة حقيقية. خلينا أقول لك بمنتهى الموضوعية أن هذا المشروع بقانون يعطي مادة للإخوان أن الدولة المصرية تعادي الأزهر والإسلام وليس الجماعات الإرهابية. نقطة ثانية يا أستاذ وائل أن استقلال الأزهر يضمن استمراره في دوره كجامعة عالمية تستقطب طلابا من العالم في محاولة لتقييده وحصاره في دوره المحلي ينتزع عنه صفة العالمية. خليني أقول لك على جزئية خطيرة جدا أن المصريين والجينات المصرية أن الأزهر من المؤسسات القليلة التي تحظى باحترام المصريين مثل المؤسسة العسكرية الوطنية للقوات المسلحة. نقطة رابعة وخلينا أقولك لن أنسى هذا المشهد أن الأزهر دائما هو حائط الصد العلمي والمنهجي والديني ضد المذهب الشيعي. واعتقد يا استاذ وائل في لقاء شيخ الازهر الرجل الرمز الاعتدال والوسطيه الدكتور احمد الطيب وهيئه كبار العلماء اعتقد الدرس الذي اعطاه الدكتور احمد الطيب للرئيس الايراني السابق احمد نجاد. فلذلك انا اعتقد ان هذا المشروع من الزميل الفاضل يجب ألا يطرح أصلا على المجلس. وسأقوم غدا بتوقيع من زملائي السادة النواب بأن احنا لا يدخل القاعة ولا يتم مناقشته على الإطلاق لأن المؤسسة الأزهرية وشيخ الأزهر سيكون رمز للتنوير ورمز للسلام. وأعتقد نحن لا نعلم دور الأزهر في الخارج ودور الخطير أن الإمام الأكبر في خارج مصر له خصية وله دلالة وهذا يعطي مصر حقها في التنوير وأنها القائد صد الحقيقي للحفاظ على الإسلام. طيب أستاذ أسامة ألف شكر. يعني سحب توقيعه وطلب أيضا من رئيس مجلس النواب تجميد هذا المشروع. هطلع فصل أخير وبعدها هاخد تعليقات أخيرة من ضيوفي متعلقة بال يعني لماذا هذا الإحساس أو ربما اليقين عند البعض بأنه هناك حملة تستهدف الأزهر وشيخ الأزهر تحديدا. طب هل مشروع القانون بما تبقى فيه من مواد يعني احنا كنا ناقشناها قبل كده
مع الأستاذ محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، وشاهدنا ملخصا لذلك، والحقيقة احنا دعوناه للنقاش ولكن هو فضل عدم المجيء وقال أنا يعني آجي أنا فقط، وبعد كده فضل عدم المجيء. في كل الأحوال القضية مطروحة، لو في إحساس عند البعض بأنه الأزهر مستهدف تعالوا نناقش هذه القضية ونشوف إيه الأخطاء التي يمكن أن تناقش أيضا بعد الفاصل. مشاهدينا نحييكم من جديد. هاخد تعليقات أخيرة الأستاذ أحمد إدريس. تعتقد أنه يعني ما علمته أنه الأستاذ محمد أبو حامد قال أنه مستمر في طرح المشروع، تعتقد أنه هذا المشروع مات قبل أن يولد وأنه أعضاء مجلس النواب بالكامل تكتلوا ضده؟ ولا يعني من الرأي العام والرؤية اللي هي سايدة في المجلس وداخل القاعة ان هذا القانون يعني لم يرى النور، وان شاء الله يعني اعتقد ان في رفض تام لهذا القانون من قبل السادة النواب، لان النهارده زي يمكن ما قلت حضرتك في بداية البرنامج ان في اكتر من 250 عضو قام وقعوا على هذا القانون، وانا قلت لحضرتك العبرة بالنهاية ان النواب سوف تلغي هذه التوقعات او هتقوم بسحب توقعاتها من هذا المادة او هذا القانون، وهذا يعني مش تقليص من سيادة النائب محمد ابو حامد، لا ده لعدم دراية ما هي المواد التي بداخل هذا القانون. يمكن هما القانون وقت ما صار كان مثلا بسبب تعديل الخطاب الديني او تعديل مواد في مواد الأزهر، لكن النواب اللي قامت بتسجيل الأسماء والأمضات أنا أكيد واثق أنهم لم يعرفوا هذا القانون. وليه تعقيب على سيادة المستشار أحمد أني مش كل الفتوى هتقال في القناة الفضائية أو أي حد يطلع في قناة فضائية يبقى هو ده حديث الأزهر. يعني أنا النهاردة لما أطلع وفتي ولا أقول فتوى مش معنى ده أن أنا واخدها من الأزهر، حتى وإن كان من بعض مشايخنا الذين بنراهم في الفضائيات النهاردة أو بيقوموا ببعض التعليقات الغير ممنهجة أو الغير مدروسة، ده ما يدلش أن هم يعني الأزهر مسؤول عليهم. النهاردة أنا ما بعيبش على الأزهر أو بحاجة، النهاردة الأستاذ محمد أبو حامد عايز يصيغ الأزهر أو يكفل الأزهر عشان عنده شكوك لبعض ثلاث أعضاء من المجمع الإسلامي إخوان. النهاردة لو ماشينا على هذا الشق إن هنكفل كل الهيئات الحكومية، لو قلنا إحنا في كل هيئة عشان فيها إخوان يبقى لازم نلغيها أو نعيد صياغة القانون القائم على هذه الهيئة. فإحنا النهاردة ممكن يكون في كل هيئة في عضو إخواني ومستتر ولم يعرفه أحد، ممكن يكون في القناة النهاردة في عضو إخواني أقوم أنا بشطب القناة أو بإغلاقها. فطبعا دي حاجات يعني لا يجب ان احنا نذكرها او نقولها لفي كانه في عضو من الاخوان، لان النهارده الاخوان منتشرين في كل العداء ومش هنقضي عليهم بسهوله معينه او هنحاربهم بسهوله معينه، لان هم كيان كبير واحنا لا يعني لا نقدر نغفل هذا الكيان، لكن محاربته هيتم على سنوات وفترات طويله. كل حاجه ده النهاردة تطوير الخطاب الديني، النهاردة تطوير الخطاب الديني أنا مع الشيخ الأزهر النهاردة ما وحدش الخطبة، لأن المناخ العام في الخطبة في قرية غير في قرية غير في محافظة غير في مدينة. النهاردة الخطبة لازم تكون محورها الأساسي ما يدور في الوسط. طيب هاخد الأستاذ عمر حمروش أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب. يا أستاذ عمر أهلا بيك. يا أهلا وسهلا يا أستاذ وائل. اهلا وسهلا. مشروع القانون المتعلق بالازهر وبشيخي يعني
كيف تعاملتم معه كلجنة دينية؟ أولا دعني أحيي سعادتك وكل ضيوفك الكرام، ودعني أولا أعز الشعب المصري على شهداء الليلة، شهداء الشرطة البواسل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته. أود أن أقول أولا بأن الأزهر تاج الرأس وقبلة العلم. الأزهر رايته بيضاء وغايته نشر السماحة والوفاء. الأزهر به نطق الفضلاء واحتمى الضعفاء ونادى بفضله العلماء، وتتلمذ فيه النجباء من شتى ما حوته الأرض والسماء. الأزهر صفحته نقية ومناهجه سماوية ومقاصده في الدعوة كلية. هذا المشروع لم يأتي بعد إلى لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، ولكننا نتعامل معه من خلال وسائل الإعلام. ودعني أؤكد على أنه منذ تولى فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب مسؤولية مشيخة الأزهر، قاد مبادرات مثمرة محلية وإقليمية ودولية تسهم في تفكيك الفكر المتطرف وترسيخ حقيقة الدين الحنيف ونشر ثقافة السلام والتسامح والمواطنة. ولذلك فهذا المشروع كما علمناه من وسائل الإعلام يتعارض مع الدستور من حيث المبدأ، وسأذكر نقطة واحدة يتعارض فيها هذا المشروع مع الدستور من بين نقاط عديدة، ألا وهو أنه يتعارض مع الفقرة الأولى من المادة السابعة من الدستور، والتي تنص على أن الأزهر هيئة إسلامية مستقلة وهو المرجع الأول في العلوم العربية والإسلامية. وبالتالي هذا المشروع جعل هيئة كبار العلماء من خارج المتخصصين في هذه العلوم، حيث فتح هذا المشروع المجال لكل التخصصات من خلال جعل اختيار 10 أعضاء من خارج المتخصصين في العلوم العربية والإسلامية. ولذلك هذا المشروع يتعارض مع الدستور في مجمله. كذلك أيضا إن نظرنا إليه من الناحية السياسية، فإن هذا المشروع يهدم أو من شأنه أن يهدم 1000 عام فأكثر من تاريخ الأزهر، صح، الذي هو في نفس الوقت جزء من تاريخ مصر. كما أن هذا المشروع من شأنه أن يسيء لسمعة مصر في العالم الإسلامي، حيث ينظرون إلى الأزهر باعتباره مرجعية جامعة لهم في كل شؤونهم الدينية والإسلامية بل والسياسية أيضا. كما أن زيارة بابا الفاتيكان هذه الأيام لمصر وحضوره المؤتمر الذي ينظمه الأزهر وزيارته للإمام الأكبر إنما هو اعتراف دولي بأن دور الأزهر يتجاوز الحدود الوطنية لمصر ليمثل أحد أركان الدولة المصرية في العالم. أستاذ وائل اسمح لي سعادتك أن أقول بأنه في النظر بالنظر إلى هذا المشروع نجد أنه يهدم هذا الدور ويتراجع بالدور المصري في الشأن الخارجي خطوات تسير إلى الوراء، ولا يصب في النهاية فيما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكذا البرلمان من جهود حثيثة في سبيل استعادة مصر لدورها وتأثيرها على المستويين الإقليمي والدولي. لذلك فيعني أنا شخصيا أرفض هذا المشروع جملة وتفصيلا. ولعلم سعادتك يا أستاذ وائل، وهذا الكلام لكل السادة المشاهدين، أعطف الآن على دراسة أو على الإعداد لمشروع قانون بتعديل القانون 103 لسنة 61، ولكن بما يتفق مع دستور 2014. هذا الدستور الذي يعتبر الدستور الوحيد الذي نص على استقلال الأزهر، ولذلك نصت المادة السابعة على عدة فقرات. هذه النقاط اشتملت على أحكام دستورية تحتاج إلى نصوص تشريعية لشرحها وتطبيقها في المشروع الذي سيرى النور قريبا وسيخرج للرأي العام ولمجلس النواب. هذه المادة السابعة من الدستور اشتملت على أن الأزهر هيئة إسلامية مستقلة وهو المرجع الأول في العلوم العربية والإسلامية،
واشتملت ايضا على ان الدوله تكفل الدعم المالي للازهر واستقلال المالي والاداري، وان شيخ الازهر مستقل وغير قابل للعزل. ولن اتكلم عن هذا، عن تفاصيل هذا المشروع الذي اعده الان حتى تكون الدراسه متانيه، وفي نفس الوقت حتى تكون المصلحه العامه هي التي تكون سيئه. شكرا يا استاذ عمر، الف شكر. قبل ما اخد، احنا عندنا صور جديدة أيضا بتظهر للشهداء. ده الشهيد أيمن حاتم عبد الحميد رفعت، شوفوا يا جماعة مع طفلته، يعني مشاهد مؤثرة، يعني الشهداء الذين استشهدوا دفاعا عنا جميعا. شوفوا يعني الأطفال اللي بيفقدوا أبائهم بهذا الشكل. دي العملية الإرهابية اللي تمت منذ ساعات قليلة، استشهاد اثنين من الضباط وأحد الجنود. أستاذ محمود عطية، منسق ائتلاف مصر فوق الجميع. أستاذ محمود أهلا بيك. صباح الخير يا أستاذ وائل. صباح الخير، اتفضل. وصباح الخير على الضيوف الأفاضل المحترمين. وعزائي إلى الشعب المصري وإلى جهاز الشرطة وإلى أسر الشهداء. أما عن الموضوع اللي نتكلم فيه عن الأزهر، ويمكن يحضرني ذهني إن أنا عملت مع حضرتك مداخلة قبل كده في هذا الموضوع. ويحضرني أيضا عبارة تناولها الأستاذ أحمد طنطاوي عند حضرتك من يومين أو ثلاثة أيام، وقال بنفس اللفظ كده: يجب التأدب عند التحدث عن الأزهر وإمامه، في حلقة من حوالي أربعة أيام. ده صحيح. بالنسبة لهذا الموضوع، أنا شايف إن اتكرر في خلال شهرين ثلاثة من النواب أستاذ أعضاء مجلس الشعب موضوع إمضاءات على مشاريع القوانين بدون العلم محتوى المشروع إيه، وحصل الكلام ده أظن مع الأستاذ طلعت أستاذ أنور السادات، محمد أنور السادات. وناس قالوا التزوير التوقيع مزور، وناس قالوا مش عارف إيه، يعني نفس الكرة تاني. النقطة التانية أستاذ وائل، لا، وفي ناس قالت إحنا وقعنا لكن بنسحب توقيعاتنا، ما كناش كنا نعتقد إنه يتعلق بتجديد الخطاب الديني. ما هو تجديد الخطاب الديني يا أستاذ وائل لسه ما عرفناش ما معيار آلية تجديد الخطاب الديني. صح. النقطة الثانية اللي عايز اتكلم فيها حضرتك، ان انا بحس ان السادة النواب مع كامل احترامي وتقديري ليهم بيعملوا حائط سد ما بينهم وما بين الجمهور. يعني كل الناس بتخش احنا يعني بنقدر النائب مش اللي قدم المشروع ومش عارف ايه. لا، لما يكون غلطان نقول له انت غلطان. الضرب في الامام الاكبر والازهر ما يبقاش بالصورة دي. وانا شفت وهو المقدم لهذا المشروع لما كان بيناقشوا مع حضرتك قال منه مواد كتير فيها في الحقيقه حاجه يعني ضرب في الامام وضرب في الازهر. ايه دي؟ هيئه كبار العلماء، اسمها هيئه كبار العلماء علما وسنا ومقاما، ويدخل فيهم يقول مش عارف 10 منين، وواحد طبيب نفسي، واحد اخصائي مش عارف ايه. ايه ده؟ هل يجرؤ هذا الشخص انه يعمل قانون يقترب به من قانون الكنيسه المصريه؟ وانا اول الرافضين لاي حد يقترب جنب الكنيسه المصريه، لكن هل يجرؤ انه هو او مسيحي او مسلم يعمل حاجه زي كده؟ ليه بنعمل كده في في في, في الامام الاكبر والازهر؟ مناره العلم والايمان في العالم كله. فيكفي فخرا للامام الاكبر ما جرى امس من التحيه العفويه. اما الاستاذ المستشار ماهر، نفس الشيء من يومين، ساب المذيع وقام في حلقه ثانيه، لان المذيع بيقوم مقام الجمهور او الناس بتوع الازهر وهم بيتكلموا. زعل وساب القعده وقام. هو ايه الموضوع؟ يعني يا جماعه ما مش كده. الدوله لازم تكون في الوقت ده، ودينا بنشوف الارهاب اهو، والارهاب ده بقى بتاع الازهر اللي حصل النهارده ده من الازهر. لا، ما ننسبش لكل حاجه، نشوف العيب فين ونجري وراه، نكون متوحدين خلف الائمه وخلف الكنيسه. وعيب الكلام ده اللي كان هيحصل، وبرجو من النواب الافاضل يقولوا لزميلهم لا انت غلطان، مفيش حاجه اسمها نتكتل كلنا ضد الجمهور وضد الراي العام.
لا مفيش حاجه اسمها اصل النائب ما يقصدش، اصل النائب المحترم فلان. ليه انتوا بتعملوا جبهه ضدنا ليه؟ ما كفايه الشعب كاره. طيب. للمجلس. بشكرك الاستاذ النقراشي من اسيوط. استاذ النقراشي اتفضل. استاذ النقراشي نقطه تلفزيون بس. صباح الخير يا استاذ وائل عليك وعلى. صباح الخير. اتفضل اتفضل. انا اولا بعزي مصر وبعزي كل المصريين في شهدائنا الابرار اليوم، اللهم ولكن تعملهم جميعا بواسع رحمتك. لا بتكلم عن اولا لما نتكلم عن الازهر لازم التادب مع الازهر ومع الامام الاكبر، لان الامام الاكبر هو منارة وعلم ويملك العالم الاسلامي وليس مصر. فأنا بتكلم مع الأستاذ محمد أبو حامد. أستاذ محمد أبو حامد ما تنسوش سنة 2011 يوم انتخاب نواب مجلس النواب مجلس الشعب أيام الإخوان، كيف نجح الأستاذ محمد أبو حامد في قصر النيل، ويوم تأدية لا ما تسمعش من التلفزيون، ابعد عن التلفزيون استاذ نوراش. ويوم تأدية حلف اليمين في مجلس الشعب قال بالعبارة هذه: يسقط يسقط حكم العسكر، وموجود في المضبطة يوم 28/12/2011. المفروض استاذ محمد ابو حامد ما يتكلمش عن الوطنية ويدغدغ مع مشاعر الناس، اولى بيه ان يستقيل من مجلس النواب، لان اللي يقول يسقط يسقط حكم العسكر وهو نائب في مجلس الشعب ايام الاخوان لا يجرؤ ان يتكلم مره اخرى عن الاسلام وعن الوطنيه وعن مصر. مش معقول. طيب يعني هو يعني في النهايه لانه راجل مش موجود معانا يعني، وبالتالي هنا هو قدم مشروع قانون يعني. ناقش يا استاذ وائل، ماذا يريد الاستاذ محمد ابو حامد من الاسلام؟ ماذا يريد من الازهر وشيخه الجليل؟ طيب انا بشكرك يا استاذ نورش. هاخد تعليق اخير استاذ محمد فضل. ده حضرتك احنا اصبحنا دلوقتي ان بنتكلم، ده مش راينا، ده اللي بيقوله الدستور، ولكن المضللين والمغردين لهم كلمه اخرى، وانا على ثقه انها ليست الكلمه الاخيره، وان شاء الله هتكون كلمه اعضاء مجلس النواب وتصديهم لمشروع القانون. واحنا اكتر ناس، واحنا ممثلين الشعب، واحنا لامسين الواقع وعارفين ان الشارع بيغلي بخصوص مشروع القانون المقدم من النائب محمد ابو حامد. بخصوص برضو المداخله اللي بيتكلم فيها اخونا مش متذكر اسمه اللي بيقول ان المجلس مش بيتصدى، لا المجلس كله بيتصدى. يعني انا من 3 ايام بالظبط التواصل ابتدى معي من جميع الهيئات البرلمانيه في المحافظات والاحزاب على اساس احنا ترتيب زياره لفضيله الامام في المشيخ، فكل المجلس بما فيهم الوكلاء كانوا معي على تنسيق ان احنا بصدد وتحديد ميعاد مع فضيله الامام للزياره، ودي يعني هتكون اقدر رساله ومسانده لينا للازهر الشريف شخص فضيله الامام الدكتور احمد الطيب. مستشار احمد عبد الماهر تعليق اخير. شايف انه يعني مشروع القانون لابد ان يناقش، شايف في نقاط ايجابيه ولا شايف انه كده مات قبل ان يولد؟ لانه الحقيقه كمان حاله الاستنفار الشعبي ضده بقت كبيره جدا. اكيد في حاله استنفار انا شايفها واضحه جدا، لكن عايز اقول انه بهذا القانون او غيره فاي مؤسسه بما في ذلك الازهر تحتاج من فترة لأخرى تطوير، وأعتقد أن 57 سنة كفاية عشان نحتاجه. ويمكن الأستاذ عمر حمروش اتكلم دلوقتي وقال أن في مشروع آخر موازي لمشروع الأخ محمد أبو حامد هو بيعده حاليا وبيعكف عليه علشان يتوائم مع دستور 2014، وأنا شايف أن ده صورة صحية لممارسة العمل السياسي والقانوني في مصر. أن الناس تفكر في الفترة. دكتور عبد المنعم في تعليق اخير. انا عندك لسه الشعور انه الذين يحاولون هدم الازهر لن يتوقفوا ولا ربما يستسلموا؟ لا ده هم مش يستسلموا، ده هم واجب عليهم يدخلوا الجحور بعد اللي حصل امبارح ده، والاستفتاء العام والشارع والاستنفار بيقول سياده المستشار
احنا يا جماعه قلنا مشهد التصفيق للشيخ الازهر بالصوت والصوره كده نسمعه. انا كاد الدمع ان ينزل من عيني وانا ارى الساده النواب والعمال مصر وكبار المفكرين يصفقوا بطريقه تؤكد ان مصر فيها عقلاء. طيب نشوف، احنا دزعناه امبارح بس نشوفه تاني. المستشار لما تجلس مع هذا الإمام والله العظيم تشعر بشيء خاص. يعني أولا الرجل اللي عنده فراسة، أنا مش أتكلم كثير عنه أعماله اللي أتكلم، فراسة المؤمن. حتى لما تتكلم، أنا عن نفسي لو تكلمت وأنا مخالف أشعر إن في حاجة الإمام ملاحظها. سبحان الله، ليست قضية إنما قضية فراسة لا أكثر ولا أقل. هذه الفراسة الرجل يتحلى بها لدرجة أنه لا يرد على الصغائر أبدا، وشغال يوميا الإعلام وغير الإعلام، ولا يفتكر حاجة غير المصالح العليا للدين ومصالح البلد والوطن. الجماعة اللي عاوزين يقسموا الأزهر ويشتتوا جامعة الأزهر ويحصروا المعاهد الأزهرية، الناس اللي بتتبرع لله معاهد الأزهرية وتساعد الدولة، واحد بيتبرع علشان يلقى الله بالخير يقول له لا المعاهد ده انا هوديها وزارة التربية والتعليم. يا سيدي احنا نحترم التربية والتعليم، لكن انا عاوز واحد يقدم قانون يصلح التعليم بوجه عام. نحن لسنا ضد اي مشروع يؤدي الى تطوير الازهر معانا، واحنا بنطور ونتمنى من يساعدنا، ولكن يجب على من يتكلم عن الازهر ان يتأدب وهو يتكلم على الازهر. الأزهر لا يخرج إرهابيين ولا متطرفين، إنما يخرج علماء وأدباء وأفاضل ورواد نهضة شهد لها العالم كله. يجب علينا أن نتأدب حينما نتكلم عن الأزهر أو عن إمام الأزهر. بشكركم جميعا، وغدا إن شاء الله هنكون معكم في حلقة جديدة.